بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم في لقائنا الثاني معكم لهذا الاسبوع من مساء دريم من النهارده الجمعه 21 سبتمبر 2018. وزي ما قلت لحضراتكم بالامس في نهايه الحلقه، النهارده ان شاء الله هيكون عندنا ثلاث فقرات رئيسيه، فقرات بنعتقد انها مهمه جدا، يا رب تكون فيها اضافه لحضراتكم. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن مفهوم بيئه العمل الامنه. هذا المفهوم مهم جدا في ظل الحديث عن بناء الإنسان المصري. الإنسان المصري يبنى بالصحة الجيدة ويبنى بالتعليم الجيد وأيضا بالعمل في بيئة آمنة، بيئة آمنة خالية من الفساد، خالية من الرشوة، خالية من الوسطة، خالية من المحسوبية، خالية من التزوير، خالية قطعا من التحرش وأي نوع من أنواع المضايقات. المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية يكون معنا إن شاء الله في لقاء مطول في حلقة النهاردة للحديث عن هذه الهيئة القضائية المحترمة الكبيرة والمهمة جدا والمنوطة بضبط أداء العمل الحكومي. هي هيئة قضائية مستقلة تتحدث عن أو تعمل في نطاق العمل التأديبي، كيف تقدم من يخالف القانون، من يخالف اللوائح العمل في القطاع الحكومي، كيف تقدمه للتأديب والمحاكمة التأديبية. هيكون كمان إن شاء الله عندنا لقاء مهم جدا مع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم. بكرة إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين، بقى بداية العودة للمدارس، كله رافع شعار باك تو سكول. هنتكلم عن الحديث عن استعدادات الوزارة للمدارس، هنتكلم عن ربما إشارة سريعة كده لموضوع التابلت، مع انه في مساء دريم اتكلمنا عنه بالتفصيل سابقا الحقيقه في حلقات قديمه سابقه. هنتكلم عن قرارات الوزاره بمنع التدخين وحظر استخدام الموبايل سواء من جانب الطلبه او من جانب المعلمين داخل المدارس الحكوميه. ازاي القرار ده هيتم تفعيله وضبطه، وهل لو لقينا مدرس او طالب بيستخدم الموبايل او بيدخن في مدرسة خاصة أو مدرسة انترناشنال، ده هيبقى خارج نطاق القرار ولا لا؟ هنعرف تفاصيل كتيرة جدا مع دكتور رضا حجازي. بس هنبدأ إن شاء الله بفقرة يعني تدي كده إصرار وعزيمة وتدي حب للحياة وتدي نظرة فيها تفاؤل وأمل. إزاي مهما كان عندك مشكلة، مهما كان عندك صعاب في الحياة، فتستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا وبالإرادة القوية أن تتخطى هذه الصعاب. مايكل حداد هو نموذج محترم جدا، يشرفنا أنه يكون معنا النهاردة في مساء دريم في أولى فقرتنا بعد قليل، بعد يعني بعض الأخبار السريعة هنقولها لحضراتكم. مايكل حداد هو بطل لبناني مصاب بالشلل النصفي، أصيب به يعني، والحقيقة أنه قرر أنه ما يستسلمش لهذا الشلل، وقرر أنه هو يصعد صخرة الروشة. الروشة طبعا كل الناس اللي عارفين بيروت وجمالها وجمال لبنان، هي صخرة كبيرة هناك، مزار الناس كلها بتروح على الكورنيش وعلى الكافيهات المطلة على صخرة الروشة. مايكل حداد هو بطلنا اللي هنتكلم عن قصته، هيحكي لنا عن قصة التحدي والصمود، ازاي ما استسلمش للشلل النصفي اللي اصيب بيه، ازاي ما استسلمش لهذا التحدي ولهذه الإعاقة، طلع صخرة الروشة واصبح مثار لإعجاب العالم كله. هيكون ضيفنا إن شاء الله وبطلنا اللي هنقدمه لحضراتكم من لبنان هنا في مساء دريم على الهواء بعد قليل. لكن خلونا نبدأ بخبر مهم عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة غادر بالفعل مطار القاهرة الدولي واتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. دي زيارة بتستغرق حوالي 6 أيام، المشاركة في أعمال الدور 37 للأمم المتحدة اللي انطلقت بالفعل الثلاثاء الماضي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية. الحقيقة أنه الرئيس هيلقي كلمة مصر في النقاش العام للقادة والرؤساء المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هيبدأ إن شاء الله الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون محوره تعظيم وتوسيع دور الأمم المتحدة وتوثيق صلتها وأهميتها للجميع، القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة لتهيئة مجتمعات يسودها السلام والتكافؤ. الرئيس هيترأس الاجتماع رفيع المستوى للمجموعة 77 اللي بتتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري، ودي المرة الثالثة في تاريخ هذه المجموعة.
هيلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع. ده هيتضمن استعراض الدور المصري لدعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، وده أسهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب. هذه الزيارة إذن مهمة جدا، والحقيقة أنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أنه بيان مصر الذي سوف يلقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة هيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤية مصر لأولويات حفظ السلم والأمن العالميين. والحقيقة أن دور مصر في المنطقة العربية، ولا أبالغ عندما أقول دور مصر المحوري في الكثير من القضايا الإقليمية أيضا، ده دور مهم جدا، وأعتقد أنه الغافلون أو من لم يكن يرغب في منذ سنوات قليلة أن يعترف بأهمية وقيمة هذا الدور، الدور المصري، أعتقد أنه الآن بيرضخ أمام الإرادة المصرية، ودور مصر الحقيقة أصبح بيتصاعد وتتصاعد أهميته كل فترة نتيجة يعني السياسات المصرية تجاه الكثير من القضايا ودعم مكافحة الإرهاب الدولي وفكرة العمل على مكافحة الإرهاب. الحقيقة أنه السفير محمد إدريس مندوب بمصر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك قال أنه اللقاءات الثنائية اللي هيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هتتضمن طبعا لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. هيبقى طبعا ده لقاء مهم جدا، واعتقد انه ده كان لقاء مرتقب منذ فتره، وكمان هيبقى فيه ترتيب لعدد كبير من اللقاءات الاخرى بين الرئيس السيسي وكبار القاده المشاركين في الاجتماعات في نيويورك. خلونا ناخد هاتفيا معالي السفير. طيب بعد قليل هيكون معانا اتصال ايضا للحديث اكثر عن خلونا ناخد الآن هاتفيا الأستاذ عماد خليل زميلنا الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم موجود الآن في نيويورك. أهلا بيك يا أستاذ عماد. أهلا. أنت موجود دلوقتي في نيويورك بالفعل؟ طب هو الرئيس وصل يا أستاذ عماد ولا لسه؟ لا، على وصول يا فندم. هو في أعداد كبيرة جدا من المصريين هنا جاية من نيويورك وولايات قريبة في جيرسي، وعدد كبير من الأماكن في نيويورك زي بروكلين ومن منهاتن البيت، ويعني منتظرة انت من أكثر من ساعة في انتظار الرئيس للترحيب به أمام مقر الإقامة. طيب أنا اتكلمت دلوقتي من شوية على فكرة إنه الرئيس هيترأس لاجتماع رفيع المستوى للمجموعة 77 ومصر بتتولى رئاستها خلال العام الجاري، ودي المرة الثالثة في تاريخ المجموعة. يعني كلمنا أكتر عن أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الأمم المتحدة، ما هو المنتظر؟ كمان يعني الكثيرون يتساءلون عن اجتماعه المرتقب الثنائي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني كلمنا عن مجمل أهمية هذه الزيارة. هو بيكون محفل دولي، وفي نفس الوقت زيارة الرئيس يمكن من 2014 بتكون محطة انذار العالم كله، وكبار القادة في العالم وعلى رأسها رئيس ترامب، المستشارة الألمانية ميركل، الرئيس الفرنسي، كلهم أكدوا ان هم يعني طلبوا مواعيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن كمان البيت الأبيض أعلن ان الرئيس ترامب هيقابل 5 قادة فقط منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي يمكن مش المره الاولى، حتى السنه اللي فاتت كان فيه حاجه لفتت الانظار ان الرئيس ترامب ومعظم الساده كانوا بيروحوا لمقر اقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لحضورها في المنطقه في الفتره الحاليه ودورها في مكافحه الارهاب، وايضا تكون في لقاءات اخرى مع كبار رجال الأعمال، كبار الزعماء الموجودين في الولايات المتحدة، أعضاء الكونجرس من الأحزاب الحزبين الديمقراطي والجمهوري. يعني بتبقى فيه زخم كبير جدا بمجرد وصول الرئيس حتى اللحظات الأخيرة لمغادرته نيويورك.
طيب انا عايز ارجع معاك لجزئيه استقبال ابناء الجاليه المصريه في نيويورك للرئيس، يعني استعداداتهم عشان يستقبلوا الرئيس. والحقيقه ان الصور عماله بتتوالى لينا حتى اللحظه دلوقتي، لانه في احتشاد هناك كبير جدا. يعني دي صور من استقبال الجاليه المصريه. انا عارفه انه دايما بيكون المصريين اللي في المهجر او المصريين اللي في الخارج في حنين وشوق ليهم لبلدهم، وفكره انه رئيس بلدهم يكون في الزياره هناك دي بتديهم نوع من انواع الاحساس بالامان والطمانينه، انه احنا مع ابنائنا في الخارج، احنا مع المصريين في الخارج ايا ما كانوا، في تواصل دايما. الاحتفالات دي والمصريين هناك، يعني هذه الصور اللي فيها هذا الاحتشاد اعتقد انها صور طبيعيه جدا، تلقائيه جدا، جايه من صميم قلوب مصريين في الخارج، ولكنهم يشعرون بالتحديات الكبيره التي يمر بها الوطن. كلمنا اكتر عن المشاركه دي، لانه الحقيقه انه الساعه 3 العصر توقيت امريكا بالفعل في قافله اتوبيسات بتنطلق من امام كنيسه مار جرجس في جيرسي. فكلمنا اكتر عن مصر. اتفضل. يعني مبدئيا النهارده هو يوم عمل، وكمان من ازحم الايام في المتحده الامريكيه، لانه اجازه عامل زي يوم الخميس عندنا كده. ما منعش اعداد كبيره جدا من المصريين، ويمكن اللحظات الاولى اللي وصلت ليها للولايات المتحده الامريكيه في عمليات حجز، عمليات حب وخروج للترحيب للرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده مش هيكون اول ولا اخر الاحتفالات او الاحتفالات اللي هي سياده الرئيس. مبدئيا الاحتفال الاول في يوم الاحد هيكون اعداد كبيره جدا هتخرج لاستقبال الرئيس امام مقر اقامته. يوم الثلاث ده هيكون الحجز الاكبر اثناء القاء الرئيس في كلمته امام الجمعيه العموميه في الامم المتحده، وهتكون يعني احتفاليه بشكل كبير جدا، يكون فيها كبار في السن، اطفال شايلين اعلام مصر، رافعين صور. عايزين يقولوا له ايه يا استاذ عماد؟ يعني معلش، يعني احنا هنسمع دلوقتي ونشوف المصريين هناك وهم بيستقبلوا الرئيس وواقفين بيحتفلوا، بس انا عايز اسالك انت اكيد في الفتره دي اتكلمت مع عدد كبير منهم هناك، عايزين يوجهوا رسائل يقولوا للرئيس ايه؟ عايزين يقولوا ايه لرئيس جمهوريه مصر العربيه؟ هو الرساله الرئيسيه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دي يمثل مصر، والترحيب بيه هو ممثل مصر بيتكلم بلسانها، وفي نفس الوقت عدد كبير جدا زي ما حضرتك عارفه، ده لا نفاق ولا رياء، دي اعداد خرجت ناس بتسيب شغلها، وناس بسيطه جدا، اسر بتخرج بتعتبر احتفاليه في حب مصر، بيقولوا الرئيس احنا بنحبك، بيقولوا ان احنا بنثق فيك، بيقولوا ان انت ماشي على الخطى الصحيح، احنا بنجدد الثقه في الرئيس عبد الفتاح. في ناس قاعده معظمها هنا، في ناس كثيره جدا يمكن ما نزلش مثلا اكثر من 5 سنين 10 سنين، في ناس فيها 29 سنه. الجاليه المصريه في الولايات المتحده الامريكيه يعني شديده الحب والاخلاص لوطنها مصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هي شايفه ان هو ممثل للوطن، وشايفه حجم الانجاز اللي هو بيعمله عشان خاطر اخواتهم واسرهم اللي موجودين في مصر، وعشان خاطرهم هم كمان. فدي بتبقى ابرز الرسائل، وده يعني الحب اللي انا بشوفه من سنه 2014 من اول زياره للرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره لفعاليات الجمعيه العموميه للامم المتحده. بشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز الكاتب الصحفي عماد خليل، صحفي بالمصري اليوم. تعالوا نشوف مع بعض المصريين، لانه زي ما استاذ عماد قال الحقيقه الناس دي طالعه بحب، والناس دي طالعه برغبه حقيقيه ان هي توري الشعب الامريكي وتوري او تظهر لوسائل الاعلام في العالم كله انها تدعم الدوله المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رمز، هو رئيس لجمهوريه مصر العربيه. دعمهم ليه واحتفالهم بقدومه للولايات المتحده الامريكيه ومشاركته في اجتماعات الامم المتحده، فكره الدعم ده من المصريين، وفكره الجاليات المصريه اللي طالعه هناك باعلام مصر وبهتافات جميله جدا صادقه وطالعه من القلب، دي جميله جدا. اتمنى انه زي ما احنا هنا في الميديا المصريه بنظهرها، اتمنى انه الميديا العالميه كمان تظهر هذه الاصوات الجميله العذبه الصادره من القلب. تعالوا نشوف مع بعض. We support Egypt! We support Egypt! We support Egyptian army! We support!
يعني حتى لو هم مصريين عايشين في امريكا وبطبيعه الحال خلاص بياخدوا بقى اللغه هناك وبيتكلموا، فبطبيعه الحال في الهتافات وي سبورت سيسي لونج ليف ايجيبت، نحن ندعم السيسي ويعني تحيا مصر لونج ليف ايجيبت، بس كمان لازم نختمها بتحيا مصر. يعني اجمل شعار واجمل نداء، وبجد الفرحه دي طالعه من قلوبهم، وانا سعيده ان هم قالوا الهتافات دي اغلبها قالوا باللغه الانجليزيه. واتمنى زي ما بقول انه يعني وسائل الميديا العالميه زي ما حاولت تظهر الكثير من الجوانب المظلمه اللي حاولت جماعه الظلام انها تصدرها عن مصر وعن شعب مصر، اتمنى ان وسائل الاعلام الاجنبيه كمان تظهر هذا الجمال وهذا الحب من المصريين المقيمين في الولايات المتحده الامريكيه، خارج يعني اللي طلعوا يستقبلوا الرئيس ويقولوا له وي سبورت ايجيبت، ولو انه الرئيس لو كان واقف وسمع وي سبورت ايجيبت كان هيقول لهم تحيا مصر، وي سبورت سيسي وي سبورت ايجيبت تحيا مصر، وان شاء الله يا رب تكون زياره موفقه، وان شاء الله الكلمه تكون كمان مهمه جدا، والاجتماعات الثنائيه لان الرئيس كمان المفترض ان هو اعتقد هيجتمع بما يقرب من 20 رئيس دوله اخرى، يعني في اجتماعات كتيره ما بين ثنائيه ومتعدده، ان شاء الله تكون نتائجها كلها مبشره بالخير باذن الله. خلونا نروح لمجموعه سريعه من الاخبار. الاقصر طلع كلام كتير انه فيها حاله من الدوده الكبديه، دي اللي هي الدودة اللي غالبا بتبقى موجودة اللي هي الفاشيولا اللي هي بتبقى موجودة على بعض أنواع الخضروات تقريبا، وطبعا أعتقد يعني أن الإصابة بها بشكل متكرر ممكن يؤدي إلى فشل كبدي ومشاكل كتيرة. فطلع الكلام ده، الحقيقة أنه الدكتور السيد أحمد الجواد وكيل وزارة الصحة في الأقصر أعلن أنه ما حصلش رصد لأي حالة إصابة بهذا المرض، مرض الدودة الكبدية اللي هو الفاشيولا، على مستوى المحافظة حتى الآن. وقال انه طلع بيان الحقيقه صحفي كمان النهارده، وقال انه اداره مكافحه القواقع بالاقصر وجميع وحدات التفتيش التابعه ليها فحصت بالفعل المجاري المائيه في نطاق المحافظه، كثفت العمل، عملت اجراءات ميكانيكيه لجمع قوقع الليشمينيا اللي هو ده العائل الوسيط، ده اللي بيبقى زي انترميديت او الوسيط ما بين مرض الفاشيولا وما بين الانسان، او يعني ما بين يمكن الدوده دي مثلا وما بين الانسان للحد من الاصابه، واتفحص في معامل وحدات التفتيش التابعه للاداره، وانه ما حصلش ظهور اي اصابه بالقواقع حتى الان. ده كان خبر مهم الحقيقه لانه كان فيه كلام كتير طلع انه الناس قلقانه هناك من تفشي او وجود الفاشيولا في الاقصر. بمناسبه الكلام اللي بيطلع برضو النهارده بعد الصلاه بشويه كده طلع كلام كتير على السوشيال ميديا، قال لك الحق ده في زلزال كبير حصل في المقطم والمعادي. هو طبعا فكره في الزلزال مش بعيده، يعني احنا كان عندنا زلزال 92 وكان عندنا توابع بعدها، وارد انه يحصل يعني كوارث طبيعيه في العالم كله، لكن الفكره انه ده ما حصلش. طلع كلام النهارده انه في هزات ارضيه حصلت في المقطم والمعادي. الحقيقه انه الاستاذ احمد بدوي رئيس الشبكه القوميه للزلازل نفى وقوع اي هزات ارضيه في منطقتي المقطم او المقطم او المعادي، واكد انه شبكه الزلازل القوميه ما وصلهاش او ما سجلتش اي زلازل، ونفى بعض قيام بعض مستخدمي شبكات السوشيال ميديا اللي قالوا في احنا حسينا بهزات ارضيه في منطقتي المقطم والمعادي، هو في ايه يا جماعه؟ هو في زلزال؟ طب ما حدش بيقول ليه لا. هو رئيس الشبكه القوميه للزلازل قال ما فيش اي هزات حصلت، ما فيش اي هزات ارضيه. فده برضو نقطه مهمه جدا. عايزه اروح مع حضراتكم لمبادره محترمه جدا، وعندما نتحدث عن دوله الامارات العربيه المتحده نتحدث عن دوله الحقيقه يعني اذا كان في مفردات وصف العلاقات ما بين الدول وبعضها البعض، هناك يعني مفرده تقول انه في دوله علاقتنا بها او تعتبر اكثر من شقيقه، لاطلقنا هذا اللقب على دوله الامارات العربيه المتحده. ده الحقيقه من ايام الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله عليه، ثم أولاده وأحفاده كملوا هذه المسيرة في العلاقات القوية بمصر، والحقيقة معروف أن شعب الإمارات بيحب جدا شعب مصر وبيحترمه. مبادرة محترمة جدا أطلقتها جامعة كفر الشيخ عندنا في مصر هنا بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاج الأطفال بالمجان، بنتكلم تحديدا على إجراء عمليات القلب، بيوفروا إقامة كاملة للمواطنين من خارج محافظة كفر الشيخ لغايه ما الفحوصات كلها. الطفل لما بيدخل وعنده مشاكل في القلب او لازم يعمل عمليه عاجله بيبقى دايما عندنا مشكله انه الاهل لو جايين من خارج نطاق المحافظه حرفيا بمعنى الكلمه بيتبهدلوا، يعني خصوصا لو هم من يعني محدودي الدخل،
هيقعد فين، هيقيم فين، طب الام هتقعد ازاي، طب الابن ما ينفعش نسيبه الطفل في المستشفى لوحده. الحقيقه انه المبادره دي فيها مجموعه من الاطباء مصريين واماراتيين وهنود كلهم شغالين مع بعض في اطار جميل جدا خلينا نسميه سلامه قلوب الاطفال المصريين ومساعده ذويهم على تجاوز مرحله العلاج، وكل ده بالمجان. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا عبد الله منتصر اللي الحقيقه انفرد فيه بجوله مع محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعه هناك للمستشفى، نتكلم اكتر عن هذه المبادره، مبادره نبضات، وهي المبادره الاماراتيه المصريه لاجراء عمليات القلب للاطفال المصريين بالمجان. من داخل مستشفى كفر الشيخ الجامعي نلتقي بالقائمين على حملة نبضات، تلك الحملة الخيرية التي أطلقتها جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة لإلاج قلوب الأطفال بالمجان. حملة كويسة جدا وتخفف معاناة ناس كتيرة هنا، لأن احنا بقالنا أكتر من 5 أشهر بنجري، والحمد لله إننا اتقضت هنا يعني الحمد لله. اتحدد لكم ميعاد العملية ولا لسه؟ احنا عملنا عمليه الحمد لله امبارح ان شاء الله. يا يعني حمله منتظمه وفي جوده عاليه تمام، وكل واحد بياخد دوره، والحاجات اللي بتبقى ناقصه بيحاولوا ان هم يجيبوها في اسرع وقت، وربنا يقومهم بسلامه ان شاء الله. ليك مين جوه؟ ليا يوسف احمد حسين. ربنا يقوم بسلامه ان شاء الله. يا رب. ليه تغيير صمام في القلب وجلده تحت الصمام. الحمله دي بصراحه عامله مجهود جبار جدا في المستشفى هنا، واستفاد منها مرضى كتير جدا. انت ليك حالات جوه؟ لينا حاله هنا، بنت اختي عملت، كان جينا هنا امبارح وعملت العمليه وكانت في العنايه ونزلت العنايه اللي تحت دلوقتي، بس حالتها بسم الله ما شاء الله احسن. كلمني بقى عن دور الامن وتفاعل المواطنين معاكم كان ازاي؟ اكيد طبعا احنا الحمد لله يعني موضوع الامن بنحاول نيسر للناس وبندلهم على الطريق الصحيح وهيروحوا فين وهيجوا منين، وبنحاول والناس متعاونه معانا بقدر الامكان يعني. الحقيقة بيتم إجراء 170 عملية جراحية للأطفال. ال 170 عملية جراحية كلهم متخصصين في عمليات القلب، سواء كان عمليات قلب مفتوح، ودي ما كانتش بتحصل غير في مستشفيات قليلة جدا جدا في مصر، من ضمنها مستشفى الدكتور مجدي يعقوب طبعا، وعمليات الأساطر اللي موجودة. الحقيقة الجامعة كمان أضافت لدون أنها استضافت كل أهالي الأطفال وعملت لهم إقامة في المدينة الجامعية، وإقامة مدفوعة يعني إقامة كاملة بالأكل والشرب بكل تفاصيل الإقامة، والحقيقة بدلات انتقال كمان لأهالينا، لأن طبعا معظم الناس اللي موجودة ناس غير قادرة الحقيقة. الفريق بدأ قبل ميعاده من الأسبوع الماضي وهيستمر بعد ميعاده، لأن في إقبال متزايد إن شاء الله بعد ما الفريق الزائر ما تنتهي مهمته معانا اللي بيتعاون معانا. الفريق اللي في جامعة كفر الشيخ هيستمر عشان يكمل بقية الحالات، وهم قاموا بعمليات كبرى ونسبة النجاح 100% ولله الحمد. وزي ما قال سيادة المحافظ معالي الوزير ان في عدد كبير من الأطباء، حوالي 30 طبيب من أساتذة جامعة كفر الشيخ مشاركين في هذه المبادرة وبيشرفوا عليها، لأن خبرتهم عالية في هذا المجال، وهتستمر الحملة كمان إن شاء الله بعد يوم 24، لأن الإقبال متزايد ومش هيلحقوا يخلصوا كل الحالات لحد يوم 24. النهاردة فقدنا المنتج والمؤلف سمير خفاجي، والحقيقة ده يعني فقدان للفن المصري والعربي. كان بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عام. الحقيقة أنه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويمكن جميع القطاعات والهيئات في وزارة الثقافة نعت المنتج الكبير سمير خفاجي
وقالت انه الراحل ترك بصمة واضحة على ساحة الفنون في مصر والوطن العربي. يعني عايز اقول لحضراتكم سمير خفاجي كان مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، ودي ساهمت طبعا في ظهور جيل كامل من الفنانين عادل امام، احمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي، من كل مسرحياته ظهروا من مسرحيات سمير خفاجي. هو مؤسس فرقة ساعة لقلبك الشهيرة مع يوسف عوف ولطفي عبد الحميد، ودي ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين زي الخواجة بيجو وأبو لمعة وأمين هنيدي ونبيلة السيد والدكتور شديد. يعني مسرحيات الحقيقة عادينا أنا وزمايلي يعني ألف رحمة ونور يا رب تنزل عليه، قاعدين بنفتكر بقى المسرحيات والحاجات اللي عملها. مسرحيات هلو شلبي سنة 69، مدرسة المشاغبين 73، العيال كبرت 79، الفرقة نفسها فرقة الفنانين المتحدين طبعا قدمت مسرحيات كتيرة جدا ناجحة، شاهد ما شافش حاجة، سيدتي الجميلة، أنا فين وانت فين، رايا وسكينة، شارع محمد علي، بودي جارد. يعني الحقيقة يعني قدم حاجات أعتقد أنه أغلب المخزون من مسرحياتنا وأعمالنا على خشبة المسرح والفنانين والعظماء اللي طلعوا النهاردة أصبحوا زعماء الفن العربي طلعوا من فن وإبداع سمير خفاجي، فرحمة الله عليه ربنا يا رب يرحمه ويحسن إليه. هيتم تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر غدا السبت 22 سبتمبر. ربنا يا رب يرحمه ويحسن إليه ويسكنه يا رب إن شاء الله فسيح جناته بإذن الله. خلينا نطلع نشوف مع بعض أبرز أحداث الأسبوع اللي شغلت رواد السوشيال ميديا. ليه بنهتم بيها؟ لانه دي الترندز وده الترافيك اللي بيحصل، ده الكلام اللي الناس بتقوله، تعليقات على مطرب نزل ألبوم جديد او منزلش فما نزلش ليه، تعليقات على احداث عالميه، ترندز، تويتس، بوست بيتعمل لها اعلى شيرز على فيسبوك مثلا. رواد او عالم سوشيال ميديا النهارده شئنا ام ابينا لازم نهتم بيه ونعرف هو اتجاهاته كده وميوله رايحه على فين. نشوف مع بعض تقرير سوشيال ميديا اهم احداث الهيتس لهذا الاسبوع، ونرجع مباشره يستقبل استوديو مساء دريم البطل العربي اللبناني مايكل حداد متحدي الاعاقه بتسلق الجبال. فكره هذا المصطلح تستحق ان ننحني مقدما قبل ان نستقبل هذا البطل ونتحدث معه عن تجربته في تحدي الاعاقه والصعود إلى أمل جديد وإلى المستقبل بعد تقرير السوشيال ميديا. كلنا عارفين طبعا أنه في أشكال كتيرة جدا من النجاح، يعني النجاح ممكن يكون في العمل، النجاح في الحياة الشخصية، في العلاقات الإنسانية، النجاح في مشروع بتعمله. لكن الحقيقة أنه أصعب أنواع النجاح هو اللي بيجي بعد تحدي العقبة، وخصوصا العقبة دي لما تكون ليها علاقة بالصحة، بصحة الإنسان. في 2014 في شاب لبناني 30 العمر اتحدى الحقيقة إصابة كانت عنده بالشلل النصفي، ونجح انه يعمل حاجة ما اعتقدش انه كتير بنسمع عنها، تسلق صخرة الروشة. واحنا عارفين طبعا صخرة الروشة الجميلة قبالة شاطئ بيروت اعتقد ارتفاعها في حدود 70 متر تقريبا، واستخدم جبال التسلق ده كان باشراف فرقة عسكرية في الجيش اللبناني، وكان فيه طبعا استخدام بقى لمكبرات الصوت بعد ما طلع على الصخرة ورفع العلم اللبناني على صخرة الروشة. اختار هذه الصخرة لأنها رمز الحقيقة، أعتقد أنه كل إخواتنا اللبنانيين يعني بيجتمعوا على هذا المكان وهذا الرمز. حاول ينبه من مخاطر اللي بتتعرض لها البيئة البرية والبحرية في لبنان. يعني فكرة التسلق ما كانتش جاية بس من موضوع أنه هو يحقق نجاح ذاتي في أنه عنده إعاقة يتحداها ويتسلق صخرة، لا، وكمان كان عنده أهداف نبيلة ومحترمة تتعلق بوطنه لبنان. والحين هذه الأهداف فيما بعد أهلته بطبيعة الحال أنه كمان يرتقي إلى يعني مناصب شرفية في اليونايتد نيشنز أو الأمم المتحدة. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا مع بطل. أنا الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم بتشرف أنه ضيفنا النهاردة في مساء دريم وضيف كل المصريين مايكل حداد. يا أهلا بيك يا مايكل. مساء الخير دكتور فاروق. مساء الخير. أنت منورنا وسعيدة جدا بوجودك، وسعيدة أنه أول زيارة ليك تكون لمصر هنا تكون معانا على الهواء في مساء دريم. هذا شرف لألي.
مش بس مصر بتخلينا نحس بالطاقة الإيجابية والأنرجي القوية اللي فيها. دكتور أنت كمان كلامك والمعنويات اللي بتعطينا إياها، لأن عن جد بلا مبالغة مصر عن جد أم الدنيا. وقت وقفت قدام الأهرامات، وقت شفت النيل، وقت علقت بعجقة السير، وقت جيت لعندك، حسيت أنه لو شو ما صار نحن بلادنا بعدها بألف خير، وعنا القوة نفرش العالم مين نحن. يعني كلامك شرف لإلكم معك اليوم. كلامك جميل جدا، لأنه احنا في الوطن العربي مرينا بظروف، مش هنتكلم سياسة بس، احنا مرينا بظروف كتيرة فرقتنا عن بعض، وكل البلاد العربية يمكن أو أغلبها طالها مؤامرات وطالها مشاكل، لكن بتبقى قوة كده ليها علاقة بالعروبة وبجمال بلادنا العربية. يعني مصر ولبنان ودول كثيرة عربية لها تاريخ لا يمكن لأي حد يحاول يمسح أو ينهي هذا التاريخ. وافقك الرأي، لكن احنا شعب واحد. انا بعتقد انه احنا شعب واحد بروح واحدة، بس يمكن عم نمرق بمرحلة عم نتعلم مع بعضنا كيف بدنا نمشي للخمسين سنة اللي جاي والثلاثين سنة اللي جاي، عم نتعلم. طب خليني أبدأ بشاب أنا فخورة حقيقي إن أنا قاعدة قصاده بتكلم معاه. مايكل، كلمني الأول لو تسمح عن طبيعة المشكلة الصحية أو الإعاقة اللي عندك، جات إزاي وحصلت إزاي؟ دكتور مينا، أنا بعمر 6 سنين صار معي حادث جاتسكي بالبحر خليني صير مشلول من الصدر ونازل، يعني أكثر من 75% من جسمي ما بقدر حركها. كيف بوقف؟ بلبس شيء جهاز تقويمي بيلقطني كلني سوا تقدر اوقف، وكيف بقدر امشي بحمل حالي كل فشخه، وبحسب وبعمل حسابات كيف بدي احمل حالي وكيف بدي وازن حالي على كل فشخه. انا وعيت على مرحله انه الاعاقه الجسديه اللي فيي، ما بحب استعمل هالكلمه بس استعملتها لسبب، هي دايمه، ما ممكن اقدر امشي، ما ممكن اقدر اتحرك، محكوم علي اني بهذا الموقع. بس مع الوقت مع الخبرة اكتشفت شغلة بدنا نحكيها فيها انا وياك، انه بالايمان والارادة، يعني هون وهون ما في شيء اسمه مستحيل. الانسان عنده طاقة بقلبه بروحه وبجسمه بيقدر يستخدمها وبيقدر يتغلب على كل الصعوبات الموجودة بحياتهم. أنا واحد منهم، أنا قدرت تغلبت على هذه الإعاقة، ما قدرت مشيت مثل كل العالم بس اخترعت طريقة أقدر أمشي فيها، ووقتها قدرت مشيت فيها قررت أحمل رسالة بتتخطى الإنسان، تتطلع على الأرض إنه اليوم شفت الإعاقة مش فيي مش بجسمي، شفت الإعاقة بالمجتمع، شفت الإعاقة بالأرض، إنه اليوم الأرض عم تعاني. تغيير المناخي هو شيء عم يقتل البشرية إذا معنا نحكي من هلأ 20 و30 سنة. قررت أحمل هذا العلم وقررت شارك تجربتي مع الأشخاص اللي هن فئة كبيرة من المجتمع، تنحمل علم واحد، تنحكي بكلمة واحدة، خلينا نمشي للإنسان. بلشت أمشي. هيدي هي. الأمل وفكرة إنك توصل إنك ترفع علم لبنان، ودي حاجة رمزية، يعني هي شيء رمزي بيعبر عن معاني كثيرة جدا، إنه الوطن أهم، الأمل أهم، الحلم أهم، التحدي أهم، والإصرار أهم، دي كلها معاني أنت قلتها. وأنت أنا عايز أقولك إنه وإحنا بنبحث عن حاجات كتيرة جدا متعلقة بيك على الإنترنت يا مايكل، لقينا statement أو عبارة أنت قايلها: Earth is sitting in a wheelchair and saving it is not impossible. وإنت دلوقتي ده الكلام تقريبا اللي أنت قلته. ليه من الإعاقة اللي عندك فكرت إنك تروح لرؤية أوسع بكتير، فكرة حماية الأرض، التغيرات المناخية اللي ممكن تدمر الكرة الأرضية بأكملها،
عدم الحفاظ على البيئة البرية والبيئة البحرية، انه لبنان بلدي انا عايز اواعي الشعب اللبناني، يعني النقلة دي، لانه انت متكلم هنا انه الارض تجلس على كرسي متحرك زي ما انت قلت بالضبط، ليست الاعاقة في جسد انسان انما الارض هي التي تجلس على هذا الكرسي المتحرك. اديني المعنى اوضح. دكتور انا هيك اعطيك اياه بطريقة اوضح، من شخص ما بيقدر يمشي لشخص قدر عمل ثلاث ارقام قياسية. مشيت من ارز بشري لارز تنورين اللي هن الغيبتين الارز المهمين بلبنان. حملت ارزي تقول ثلاث شغلات. اول شيء انه الانسان هو انسان، الانسان انسان، ما في شيء اسمه مستحيل. بالايمان والاراده نكسر الاعاقه. انا كنت شخص محكوم علي انه اكون بتخت ما بقدر اتحرك، جليس كرسي او جليس سرير كومبليتلي بارالايزد، لان انا مثل ما عم تشوفيني ما بقدر اتحرك، لشخص قدرت امشي 19 كيلومتر باصعب ارض بلبنان بجباله توصل رسالة انه ما في شيء اسمه مستحيل. واحد. اثنين، انا ما حملت العلم اللبناني تأحمل علم اللبنان، انا حملت العلم اللبناني كرمال قول للعالم شغلة صغيرة كتير، انه هويتنا هي اللي بتحددنا، نحن كلنا سفرة لهويتنا بالعالم، هويتنا تجاه الانسانية، هويتنا تجاه الارض. نحن ما منعيش الحاضر تبعنا بس، نحن منعيش لأولادنا ولأولاد ولادنا، نحن منحصد شو عطونا إياه أبائنا وجدودنا ومنعطي لأولاد ولاد ولادنا. واتطلعت أنا على الشجرة وخاصة الأرز اللبنانية اللي هي رمز لبنان على الشاشة قدامنا، وانت بتحكي دلوقتي الصورة قدامنا، قلت انه هيدي الشجرة وهيدي الأرز عم تختفي من بلدنا، الأشجار، الطبيعة عم تختفي، التلج اللي كان بلبنان عم يبلش يدوب. وصلت لمرحلة فكر أنا ومجموعة كبيرة من الأشخاص إنه لك التغيير المناخي اللي عم تعاني منه البشرية هيدا حقيقي، الأرض عم بتعاني، حرارة الأرض عم تطلع، يعني العالم بدها تعاني بعدين، الخضار بدها تتأثر، المياه بدها تتأثر. شفت الإعاقة مش فيي أنا كشخص، لأن أنا ما فيني أعيش كفرد لوحدي بالمجتمع، أنا لازم أحط إيدي بإيدي مع كل أشخاص المجتمع، إيدينا بإيدين بعض كرمال نحن نقدر نوقف. سو دكتور الإعاقة ما كانت فيي أنا لأني ما قدرت مشيت، الإعاقة هي فينا كلنا إذا ما منتخطى العوائق تبعونا ونبني مجتمعنا ونبلش نزرع أرضنا ونبلش نحط إيدينا بإيدين بعضنا ونبلش نرفع راية السلام للعالم. أنا عايزة أترجم كلامك ده للصورة اللي فيها البطل مايكل حداد وهو بيتسلق الروشة، يعني هي لقطات الحقيقة للفيديو هنشوفها مع بعض، وعايزك تقولي بقى ساعتها وده بيحصل مجهود جسماني، تعب، قلق من عدم الوصول، في نفس الوقت إرادة، تصميم، كلمني أنت كنت بتفكر في الاستعدادات دي دي الصورة اللي على الشاشة، كلمني عنها يا مايكل. لكن الصراحة انه انا ما كتير بحب احكي عن حالي بالضبط، فيها تعب، بس في شغلة كانوا يقولوا لي اياها الضباط اللي كانوا ماشيين معي بالجيش، وهون تحية لكل جيوش بلادنا، الجيش اللبناني والجيش المصري والجيش العربي كله، لان نحن يعني تجربتي مع العسكر ومع الجيش اللبناني وخاصة مع الجنرالية اللي كانوا معي كانوا يقولوا لي تذكر شغلة واحدة، انه انت عم تحمل علم بلادك، عم تحمل هيدا الرسالة، ما ممكن تستسلم، ما ممكن توقف بنص الطريق، نحن عم نوصل رسالة من خلالك لانك انت سفير لهالرسالة من ارض لبنان للعالم. سو وقت نكون نحن عم نمشي ما فينا نستسلم. بس بدي اقول لك شغله دكتور، الطريقه يعني انا بحياتي مثل ما كنت عم اقول لك اخترعت طريقه اني اقدر اوقف وامشي فيها. هالطريقه it was a center of a scientific study، كانت مركز لدراسه علميه بتقول وبتبين
أهمية دماغ الإنسان تيتخطى الصعوبات واحد، وأهمية إرادة الإنسان تتأثر على دماغه. يعني الشيء بيسموه نيوروبلاستيسيتي، وقت دماغ الإنسان بيقدر يعطيك شيء اسمه هاي بيرفورمانس، تطلعي بيوند أثليتزم. يعني وقت الإنسان بدماغه بيقدر يتخطى كل الصعوبات ويروح على مرحلة مش بس تصرفات عادية أو بيرفورمانس عادي، في يعمل شيء اسمه هاي بيرفورمانس ويروح بجسمه وبإرادته وبدماغه لمرحلة ما بعد. نحن لليوم ما بنعرف قديش قوة دماغ الإنسان، صحيح، وقديش قوة عزيمة الإنسان، صحيح. شغلة عم بعملها، وهون أنا بوجه تحية لكل المؤسسات العلمية اللي عم تشتغل معي وعم تشتغل على البرفورمانس تبعولي توصل هيدي الرسالة، إنه ما في شيء بحد قوة الإنسان. واليوم نحن بعصر التكنولوجي ما في شيء رح يخلي يكون في وجود للإعاقة من هلأ لعشرة وعشرين سنة، لأن حلول الإعاقة صارت موجودة، حلول الشلل صارت موجودة. بس عارف يا مايكل، هقول لك حاجة قبل ما ننتقل لنقطة وجودك في القاهرة وفي مصر، ومبارح المحاضرة اللي ألقتها الجميلة في جامعة القاهرة. تعرف طبعا فكرة إلقاء محاضرة في جامعة القاهرة دي أعرق الجامعات المصرية والعربية كمان، ده كان شيء مهم جدا. بس عايز أسألك سؤال في الجزئية بتتكلم عليها، ربما أنت كنت يعني بقدر هذا الحجم الكبير من الإصابة، وزي ما أنت قلت يعني شلل كامل تقريبا 75% زي ما أنت قلت من جسدك ما عندكش كنترول عليه، لا يتحرك لا يتفاعل، لكن ربنا كرمك أنه لقيت فيما بعد ما أنت قررت أنك تواجه وتتحدى، لقيت المؤسسات اللي تساعدك، الجيش اللبناني اللي بنوجه له كل تحية، اللي وقف جنبك يعني وساعدك وقدم أحلى نموذج واتكلم معاك وساعدك على رفع علم لبنان على صخرة الروشة وإنها جاية منك. لكن في بعض الأحيان ممكن يكون شاب عنده نفس الإعاقة أو إعاقة مختلفة، هو ممكن يكون عنده شبه الإرادة اللي كانت عندك، بس هو ما لقاش الفرصة دي، ما لقاش دعم مؤسسات زي ما أنت في ناس وقفت جنبك، ما لقاش حد يقف جنبه. ده تقول له إيه؟ توجه له كلمة انه ازاي يقف على اول الطريق عشان يوصل للهاي بيرفورمانس او الاداء والكفاءه العاليه اللي في النهايه اللي انت اشرت ليها. دكتور، سؤال كتير مهم، وشغله دائما انا بقولها للتلاميذ اللي بقعد فيهم، بقول لهم انا حياتي ما كانت نجاح، انا اكثر من 75 من حياتي كانت فشل. انا قدرت مشيت لاني هالقد قلبت على الارض، ووقتها امشي وقلب على الارض بقلب بكل جسمي، بس هي اللحظة اللي بقرر فيها تقوم من بعد ما أقلب هي اللي بتعمل تلك التغيير. اليوم أنا my life was about failure. I was learning from my failure. كنت بتتعلم من الفشل والأخطاء. وصدقيني دكتور، ونحن كلنا بنعرف إنه الحياة منا هينة. الحياة كلها صعوبات وكلها تحديات. بس كيف نحن نتطلع على الحياة؟ شو لازم نحن نعمل للحياة؟ لأنه أنا دكتور وقت مشيت ما مشيت لحالي، أنا مشيت لشغلتين، مشيت كرمال وصل رسالة، ومشيت كرمال اشتغل مع المجتمع العلمي نقدر to figure out solution، نشوف أجوبة وحلول تنحل قصة المشي. واليوم بشر كل الناس اللي ناطرين أنه نحن عنا focal point، نقطة ارتكازية عم نطور فيها جهاز تقويمي وهلأ رح نحكي عنه وين رح روح فيه، تقدر تكون a solution، حل للأشخاص اللي عندهم إعاقات جسدية. هي واحد. تاني شغلة، لا لحظة، قبل تاني شغلة، هي أول شغلة كتير مهمة بجد. في أمل، في scientific studies أو دراسات علمية أنه إن شاء الله في المستقبل القريب ممكن يكون في حل لمن أصيبوا بالشلل؟ يعني ده في أمل فيه؟ أكيد، وصرنا كتير advanced بهذا المجال، متقدمين بهذا المجال، كتير متقدمين. ودكتور مثل ما شفت أنه أنا شخص مستحيل أقدر أمشي scientifically، مستحيل، العلم مستحيل. قدرت أمشي مش لأني أنا زلمة خارق، لأني أنا زلمة قدرت اكتشفت الطريقة أقدر أمشي فيها،
وهذه الطريقه نحن عم نطورها كرمال تكون سوليوشن لاشخاص ثانيين يقدروا يمشوا حل. طيب وهلا بنحكي سوا وين بدنا نروح فيها. يلا دي اول شغله. ثاني شغله، ثاني شغله كثير مهمه، وهون بوجه كمان تحيه لكل التيم النيورو ساينتست عم يشتغل معنا، انه كيف فيك الانسان يبرمج راسه. انا السر بتبعولي انه دماغي قدر عمل ريموديليشن، يعني نقل السنتر بوينتس، نقل الـ يعني انت بتعرف العضل بيشتغل لشغلتين، ستابيلايزرز تيعطيك البالانس تبعولك، يعني تيعطيك التوازن وبيعطيك القوه تتمشي لقدام. هيدا الشيء اللي نحن عم نشتغله واللي عم نتوصل على الكاباسيتي تبع الهيومن برين، القدره الاستيعابيه لعقل الانسان. هيدي كمان دراسات رح تبين معنا بالشيء اللي رح نعمله. بدك احكي؟ يلا بدك تقول شو بدي اقول؟ يلا أوكي. احكي. من شخص ما بيقدر يمشي للشخص عمل ثلاث ارقام عالميه، مشيت من ارز بشري لارز تنورين، وحكينا بالرسالات، عربشت صخره الروشه وعربشت على الثلج اعلى قمه بالمينا ريجن اللي هي القرن الشوضة بلبنان. دي اعلى قمه جليديه بالمينا ريجن عندنا بالمنطقه، موجود عندنا بالمنطقه. مينا ريجن اللي هي ميدل ايست نورث افريكا، ريجن يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا. تمام. اللي هي القرن السوداء. بهالخطوات كنت عم بمشي كرمال اقول انه الانسان ما في شيء بحده. انا انسان ما كان لازم اقدر امشي، عملت هالبرفورمانس، الاداء، عملت هذا الاداء. الاعاقه هي نفسيه التفكير بس. اليوم قبل بكره لازم نتطلع على بعضنا ونشوف شو هي الاعاقه الحقيقيه. انا بنظري شفت الاعاقه هي بالارض، بالتغيير المناخي، بالكلايمت تشينج. حملت علم الكلايمت تشينج، واذا بدك مش انه تنازلت عن هويتي، حبيت احمل الراي العالميه اللي هي رايه البيئه، اللي هي رايه تنشتغل كلنا سوا بكل بلاد العالم ايد بايد تنوقف حد الدمار البيئي كرمال ما ندفع نحن حق الكونسيكونسز تبعوله، ابعاد العواقب، العواقب هلا وبكره وبعد بكره. دكتور، انا حملت بكل شرف علم اليونايتد نيشنز، الامم المتحده، وجيت اليوم على مصر لاني هديك السنه بالسراي الحكومي بلبنان اعلنت انا والجامعه اللبنانيه الامريكانيه والجامعه الامريكانيه ببيروت والميديكال سيستم واليونايتد نيشنز انه راح امشي 100 كيلومتر بالقطب الشمالي تو ريز اويرنس فور كلايمت تشينج، لزياده التوعيه بالتغير المناخي، لان الكلايمت تشينج هو شيء راح ياثر فينا كلنا طبعاً. وإذا ما تحركنا اليوم رح ندفع الثمن. تعرف إنه رؤساء الدول دلوقتي مختلفة، حتى في مصر عندنا هنا الرئيس السيسي، أغلب رؤساء دول العالم دلوقتي بيحضروا مؤتمرات تغير المناخ، لأنه إحنا بنتكلم على تغير جذري في طبيعة الكرة الأرضية بيحدث، وللأسف على مدار عشرات السنوات لم ينتبه لها الإنسان، فنحن الآن ندفع الثمن، وأعتقد إنه الأجيال القادمة ستدفع الثمن أيضا. هل ده اللي أنت حكيته وفكرة تريز اويرنس او ترفع توعية او يعني تعمل التوعية، هل ده اللي رشحك لمنصب يونايتد نيشنز كلايمت امباسادور او سفير للامم المتحدة للتغير المناخي؟ لا او ايه، انا تعينت قبل ما اعلننا هذا المشروع مع الامم المتحدة، لان تعرفي هذا المشروع هو كتير دقيق وكتير بيتطلب قرارات من الشركاء الموجودة فيه، لأنه بكلمات رئيس الجامعة الأمريكية بيقول أنه
making Michael Haddad walk the North Pole is exactly like putting a person to walk on the moon. نخلي شخص مثل مايكل حداد مشلول من صدره نازل يمشي النورث بول اللي هي قطعة الجليد. نحن ما عم نمشي على أرض، نحن عم نحكي عم نمشي على قطعة جليد، هي تماما مثل ما أنك تحط حدا يمشي على القمر. ليش؟ لأن بالقطب الشمالي ما في أرض، في جليد. ولينا أين نحن القطب الشمالي؟ لأن القطب الشمالي is a direct indicator that climate change is true. مؤشر مباشر مباشر إنه تغير المناخ حقيقة حقيقة. عم يدوب وعم يتفكر وعم يتفتفت. وهون شخص عربي بحوية عربية عم يحمل رسالة أممية وما عم يمشي وحده، عم يمشي مع كل هالمجتمع تنقول للعالم انه نحن عندنا نظرة، نحن فينا نغير، ونحن فينا نكون اشخاص بنائين وفهمانين قديش هيدي المشكلة جذرية بالمجتمع عندنا. طبعا جامعة القاهرة، كنت بالامس في جامعة القاهرة القيت محاضرة في منتهى الاهمية. تيجي نشوف الاول جزء منها ونرجع نتكلم عن الفكرة والدعوة وشغفك بأنك تكون موجود في جامعة القاهرة، يعني أعرق الجامعات مش المصرية، العربية أيضا. تعالوا نشوف مع بعض. العربية طبعا. تعالوا نشوف مع بعض. قوة الإنسان، قوة دماغ الإنسان تيتحقق تيتخطى الإعاقات ويتخطى شيء اسمه center of gravity وشيفتنج ذا بالانس. ايوه عم تشتغل على دماغ الانسان وقوة دماغ الانسان to engineer my performance. انا شو عم بعمل بالحياة؟ انا عم بمشي، بس انا ما عم بمشي as an athlete after 3 years of studies and research. انا ما عم بشتغل cardio splat ماشي. أنا I'm lifting myself each step at a time to engineer this performance. هاي الشغلة أصدقائي it's related to the brain. قديش قوة عقل الإنسان it's related to brain plasticity. تالت شغلة عم نشتغل فيها كمان هي we are engineering an exoskeleton solution passive non-motorized that will make people with spinal cord injuries and other injuries walk again using exoskeleton technology. هلا هذه أول شيء. ثاني شيء أنا وقت مشيت رح تشوفوا هلا بالموفي أنا ما مشيت كرمال الإعاقة، لأن بالنسبة لإلي الإعاقة هي نفسية التفكير بالإيمان والإرادة. كما قلت لكم faith and determination ما في شيء اسمه إعاقة. نحن بنحط الإعاقة قدام الإعاقة منا إعاقة بس جسدية. ما بعرف if you agree دكتور. الإعاقة هي بالمجتمع اليوم اذا نحن ما قدرنا طورنا حالنا، اذا نحن ما قدرنا مشينا from point A to point B خاصة بهالايام قديش عنا نحن innovation، قديش نحن عنا technology. اذا ما كنا نحن centered in this, this is the major disability. كيف جاءت الفكرة؟ كيف تمت الدعوة؟ وإحساسك بقى وإنت واقف في جامعة القاهرة بتتكلم مع الناس، بتكلمهم عن قوة إرادة حقيقية وتجربة ناجحة كنموذج لي يعني فرض الإرادة على أي ظرف قهري حتى ممكن يمر بيه الإنسان. فيني أقول بكلمة كل صغيرة، شعب مصر هو شعب عظيم. دكاترته هي دكاترة وتلمي كبيرة. وهون أنا بدي وجه تحية كتير كبيرة لدكتور بلبا اللي هو عم يقود برنامج اللا إعاقة، عم يقود برنامج كسر العوائب لكل الأشخاص. وكنت أنا واقف قدام دكاترة أبطال تنحط إيدينا بإيدين بعض ونقتنع لفكرة إنه صار لازم نحن نشتغل كرمال نكسر كل هالحواجز اللي هي موجودة بمجتمعنا ونمد هذه الجسور خاصة
بالإنسان. يعني الدكاترة والطلبة والناس اللي كانوا قاعدين، هل أغلبهم أو كلهم عندهم إعاقة؟ لا لا، هن فيزيكال ثيرابيست. فيزيكال ثيرابيست، نعم. يعني معالجين فيزيائيين. معالجين فيزيائيين، وكمان في كان إذا ماني مغلط طلبة من الميديكال سكول، يعني من مدارس طبية. من مدارس طبية. تمام. طيب أولا الدعوة جات لك إزاي؟ مين وجه لك الدعوة؟ دكتور بلبع. دكتور بلبع. دكتور بلبع. دكتور بلبع، دكتور علاء بلبع. دكتور علاء. صح كده؟ العنوان المحاضرة كان كيف يتحدى الإنسان إعاقته ويتحول من إنسان غير قادر على الحركة إلى إنسان متميز بإعاقته. حتى عنوانها كان مميز جدا. لكن هي بلشت القصة إنه بتعرفي مصر ناشطة كتير إعلاميا بالمؤسسات وبالإنستيتيوشنز اللي هن خاصة بالفيزيكال ثيرابي، ولأنه الريسيرش اللي احنا عم نعمله، لأنه النورث بول اللي عم نعمله هو إذا ميديكال، إذا بدك تشالنج كتير كبير، تحدي. حكيت دكتور بلبع وقلت له دكتور نحن لازم نشتغل سوا، لازم نحن الريسيرش تبعولنا نمد ايد بايد. دكتور بلبع شغال على ايه؟ دكتور علاء بلبع يعني هل اختصاصه اكتر في المشاكل اللي ليها علاقه بالاعاقه؟ دكتور بلبع انا ما فيني احكي عنه، بس بدي اقول لك شو بعرف انا عنه. He's one of the brilliant minds in the field of physical therapy. واحد يعني من العقول المتميزة جدا في مجال العلاج الفيزيائي. وهو من الأشخاص اللي نحن بنفتخر، مش بس إنه نحن بنفتخر، نحن بنآمن إنه هو من الأشخاص اللي بيقدر يوقف ناس على إجريهم إذا عندهم physical therapy. عنده هيدي البوزيشنينج. أنا جيت لعنده قلت له دكتور بلبع انا بلبنان، وهون تحيه للنائب جورج بويري، بعتوني لعندك البروجي اللي نحن عم نشتغل فيه، البروجكت او المشروع، المشروع اللي عم نشتغل فيه خاصه القطب الشمالي، هو مشروع مش بس لنا، بدنا نكون عم نتعاون نحن معك، بدنا اياك انت تكون معنا بهذا الريسيرش، بدنا نحط ايدينا بايدين بعض. وأول شغلة قال لي إياها دكتور بلبع in a very quick way، قال لي I want you to sit with the students، بدي إياك تقعد مع هالتلاميذ، let's start inspiring them، لأنه المشروع ببلش بهالتلاميذ. تبدأ أن تلهم التلاميذ. يعني أنت جاي من لبنان تقابل الدكتور علاء بلبع وهو أحد المتخصصين العباقرة في مجال العلاج الفيزيائي لأصحاب الإعاقة، فمايكل جاي يقابل دكتور علاء بلبع علشان يستفيد منه ويدعمه، يعني هو دكتور علاء يديله دعم ومايكل يستفيد منه. فقام دكتور علاء بلبع قال له انا عايز كمان استفيد من التحدي والاراده اللي كانوا عندك، وان احنا ننقل الصوره الايجابيه اللي عندك دي والبوزيتيف انرجي للناس اللي عندهم اعاقه هنا في مصر. يعني ما اجمل التعاون ده، ما اجمل انه استفيد منك وتستفيد مني، ومع بعض زي ما قلنا نقدر نعمل نهضة حلوة لأي فكرة في دماغنا. خاصة أنه دكتور بلبع إذا ماني مغلط يعني عم بيقوم بمشروع كتير كبير اللي هو مدينة لإعادة التأهيل الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة. هو إذا فهمان كتير منيح، هو امتداد لكمان جامعة القاهرة، وحاطين بلانات وحابين يبنوا هذا الموضوع كتير منيح. يعني أنا بوجه تحية كبيرة الحقيقة للدكتور علاء بلبع، ونتمنى إن إحنا إن شاء الله قريب نستضيفه كمان، يعني حقيقي شرف لينا عن جد. لأنه دكتور at the end of the day بنهاية القصص فينا نحن نوصل رسالة كتير حلوة للعالم، فينا نشتغل على الإنسان وفينا نشتغل على المجتمع. الإنسان ما في شيء مستحيل لإله، نحن عم نحط الحواجز بين بعضنا. هاي الحواجز نحن فينا نشيلها، نحن فينا نحمل عالم سلام، عنا أحلى بلد، عنا أحلى ثقافة. مايكل، مين وقف جنبك من الأهل، من الأصدقاء، من الجيران، كوتش معين في بدايات الفكرة اللي سيطرت عليك إنه I want to move ahead، أنا عايز أنتقل للأمام، أنا مش هخلي الإعاقة اللي عندي دي سبب إن أنا أقف مكاني،
أنا هطلع وحرفع علم لبنان بالإعاقة اللي عندي، أنا هشترك مع الأمم المتحدة في أهداف سامية لها علاقة بالحفاظ على البيئة والتوعية بالتغير المناخي. يعني ما أجمل مشوارك، ربنا يا رب يبارك لك. مين اللي ادالك السبورت المعنوي والدعم المعنوي ده؟ أكتر حد تحب النهاردة كده على الهوا تشكره أنه كان سبب أنك تطلع لقدام؟ لكن بدي أقولك شغلة، رح الحياة بكل عواقبها، أهلي بمرحلة معينة، أساتذتي والأشخاص اللي حوالي بمرحلة معينة، أصدقائي بمرحلة معينة، ما فيني أقول بدي أشكر شخص واحد، ما فيني أقول بدي أشكر شخصين. بدي أقولك شغلة يا دكتور، بالنهاية أنا اطلعت على حالي أنه إنسان فيني أعمل، ما بدي أستسلم للصعوبات. كل واحد منا عنده طاقة، كيف نحن نستعمل الطاقة هي أهم شغلة. ما نستسلم، يعني اليوم you need determination، بدك إرادة، تحديد للإرادة، والحياة بتفتح لك بوابة. ما فينا نحن نلوم الأشخاص، يعني أنا كان عندي مليون شغلة بيقولوا لي أنه الدولة كان لازم تعطيك، والمجتمع كان لازم يعطيك، وهذا لازم تعطيك، ولا هذا ما عمل لك، ولا هذا ما عمل لك. بس أنا دكتور ما طلعت على هيك، قلت أنا موجود بهذا المجتمع، بدي اتغلب على اعاقتي واحد، واذا قدرت عملتها بدي اجرب كون فرد بناء بالمجتمع تبعي، بوطني، بهويتي، وبانسانيتي. لان اليوم هيدا واجب كل واحد منا، ونحن لازم نساعد كل شخص حتى لو كان عم يغلط، لانه هيدي الدنيا لقلنا، هيدي البلد لقلنا، هيدي هويتنا لقلنا. أنا لأني هيك مشيت، ولأن هيك نحن عم نمشي هلأ مع بعضنا. يعني فخورة بيك لأقصى درجة، فخورة بقصتك، فخورة بإرادتك، والحقيقة يعني بحط نفسي مكان الأساتذة والدكاترة والطلبة اللي في العلاج الفيزيائي اللي كانوا بيسمعوك امبارح في المحاضرة في جامعة القاهرة، بيسمعوا قصتك وتجربتك وقد ايه كان عندك هذا التصميم انه من شخص مصاب بشلل، تقريبا شلل كامل لا يستطيع الحركة، الى شخص يتسلق الجبال، ينشد الوصول للقطب الشمالي، يعمل على اهداف دولية لها علاقة بالتغير المناخي، هو بالفعل سفير للأمم المتحدة للتغير المناخي، يرفع العلم اللبناني على اجمل المناطق في لبنان الحبيب. شكرا ليك يا مايكل. Thank you. خليني اقول لك I'm so proud of you، فخوره بيك لاقصى درجه، وفخوره وسعيده ومتشرفه انك معانا النهارده في مساء دريم. Thank you. شرف لنا كلنا، وتحيه لكل المشاهدين، تحيه لك، تحيه لمصر، تحيه للسلام ولكل العالم العربي من هذا المربر. وعايزه اقول لك الحقيقه كمان تحيه كبيره للجيش اللبناني، لانه انت بقصتك اللي حكيتها ودعم الجيش اللبناني ليك، فكرة انه جيوشنا العربية بتطلع من نطاق، او يعني بتمتد من نطاق العسكري كمان لأبعاد إنسانية وأهداف أخرى لها علاقة بدعم المعنوي لأبناء الشعب، ده شيء محترم جدا. تحية للجيش اللبناني العظيم، وتحية لكل جيوشنا النظامية في الوطن العربي. شكرا ليك يا مايكل. مايكل حداد كان ضيفنا، ومايكل حداد قصة جميلة أتمنى نحكيها لبعض ونحكيها لأولادنا، لأنه النموذج الطيب الجميل المحترم ده يدي لك أمل في حاجات كتيرة جدا. أتمنى لما نتفرج على مايكل ونسمع قصته نراجع نفسنا كده بقى، مين زعلان، مين عنده مشكلة في الزحمة، مين بيعمل إيه، مين قاعد قافل على نفسه الباب وزعلان وبيقول ما فيش أمل وخلاص الدنيا ظلمة. لأ، ننظر لنماذج زي مايكل حداد ونعرف إنه الدنيا جميلة جدا، لكن يكون عندك الإرادة الحقيقية إنك تعيشها صح. الصور عمالة تتوالى الحقيقة، ولسه استقبال الجاليات المصرية. تعرف ان الرئيس عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل سافر الولايات المتحدة الامريكية عشان يشارك في الامم المتحدة، الجمعية العمومية للامم المتحدة، والحقيقة ان الجالية المصرية هناك يا مايكل واقفين كلهم، يعني في نيويورك ونيوجيرسي كلهم واقفين هناك وعاملين احتشادات. احنا معانا صور جميلة جدا ومعانا فيديو اعتقد هنشوفه، شوف احتفالات المصريين واقفين من ساعات تحية للرئيس السيسي، الرئيس الجمهورية. تحية طيب. عن جد تحية جميلة لي. بشكرك يا مايكل، بشكرك جزيل الشكر. بتعرفي ليش؟ لأنه نحن عنا مثل بيقول إذا مصر بخير
عالمنا كله بخير. مش عم قولها تقولها، بس عن جد اذا مصر بخير العالم العربي كله بخير. والرئيس الله يعطيه الصحه والعافيه ويكون معه، لانه عن جد انسان جبار، وعن جد انسان جبار. اشكرك يا مايكل، اشكرك من القلب. اشكرك وتحيه ليك وتحيه لوطننا العربي الجميل الكبير. نطلع سريعا لفاصل ونرجع مباشره نتحدث عن العمل الحكومي وخلق بيئه امنه للعمل، وهيئه النيابه الاداريه وهي هيئه قضائيه جليله ومهمه جدا ومستقله في مصر، تعمل بشكل يعني كثيف لمحاربه الفساد، مكافحه الرشوه، ضبط الاداء الحكومي في مؤسسات الدولة المختلفة. المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية ضفنا في مساء دريم بعد لحظات. خليكم معنا لكن نشوف مع بعض أجزاء من فيديوهات عمالة تصل وترد لينا، موجودة على السوشيال ميديا كلها، احتفالات المصريين في نيويورك ونيوجيرسي ويعني مختلف الولايات هناك بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي أو بمشاركته في مؤتمر الجمعية العمومية للأمم المتحدة. نشوف مع بعض. أقف أمامكم اليوم كواحد من أبناء مصر، مهد الحضارة الإنسانية. من هذا المنبر أستهل حديثي بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم الذي صنع التاريخ مرتين. مرة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. مرة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصن بوطنيته وثار ضد الإقصاء رافضا الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين. تحيا مصر وتحيا شعوب الأرض المحبة بالسلام. النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة نقدر نقول إنها حاملة أمانة القضاء التأديبي في مصر، والحقيقة إنه رسالتها ربما في المجمل إصلاح الجهاز الإداري للدولة. ده طبعا يعني بيبقى دائما وأبدا هو معيار تقييم المواطن ورجل الشارع لأداء الحكومة. دايما حتى يقولك إنه قياس أداء حكومة أي دولة بيظهر من خلال الخدمات العامة، كيف تقدم الخدمات العامة، تقدم بمصداقية بشفافية، يعني ما فيش وسايط، ما فيش رشوة، ما فيش حاجات كتيرة جدا للأسف الشديد عانينا منها في سنوات طويلة في مصر. ولقينا أنه هيئة النيابة الإدارية بتنشط لضبط الأداء الحكومي بصفة عامة. هنتكلم على نقاط كتيرة جدا، لأنه الحقيقة الفساد ده في مصر يمكن في فترة من الفترات كان أشبه بالورم، وكان لازم الحقيقة وخصوصا في الجهاز الإداري للدولة، وكان لازم الحقيقة نهتم بأي جهود استثنائية
تبذل من أجل استئصال ذلك الورم الخبيث. من هنا بتظهر يمكن أهمية الدور اللي بتلعبه هيئة النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد. هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في مخالفات والجرائم التأديبية، وبتطلع بدور سلطة الاتهام ربما وسلطة الادعاء ربما الوحيدة أمام المحاكم التأديبية. هنتكلم في أمور كثيرة جدا، وكيف يمكن ضبط الأداء الحكومي وخلق بيئة عمل آمنة للجميع، آمنة للرجل والمرأة للشباب، بعيدة وخالية عن الفساد. كل ده مع ضيفنا الكريم اللي بنسعد بوجوده معنا في مساء دريم، سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي والإعلامي لهيئة النيابة باسم النيابة الإدارية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. منورنا سيادة المستشار. ميرسي يا فندم، شكرا. ممكن في البداية أسأل كده سؤال أعتقد حضرتك ممكن تخمنه. بعيدا عن النقاط الأساسية اللي هنتكلم فيها، لدينا مئات ربما الآلاف من الأسئلة على مدار شهور طويلة جدا بخصوص مسابقة كاتب رابع اللي كانت أعلنت عنها النيابة الإدارية منذ سنوات ولم تظهر النتيجة. وحضرتك كنت في يعني برنامجي السابق صباح دريم ضيف كريم معايا وذكرت يعني آخر ما وصلت إليه هذه القضية، والنهاردة ما زال يعني المتقدمين لهذه المسابقة بيتساءلون نفس السؤال، ماذا عن نتائج هذه المسابقة ولماذا لم تظهر حتى الآن؟ تمام. طيب يعني لو تسمحي لي الأول في عجلة سريعة في أقل من دقيقة، يعني لازم أحيي حضرتك على الفقرة السابقة، يعني يمكن أنا كنت بتابعها من خارج الاستوديو، وحقيقي يعني فقرة أكثر من رائعة تحسب لحضرتك وللبرنامج، ويمكن مش غريبة عن البرنامج. الرسالة اللي بيصدرها الأستاذ مايكل أو البطل مايكل رسالة احنا محتاجينها جدا جدا جدا، خصوصا في الأيام الحالية، فكرة قدرة الإرادة على صنع ما يقارب المعجزات. يعني بديلا عن يمكن بعض الأخبار اللي بيتم تداولها أو بعض الإحباط اللي ممكن يبقى موجود لدى البعض لسبب أو لآخر أو التصديق بعض الإشاعات الغير حقيقية، عندنا حد عنده الإرادة أنه يفعل شيء يمكن يعني هو حرم من نعمة الصحة الكاملة اللي موجودة عند ناس كتير، ومع ذلك تغلب على هذه الصعوبات وقدر أن يعمل أشياء تشبه المعجزات. محتاجين نؤمن أن احنا بالإرادة نقدر نعمل الكثير والكثير جدا، وده مش بعيد عن موضوع الفساد اللي هنتكلم فيه، لأن يمكن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي هي الـ UNCEC حددت أول معيار لمكافحة الفساد بيتم تقييمه هو وجود الإرادة السياسية، وده شيء في غاية الأهمية، وده الشيء اللي الشعب المصري والمصريين حاسين بيه دلوقتي، وبقالنا أكتر من سنة حاسين قد إيه وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد بكل صوره وبكل أشكاله وبكل درجاته. علشان برضو ما ننساش يعني السؤال، الإرادة السياسية هي معيار أو المعيار الرئيسي اللي أقدر أحكم بيه على قدرة هذا البلد لمكافحة الفساد؟ هي المعيار الأول، في العديد من المعايير، ولكن ده المعيار الأول اللي في غيابه ممكن يعني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 2005 مصر مصدقة عليها. إنما يمكن المواطن المصري حس بالنشاط البالغ للأجهزة اللي بتكافح الفساد، سواء كانت الأجهزة الرقابية أو الجهات القضائية، خصوصا في السنين الأخيرة، لأن في إرادة سياسية حرة لتعقب الفساد وكشفه، وشفنا وزراء بيتم محاكمتهم، وشفنا مناصب قيادية عليا بيتم محاكمتهم في وقائع فساد عديدة لأول مرة. بالضبط. قصة مايكل قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، قصة البطل مايكل حداد في التحدي والإرادة، تقدر تدينا مؤشر أو نقدر نستفيد منها أنه هنقضي إن شاء الله على الفساد اللي عندنا في مؤسسات كتيرة قوي حتى لو كان مستشري وموجود في مفاصل الدولة؟ تمام. يعني خلينا نكون واضحين جدا، مفيش دولة في العالم ما فيهاش فساد على الإطلاق، ولكن هنقدر نحارب الفساد ونحجمه وننزله للمستويات الدنيا ويتحول إلى الاستثناء الأساسي من القاعدة الأساسية إلى وهي المعاملات السليمة. هنقدر وده طبعا مش مجهود دولة فقط، طبعا الدولة عليها العبء الأكبر بمؤسساتها كلها سواء كانت الرقابية أو القضائية، ولكن برضو المواطن هو كمان عليه دور لازم يعمله عشان نقدر في منظومة كلها أو بيئة كلها بطبيعتها تبقى طاردة للفساد. فده طبعا هنقدر، ونقدر بالإرادة، وثبت أن مع العمل الجاد ومع قدرة الأجهزة ومنحها الإمكانيات والصلاحيات ومع الدور الإيجابي للمواطن اللي ظهر بعد ثورتين قاموا في هذا البلد، لا بقينا بنشوف محاربة حقيقية للفساد. ويكفي أن احنا لو تابعنا المؤشرات الدولية هنلاقي أن مصر على المؤشر مكافحة الفساد اللي هو الكوربشن إندكس بتتحسن في ترتيبها من سنة إلى أخرى، فده دليل حقيقي بيقيس مدى مكافحة الفساد داخل البلد. معلش سؤال تاني أخير، بس النقاط دي كلها مهمة جدا، مكافحة الفساد ليها علاقة بجذب الاستثمار؟ ده دي علاقة أساسية وجوهرية، لأن المستثمر دايما بطبيعته
لا يمكن يستثمر في بيئة غير آمنة. هو في حاجتين بيبص لهم المستثمر قبل ما يفكر يدخل: الفساد، وطبعا ما يشمله الفساد بمفهومه الواسع مش بالمفهوم الضيق، الفساد اللي يشمل البيروقراطيه والروتين، نوع من الفساد ده فساد برضه. ده فساد، يعني مش لازم فساد يعني رشوه، لا 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 لا, لا, لا. اني اعطل الورق واني يبقى عندي بيروقراطيه ده نوع من الفساد بالظبط، او اني اروح الجهه الحكوميه ما الاقيش الموظف وما فيش بديل، اللي هي النوع البيروقراطيه اللي احنا ممكن نعاني منه، فده نوع من الفساد طبعا. الحاجه الثانيه الاستقرار فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، ان مش كل شويه يطلع قانون جديد يلغي اللي قبله، فبالتالي يبقى عندنا اهتزاز خصوصا في قوانين متعلقه بالاقتصاد. يمكن شفنا بعد المؤتمر الاقتصادي والحزمه القوانين اللي صدرت الجديده كلها بشكل بترسخ لبيئه امنه يقدر فيها المستثمر ان يدخل المجال المصري وهو مطمن ان الدنيا مستقره. ولو ما بعدناش عن النيابه الاداريه اللي اشرف اني اتحدث باسمها، احنا عندنا وحده لقضايا الاستثمار دورها انها بتشتغل على التحقيقات الخاصه بشكاوى المستثمرين، من اذا كان بيتعامل مع جهه حكوميه ما وحصل عنده مشكله او حصل عند الجهه دي تاخير المستحقات ليه او مشكله ما بيعاني منها، بيجي يتقدم للوحده دي بشكوى، والوحده دي بتتمتع بقدره على التحقيقات بشكل ناجز وفعال وسريع، بتراعي فكره البعد الاقتصادي لقضايا الاستثمار. ويمكن شفنا في الفتره الاخيره العديد من القضايا كانت بتخلص في وقت قريب وبسيط جدا، والمستثمر بيشعر ان خلاص اذا كان ليه حق بياخده، اذا كان عليه حق بيؤديه الى الدوله، فهو كمان بيبقى راضي عن المنظومه، لان كمان العداله الناجزه جزء مهم جدا من جذب الاستثمار. نرجع للسؤال الاول اللي بدات بيه، لانه الحقيقه انا كنت سابقا وعدت المشاهدين اللي ليهم علاقه بمسابقه كتب رابع انه في اقرب فرصه ان شاء الله لما نلتقي بحضرتك نرجع نسالك تاني هذا السؤال، ماذا عن نتائج هذه المسابقه؟ طيب باختصار شديد جدا، احنا كان عندنا مسابقه اولى لتعيين عدد كبير من الكتبه، السكرتاريه اللي هو سكرتير التحقيق، كانت سنه 2015 وظهرت نتيجتها. كان تم الطعن على القرار بتاع التعيين امام المحاكم المختصه في مجلس الدوله، فصدر حكم المحكمة بإلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار، فبالتالي الناس اللي كانت اتعينت واستلمت أشغالها لمدة حوالي 7 شهور تم إلغاء التعيين بتاعهم، وطرحت النيابة مسابقة جديدة، لأن كان عندنا عجز شديد جدا في عدد في كتبة التحقيق اللي هم السكرتارية التحقيق، واتعملت المسابقة الجديدة. لماذا تم إلغاء عملهم يا فندم؟ بحكم قضائي، احنا النيابة الإدارية جهة قضائية لا يمكن تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي. تمام. أحكام مجلس الدولة هي أحكام واجبة النفاذ منذ صدورها، ما هياش أحكام بستنى دايرة استئنافية، لأن هي أحكام واجبة النفاذ من منذ تاريخ صدورها، فكان لابد من تنفيذ الحكم ده، الامتناع عن تنفيذ الحكم ده مشكلة. طبعا. خلال الإجراءات بتاعة المسابقة الثانية وقبل ما يستلم بقى الناس اللي هيتم تعيينهم في المسابقة الثانية، كان الموظفين اللي تم يعني الغاء تعيينهم في المسابقه الاولى طعنوا على هذا الحكم. تمام. فجت محكمه الطعن لغت الحكم وحكمت باعادتهم الى وظائفهم الذين كانوا عينوا عليها بدرجتها. طيب والوظائف دي كنت اوريدي عينتوا عليها حد؟ ما كانش لسه حد استلم اي حاجه، كانت المسابقه اتعملت ولكن ما كانش في حد استلم. يبقى الوظائف كانت فاضيه. كانت حتى التاريخ ده كان صدر قرار باختيار بعض الناس وتم سحبه قبل تنفيذه. يعني كانت النتيجة بتاعت المسابقة الثانية كان صدر فيها قرار ولكن تم سحبه قبل تنفيذ هذا، ما كانش حد استلم. طيب مصير الناس دي ايه؟ هم دلوقتي معاهم حكم يرجعوا وظايفهم. رجعوا بالفعل. ورجعوا. رجعوا طبعا بالفعل. طيب. دول ما فيهمش مشكلة، هي المشكلة أو الشكاوى اللي بتيجي لحضرتك من أصحاب المسابقة الثانية بتاعت 2016 اللي هم ما تعينوش أصلا. تمام. فدول هي دي مشكلتهم. تمام. فترتب على كده إن الأولانيين خلاص رجعوا تنفيذا لحكم القضاء في محكمة الطعن بعد ما أمرت برجوعهم لوظايفهم. والتانيين ما بقوش متعينين اصلا، فهم دول اللي بيقدموا لحضرتك شكاوى. انا كنيابه اداريه انا جزء من منظومه الدوله، عندي درجات ماليه معينه بعين عليها، لان الدرجات دي فيها التزامات ماليه وتامينات ومعاشات ومرتبات. طيب. الدرجات دي تم شغلها باللي تم تعيينهم اللي هم كانوا بتوع المسابقه الاولى بحكم قضائي. بحكم قضائي، فما بقتش قادر اعين حد جديد دلوقتي. هم كان الاجراء بتاعهم ان هم بيتوجهوا لمحكمه القضاء الاداري المختصه وبيرفعوا دعوه بيطالبوا فيها بحقيتهم في التعيين. وعملوا كده فعلا؟ هم عملوا كده بالفعل. طيب. حتى الان ما فيش اي احكام. وطبعا يعني ما زالت القضية مستمرة في القضاء الإداري. ده بالتأكيد بالتأكيد، وفكرة تنفيذ الحكم بيترتب على عدد الدرجات الممنوحة للنيابة من وزارة المالية، وكمان على الاحتياجات بتاعة النيابة الإدارية وعلى تنفيذ الحكم. الحكم هيطلع بيقول لي إيه؟ طيب يعني هم دلوقتي قضيتهم في القضاء الإداري، هم رفعوا دعوة. دي حقيقة. وحضراتكم كنيابة إدارية منتظرين حكم القضاء الإداري. مش كلهم رفعوا طبعا، المتضررين اللي شايفين إن هم طبعا دول رفعوا دعاوى، وده حقهم تماما، من حق أي مواطن اللجوء للقضاء في طبعًا. أي شيء يرى إن هو حق. طيب وحضراتكم في انتظار دلوقتي حكم القضاء الإداري. بالتأكيد. فهي الآن القضية في المحكمة في القضاء. تمام. هيئة النيابة الإدارية. الناس بتسأل
كل يوم والتاني يعني تعامل جديد مع قضايا وقائع فساد، محاكمات تأديبية. هيئة النيابة الإدارية بتنشط في عملها بقالها فترة الحقيقة، وحنتكلم لاحقا على وحدة الاستثمار برضو اللي أعتقد أن هي نسبيا حديثة يمكن. كيف تعمل هيئة النيابة الإدارية؟ ما هي القضايا أو المحاور الرئيسية، مش القضايا أو نوع أنواع القضايا اللي بتعمل عليها هيئة النيابة الإدارية؟ تمام، يعني خلينا نقول ان اذا اتكلمنا بشكل عام بدون الدخول في تفاصيل قانونيه عشان يعني يبقى كل الجمهور معانا في الصوره، هي مختصه بالموظف العام والمخالفات الماليه والاداريه اللي بيرتكبها الموظف العام بمناسبه واثناء وظيفته. فاي تعامل مع اي جهه من الجهات الحكوميه التابعه للدوله، الموظف اللي بيشتغل في الجهه دي هو خاضع لاختصاص النيابه الاداريه. فبالتالي هي بتختص بكل الموظفين العموم التابعين للدوله. فالموظف اللي في القطاع الخاص ده مش تبع النيابه الاداريه. الموظف اللي بينظمه قانون خاص، يعني زي يعني مثلا ضباط الشرطه، القضاء، ضباط القوات المسلحه، دول ليهم قوانين خاصه لجهاتهم وقوانين عسكريه. بالظبط، فدول غير خاضعين للنيابه، انما النيابه بتتعامل مع الموظف الحكومي بالمفهوم الواضح للموظف الحكومي والجهات الحكوميه التابعه للدوله. طيب النيابه الاداريه بتحقق في قضايا كثيره جدا، وفي الحقيقه يعني كلام عن احصائيه ربما بعدد القضايا سواء للدعاء او الاتهام. خلينا نسأل السؤال بشكل مختلف شوية، متى تتحرك هيئة النيابة الإدارية تتجه نحو قضية ما أو يعني في مشكلة في قضية معينة فتتجه إليها النيابة الإدارية، والعكس كيف تستقبل هيئة النيابة الإدارية قضايا وتقوم بالتحقيق فيها؟ تمام، يعني احنا عندنا اكثر من صوره زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي. الصوره الشائعه او الصوره الاولى ان الجهه نفسها، الجهه الاداريه اللي فيها المشكله، وزاره ما او مصلحه ما او هيئه ما، بتبعت للنيابه ما يسمى بلاغ، بتقدم لنا بلاغ، انا عندي فيه مشكله 1 2 3 4، اتفضلوا يا نيابه اداريه، ده اختصاصكم، اتفضلوا حققوا. ده سواء الوزير المختص او رئيس المصلحه او رئيس الجهه المختص بيقدم بلاغ للنيابه. الصوره الاخرى الاكثر شيوعا هي شكاوى المواطنين، مواطن بيقدم شكوى للنيابه الاداريه. هنا الجهة ما تعرفش حاجة، المواطن جالي مباشرة بيقول أنا في الجهة الفلانية في مخالفة ما. المواطن ده قد يكون موظف في الجهة وقد يكون من أحد الناس، مواطن عادي جدا. لو كان موظف في الجهة بتضمنه إزاي حمايته وإنه ما يتعرفش في مكان شغله عشان ما يتأذيش برضه؟ عشان دي نقطة الناس كلها بتسأل عليها. ده شيء مهم جدا. هو هنا بقى هنتكلم في حاجة مهمة. إحنا حتى الآن طبعا في مصر ما زال قانون حماية الشهود ما صدرش، ولكن إحنا بنعمل إيه؟ من حق أي مواطن إن يقدم شكوى مجهول، ما يحددش فيها بياناته، ما يذكرش فيها اسمه، ومن حقه. احنا يعني عندنا اليات للتواصل مع المواطنين غير الاليات التقليديه، عندنا ما يسمى الخط الساخن وعندنا البريد الالكتروني. ايه الخط الساخن يا فندم لحضرتك؟ 16117. ده بيعمل على مدار الساعه من 8 صباحا ل 8 مساء لمده 7 ايام في الاسبوع، يعني كل يوم من 8 الصبح ل 8 بالليل. ده بيتلقى شكاوى المواطنين. كمان هستاذنكم، انا اسفه يا سياده المستشار، هستاذنكم يا شباب بس برضو الخط الساخن يبقى معانا لهيئه النيابه الاداريه 16117. تمام يا فندم. وعندنا البريد الالكتروني، وعندنا ممكن يبعتها بالبريد العادي، وممكن يجيب الشكوى هو باليد. طب انا بتخيل بقى لو حضراتكم في النيابه الاداريه فاتحين الباب انه الموظف او المواطن اللي مش عايز يقول اسمه لكن شايف قضيه فساد او ما الى ذلك فبيتقدم بيها، لو حضراتكم فاتحين الباب انها تصل من مصادر مجهوله ما يبقاش كاتب اسمه، ده حضراتكم على كده ممكن يجي لكم عشرات الالاف من الشكاوى والرسائل كل يوم. طيب. بتلاقوا وقت ازاي تفرزوها وتحققوا فيها؟ وماذا عن الشكاوى الكيديه؟ وماذا عن القضايا المرفقه؟ واحد متغاظ من واحد يبعت لكم يقول لكم ده فاسد، بتتعاملوا ازاي يا سياده المستشار في القضايا دي؟ سؤال جيد جدا. الشكاوى دي لما بتيجي، خصوصا الشكاوى المجهله او اللي مش مذكور اسماء اصحابها، والشكاوى حتى العاديه، عندنا وحده مركزيه ملحقه بمكتب رئيس الهيئه اسمها وحده الشكاوى. وحده الشكاوى دي فيها عدد من الساده المستشارين الاعضاء، دورهم ان هم يفحصوا الشكاوى دي فحص مبدئي. بيبتدي يشوف الوقائع شكلها عامل ازاي، يبتدي يتحرى عن الوقائع دي، ممكن يطلب تحريات الجهات الرقابيه، اديني التحريات عن الوقائع دي، هل الوقائع دي صحيحه ولا لا، ممكن يطلب مستندات من الجهه عشان يتاكد من سلامه الاجراء ولا لا. حكايه ان احنا نوصل للمتهم نوجب الاتهام دي اخر حاجه، لما نكون تاكدنا تماما تحقيقات طول الوقت في شبهات جديه بتؤكد ان الوقعه الشكوى دي غير كيديه. حضرتك بتتكلمي كلام مظبوط جدا، بيجي لنا شكاوى كيديه، بس ده ما ينفعش يمنع ان انا افتح الباب للمواطن، يعني ده بالعكس ده جزء من متاعب الرسالة بتاعت العدالة اللي النيابة بتأديها. طبيعي جدا زي أي محكمة زي أي نيابة إن هيجي جزء من الشكاوى هو غير حقيقي، بس لازم أتعامل معاه لأنه قصاد ده بلاقي شكاوى حقيقية بتكشف لي وقعات فساد في غاية الأهمية. هنذهب لأبعد من كده، ويمكن حضرتك تعلمي ده، إحنا مش بس بنكتفي بده، إحنا بنتابع وسائل الإعلام.
لما بنلاقي واقعة أثيرت في أحد وسائل الإعلام ممكن تشكل مخالفة بتختص بها النيابة الإدارية، بيتعرض مذكرة من إدارة الإعلام على معالي مستشار رئيس الهيئة اللي بتتفضل بالتأشير بالإحالة للتحقيق متى ثبت جد يعني إن الواقعة على هذا الشكل كده ممكن يكون فيها شبهة مخالفة. وعملنا ده كثيرا جدا، يمكن البرنامج بتاع حضرتك كان من البرامج اللي خدنا منها اكثر من واقعه قبل كده. ويعني توجيهات معالي المستشار اماني الرفعي رئيس الهيئه يعني منذ تولت منصبها الحقيقه وهي مركزه على العداله الناجزه ومتابعه كل القضايا اللي من هذا النوع، يعني وسرعه التحقيق الحقيقه دي حقيقة. انا لمست بتتابعها بشكل اسبوعي حضرتك دي يعني يعني هي صح. بتتابعها بشكل اسبوعي بنفسها بتتاكد ان سرعه الاجراءات ماشيه والعداله الناجزه بيتم تحقيقها. ممكن اقول لحضرتك على حاجه سياده المستشار انا لاحظتها، بس خليني اسمح لي الاول اقول بس انه السيد الرئيس وصل بالفعل الى نيويورك للمشاركه في اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده. وصول الرئيس هناك اعتقد انه كمان لقائه المرتقب ان شاء الله مع ترامب ومشاركته والكلمه اللي هيلقيها اعتقد انها مهمه جدا هنتابعها ان شاء الله. انا لاحظت حاجه على مدار السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول، هيئه النيابه الاداريه بتهتم بكل انواع القضايا، بمعنى من اول مثلا طبعا موظف فاسد، مدير يعني متحرش، قضايا فيها اهمال طبي، صحه مريض، كل ده، التعليم، المدارس، كل ده مرورا حتى الى قضايا ممكن يتخيل البعض انها يعني ابسط من انه هيئه النيابه الاداريه تنظر اليها، زي مثلا قضيه انه شخص بيعذب حيوان مثلا، ودي انا شفت حضراتكم الحقيقه بتحققوا في وقائع زي كده. فالتنوع ده يا فندم في القضايا ماذا يتطلب وكيف تعمل عليه هيئه النيابه الاداريه؟ لانه الحقيقه ما تقوم به من ادوار لمحاوله ضبط اداء المواطن المصري، وخليني اقول بقى مش الاداء الحكومي بس، ضبط الشارع المصري كمان، حقيقي دور محترم جدا. طيب يعني بالفعل هي كل ده بيتطلب نوع من الرؤيه المختلفه. بمعنى ايه؟ مش بالضروره الواقعه الكبرى تكون متعلقه بمئات الملايين من الجنيهات عشان اقول عليها واقعه كبرى، ممكن يكون تاثير الواقعه نفسه اكبر من القيمه الماديه بتاعتها، يعني حضرتك ضربتي امثله، انا هضرب لحضرتك بمثال حي يمكن كان من البرنامج عند حضرتك هنا. اكيد نتذكر الواقعه الخاصه بالحديقه الدوليه دهن الحمار البلدي على انه حمار وحشي. بالظبط بالظبط، طبعا الواقعه على هذا التصور يمكن تبان انها يعني غير ذات اهميه. لما عرض الموضوع على معالي مستشار رئيس الهيئه يعني عرض عليها بما يتضمن مقاطع الفيديو والقنوات الاجنبيه ازاي تناولت هذا الموضوع، صح، كيف سخرت من معاملتنا في مصر الى الحيوان والتعامل في هذه القضايا. بالظبط هنا الاثر بقى اكبر بكتير قوي من الواقع. هنا الاثر بنتكلم عن صوره مصر امام المجتمع الدولي، فهنا كان لابد من محاسبه من تسبب في هذا، لان لازم انا كمان اوصل للمجتمع الدولي ان انا عندي واحد غلط وحاسبته، مش انا، لان الصوره جت امام الكاميرات كما لو كان ان ايه ان يعني نوع من السخريه والاستهزاء ان مصر عملت كذا. هي مصر ما عملتش كذا، وفي ان في حد اخطا لابد من محاسبته. صحيح، فالحساب هو اللي بيبين للناس ان لا فعلا احنا عملنا الاجراء. اذا نوع القضيه ليس بحجم الاموال او كده، ربما الاثر الواقع او الضرر الواقع من الفساد او الخطا هنا. بالظبط بالظبط، دي نقطه مهمه بالزبط. جدا. طيب اخطر قضايا الفساد اللي ممكن نتكلم انه هيئه النيابه الاداريه حققت فيها، هل متعلقه بالمال العام؟ هل متعلقه بالتحرش؟ واحنا الحقيقه محترمين جدا تركيز او اهتمام هيئه النيابه الاداريه ايضا بخلق بيئه عمل ومناخ في العمل امن للجميع، خالي من الفساد بكل اشكاله بما فيها التحرش. بتشتغلوا على ده ازاي يا سياده المستشار؟ تمام، يعني اذا كنا بنتكلم على الاهميه طبعا هتاتي دايما قضايا المتعلقه بالانسان نفسه وصحته في المقام الاول، يعني دايما القطاع الصحي بالذات لانه متعلق بحياه الانسان او بصحته بيبقى تاثيره بالغ. فده دايما بياتي في المقام الاول. لو حضرتك بتتكلمي يعني يمكن يعني التعرض ده خصوصا على البيان الاخير الخاص بواقعه التحرش، النيابه وهي بتشتغل الكلام ده هي بتنظر مش فقط للواقعة اللي حدثت، عندي هنا متهم أدين فبيتحاسب، مش بس كده، أنا لازم أشوف إزاي واقعة زي كده ما تحصلش تاني. يعني إحنا كنا بنتكلم الواقعة اللي ذكرت دي كانت واقعة موجودة في مدرسة ابتدائي،
ازاي انا اعمل مجموعه. معلش حضرتك تدي فكره برضو لمن لم يتابع طبيعه الواقع، المدرس اللي قام بالتحرش. تمام، يعني مدرس في احدى المدارس الابتدائيه كان تحرش بعدد من الطالبات اللي موجوده في الصف الرابع الابتدائي بطرق مختلفه، يعني كانت حاجات كثيره جدا، سواء بالطريق الجسدي او بالايحاء او عن طريق عرض مقاطع فيديو مخله على التليفون بتاعه، او استخدام الفاظ لها مدلول جنسي مع البنات. كيف تم كشفه يا فندم؟ لانه عاده البنات في السن ده بيخافوا، يقول لك ما اقدرش اروح اقول لبابا وماما ان المدرس بيوريني افلام مخله ولا بتاع. فبرضه هنا ليكوا دور مهم. تمام، لو تتذكري حضرتك اقول المجتمع لازم نتغير ولازم تتكلم. بالظبط، لو تتذكري حضرتك كنا عملنا تقرير خاص بعام المراه، كان السيد الرئيس السنه اللي فاتت حدد عام 2017 عام للمراه، فالنيابه الاداريه اصدرت تقرير بمناسبه عام المراه تناول المراه والوظيفه العامه، المكتسبات التي حصلت عليها وكانت كثيره جدا، وبعض التحديات وبعض انماط الجرائم اللي النيابه حققت فيها ورأت فيها توصيات معينه. كانت من ضمنها الواقعات الخاصه بالتحرش خصوصا في نطاق المدرسه، وطبعا احنا يعني تعميم التجربه في اي بيئه عمل. المشكله فعلا زي ما حضرتك بتقولي ان الواقعات او جريمه التحرش بالذات من الجرائم اللي الضحيه فيها خصوصا لو كانت صغيره في السن عاده ما تحجم عن الابلاغ. صحيح، لانها بتخاف طبعا، ولان بيبقى مرتكب الجريمه له سلطه عليها خصوصا لو اتكلمنا في نطاق المدارس، وكمان الاستجما او الوصمه اللي ممكن المجتمع يتعامل معاها بيها دي بقى لو كبيره شويه بفكره ثقافه لوم الضحيه ويبتدي يلتمس التبريرات للجين. احنا بنتعامل معاها ازاي؟ وهي بيتم تحقيقها بيبقى في مجموعه من المعايير بيتم مراعاتها في التحقيق. لو بنسال بنات خصوصا لو صغيره بيبقى في اخصائيه اجتماعيه موجوده بنتعامل معاهم وبناخد منهم الافادات بتاعتهم وبنطبق الافادات اكثر من حد. احنا بنحط التوصيات، بنشجع على عمل التوعيه لمفهوم جريمه التحرش، على تواصل الاهالي مع اولادهم بشكل امن وصحي علشان ما يخافوش يحكوا لهم حاجه. توفير البيئه الامنه. بنعمل ده ازاي يا سياده المستشار؟ كيف توصلون هذه الرساله المهمه جدا جدا لكل ام ولكل اب، وخصوصا في المجتمعات الريفيه وفي صعيد مصر، انه لو تعرضت بنتكم او احد ابنائكم للتحرش او لمضايقات جنسيه ايا مكان نوعها ما تسكتوش ولازم تتكلموا. تمام، يعني بنوصل الرساله دي ازاي؟ يعني يمكن كانت من التوصيات العديده اللي عملتها النيابه الاداريه، وكان السيد الوزير الحالي دكتور طارق كان عمل كتاب دوري السنه اللي فاتت وزع على المدارس كلها. كتاب الدوري ده كان بيتضمن توصيات عديدة لمكافحة تلك الجريمة، وكان بيتضمن ازاي يتم متابعة العاملين داخل المدارس. طبعا خلينا نقول فيه يعني الغالبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين ناس محترمة جدا، مش معنى ان احنا بنتعامل مع واقعة ان هي ولا معنى انه في طبيب فاسد مثلا او ممرضة ما قامتش بشغلها وتسببت ضرر للمريض انه المنظومة الصحية كلها فاسدة. مظبوط، لا طبعا طبعا. طيب، فالمنشور ده كان بيقول ان بيتعلق في مكان ظاهر من المدرسة يتم التوعية في اجتماعات أولياء الأمور الخاصة بال يعني لما بجتمع مع أولياء الأمور والأسرة هيئة التدريس، الاجتماعات الدورية اللي بتتعمل يتم التوعية بالكلام ده. دور للأخصائية الاجتماعية للتواصل مع الطلبة بشكل مباشر بعيدا عن أي تعقيدات. خلق البيئة الآمنة هنا المفروض إيه؟ إن أنا ما لاقيش مثلا مدرسة فيها مبنى مهجور بعيد، ما لاقيش اماكن بيبقى فيها سهل ان ممكن يحصل حاجه زي كده. صحيح، يبقى في مرور دوري من المشرفين. صحيح، او الاداره بتاعه المدرسه على الفصول، ويبقى في تواصل مع الطلبه في غياب المدرسين، يسالوهم اخبار الدنيا ايه، التواصل ايه، ايه اللي بيحصل ايه اللي ما بيحصلش. كل ده مهم جدا خصوصا احنا بنتعامل مع السن الصغير. فكل ده اتعمل في شكل كتاب دوري بيتوزع على المدارس. وكل ما بتطلع قضية من هذا الشكل يمكن النيابة بتأكد على التوصيات دي وبتخطر بيها، سواء المدرسة اللي حصل فيها الكلام ده أو الجهة سواء كانت الوزارة. عايزين نقدم الكتاب ده يا سيادة المستشار، يعني نبقى ناخد من حضرتك نسخة منه إن شاء الله بجد، ويعني نشوف كده محتوى ايه، او لو في مين كونتنتس ليه نعرضه. يعني بالتاكيد عايزين نساعد نعمل توعيه لده. بالتاكيد مهم طبعاً. جدا طبعا. والبيئه الامنه ما بقتش مقتصره فقط على المدارس، هي طبعا المدارس هي الصوره الفجه لان احنا بنتعامل مع اطفال. صحيح، انما البيئه الامنه مقتصره على كل طيب. بيئه. هتوقف تاني عند مفهوم البيئه الامنه عشان ده مهم جدا، بس اسمح لي اخد بعض الاتصالات اللي جايه لحضرتك فيها اسئله. خليني ابدا باستاذ عصام. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الو، مساء الخير استاذه منى. مساء النور يا فندم. اهلا. مساء الخير، انا معاك مستشار. استاذنك يا فندم، امر دلوقتي بخصوص مشكله الكاتب الرابع اللي هي عليها حياه 70,000 متقدم متوقفين لحد دلوقتي. معالي المستشار دلوقتي بيقول ان الهيئه دلوقتي تتوجه الى القضاء. طيب حضرتك دلوقتي نزلت منشور يا فندم في شهر 7 بماده 302 تقريبا، اللي هيتم عمل فحص
وبعد كده إظهار النتيجة. رقم واحد. رقم اثنين، هل هيئة النيابة الإدارية يا فندم بتعمل مسابقة سورية؟ زي ما حضرتك قلت سابقا إن هيئة النيابة الإدارية اللي هم بتعمل مسابقة سورية. طيب عايزين دلوقتي يا فندم سؤالك يا استاذ عصام لو سمحت عشان الوقت ومعايا اتصالات كتيره جدا، سؤال محدد. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. حاضر يا فندم. اتفضل. حاضر يا فندم. دلوقتي الكل يشاهد يشاهد حضرتك الان عبر برنامج حضرتك ال 70,000 دلوقتي. تمام. والسؤال في اختصار كده يا فندم في عجاله سريعه، حضرتك دلوقتي نزلت منشور بعاده فحص النتيجه وسوف يتم اعلان النتيجه. لماذا يا فندم حتى الان لم يتم اعلان النتيجه؟ تمام. احنا الامر غير متعلق. خلاص يا استاذ عصام، لماذا لم يتم اعلان النتيجه حتى الان؟ خلاص سؤال واضح عشان بس معايا اتصالات كتير. بشكرك، حالا هنسمع رد الست المستشار. استاذ احمد اتفضل يا فندم. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. تحياتي ليك المستشار. شكرا. دلوقتي حضرتك انا كنت عايز اسال سعاده المستشار، احنا عملنا بلاغ شكوى في النيابه الاداريه بخصوص حي النزهه ان هو ما بيطبقش الغرامات على قهوه مخالفه بالرغم ان هو شددوا العقوبات عليها، وفعلا النيابه حققت معانا انه حي النزهه ما بيطبقش المخالفات على تنفيذ المخالفات اللي هي اللي تمت، يعني ما بياخدش الغرامات اللي هي عقوبتها حسب ما قال لي المستشار محمد سمير في النيابه ان هي بتصل للحبس. طيب للاسف ما تمش تنفيذ هذه قدمتوا شكوى للنيابه الاداريه يا استاذ احمد؟ نعم. قدمتوا شكوى للنيابه الاداريه؟ يا فندم اهو حققوا معانا فعلا وتاكدوا من صحه الموضوع وكحي النزهه وقفل القهوه تاني. اسمع اسمع. وللاسف بعد نص ساعه فتحت تاني وما خدوش ما نفذوش الحي برضه متقاعس نتيجه. طيب. امور مش عارفينها ايه. حاضر. متقاعس عن تنفيذ الغرامات دي على القهوه. حاضر. عليهم دلوقتي غرامات في حدود 40,000 جنيه. حي النزهه وتنفيذ الغرامات. حاضر. استاذ خالد اتفضل يا فندم. الو مساء الخير مدام دينا، تحياتي لحضرتك. مساء النور يا فندم اتفضل. استاذ منى معلش انا اسف. اتفضل. استاذ المستشار المحترم وهيئه النيابه الاداريه المحترمه. انا بس يعني مش عارف بالنسبه طبعا حضرتك بتكافح الفساد وكل حاجه وده شيء محترم جدا احساسا بالنيابه الاداريه، لكن استاذ منى يعني احنا امتى موضوعنا هيظهر للضوء اللي هو ان احنا من 2011 حضرتك متعاقدين في التربيه والتعليم تبع محافظه السريه حوالي 4200 بناخد 55 جنيه. تاني معلش عيد يا استاذ خالد، من 2011 من 2011 لا 2011 2012 تعاقدنا في التربيه والتعليم ايام دكتور علي عزيز علي محمد الشرقي الاسبق بناخد 55 جنيه تبع التربيه والتعليم. طب انتوا ايه يا فندم؟ انتوا محافظه ايه تاني معلش؟ الشرقيه. محافظه الشرقيه مركز ومدينه الحسنيه يا فندم. الحسنيه ايوه، ده انا عارفه مشكلتكم واتكلمتوا فيها كتير. تمام. اللي زعلك يا كابتن المستشار ايه بقى؟ ان هم مديني فيزا كارت، انا راجل متعاقد يديني فيزا كارت، الفيزا كارت فيها 55 جنيه المفروض مرتبين. الفيزا مره طلع لي 30 ومره طلع لي 40، يعني مش عارفه غير الانبوبه اللي احنا من 2011 مش عارفه غير الانبوبه لحد دلوقتي. حاضر، بشكرك يا استاذ خالد. في مداخلات ثانيه يا شباب؟ استاذ جابر البحيره اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا استاذه منى وسعادة معانا المستشار سعادتك. احنا عندنا مشكلية يا فندم في حتة اسمها قرية 400 الخط الوسطاني مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ست الكل. مركز كفر الدوار. المستشار انا شاحت له شكوى من حوالي شهر ولا 20 يوم. عندنا مشكلية في حتة اسمها قرية 400 الخط الوسطاني مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ست الكل. طب بالراحة يا عم جابر. عم جابر. سيادة المستشار كده. طب عم جابر المشكلة ايه بس؟ من 2004 سعادتك وعنده واحد اسمه السادات سعدون بيقول لنا سياده الوزير. طيب التموين مانع الفران في البحيره. التموين مانع ايه؟ قالوا للناس يا لخير يساعدوني. التموين مانع يا عم جابر. يا عم جابر عايزين نفهمك. ايوه ست الكل. ثانيه واحده بس، التموين مانع ايه؟ نعم ست الكل. انا مش فاهمه المشكله ايه بس قولها لي كده. المشكله سعادتك واحد فاعل خير زي ايوه استاذ منى مع سعادتك، واحد فعل خير متبرع بمكان فرن عيش عندنا يا استاذه منى. ماشي ومستنيين بس ان حد يجي يعين لنا المكان بس. حاضر 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 يا عم جابر، هسال حالا سياده المستشار محمد ده اهليه. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فندم كنت تقدمت البلاغ من حوالي شهرين ثلاثة لهيئة النيابة الإدارية يعني بخصوص تواطؤ المسؤولين معايا بخصوص تكافل وكرامة.
وانا رجل كفيف بذوي الاحتياجات الخاصه مش اي حد رد عليه لحد دلوقتي. طب خلينا بس ما نقولش التواطؤ، خلينا نقول ان في مشكله في تكافل الكرامه بالنسبه لك، يعني بلاش برضو نلقي اتهامات على مؤسسات او على اجهزه لانه لسه في بلاغ وفي تحقيق. تمام، المشكله ايه بقى؟ الى الان يا فندم رد عليا خالص ولا انا عارف وصلوا لايه لحد دلوقتي. طيب يعني انت قدمت بلاغك للنيابه الاداريه؟ قدمت بلاغ يا فندم عن طريق 16117 النيابه الاداريه. طيب انا هسال سياده المستشار برضو متابعه بقى البلاغ ده مع المواطن بتبقى ازاي، يقدم البلاغ ويرجع يتابع يشوف يبقى ازاي. حاضر، مين تاني يا شباب معانا؟ ناخد اتصال كمان. مين؟ طيب هنرجع ناخد باقي الاتصالات بس نجاوب واحده واحده سياده المستشار لو سمحت. خليني ابدا باستاذ عصام والسؤال المباشر، لماذا لم تعلن هيئه النيابه الاداريه يعني النتائج الخاصه بالمسابقات؟ طيب. معلش احنا اتكلمنا في الموضوع في البدايه بس حضرتك عارف انه برضو الناس دي بتسال ويعني حاطه امال على نتائج المسابقه دي فهم مهمومين بهذه القضيه. طيب هو الاستاذ عصام كان بيقول ايه؟ ان يعني كانت النيابه طلعت وقالت ان انا هعلن النتيجه تمام وما اعلنتهاش. هو يعني ما اعرفش يمكن ما سمعش اللقاء بتاعنا من الاول بس هنعيدها تاني. بعد ما صدر حكم المحكمه الدرجات اللي كانت النيابه اعلنت عن شغلها تم شغلها بتنفيذا لحكم المحكمه. تمام. فما بقاش في مجال او انعدم السبب اللي انا اقدر اطلع عليه القرار. هطلع قرار بتعيين ايه؟ يعني انا النهارده دلوقتي هطلع قرار بتعيين بدون درجات، بدون درجات شاغره عندي للتعيين؟ هو دي بس الفكره اللي لازم توصل. انا الدرجات ال 1600 درجه دول تنفيذا لحكم المحكمه الناس اللي كانوا تعينوا عليهم قبل كده هم اللي رجعوا اتسكنوا عليهم بتوع المسابقه الاولى. طب برضه بس بتوع 2016 ذنبهم ايه يا سياده المستشار؟ ما هم ما كانوش استلموا يا فندم، لم ينشا له مركز قانوني اصلا. بس فكره اني ما طلعش نتائج المسابقه مش دي برضه تضايق الناس؟ ما هو يا فندم انا هطلعها بناء على ايه؟ يعني انا النهارده هقول والله انا طلعت المسابقه في كذا وكذا وكذا ناجح. تمام. هيروحوا فين؟ ما هو انا دلوقتي ما اقدرش اطلع لان خلاص في حكم قضائي جه بان انا اسكن على دول 2015 بالظبط، فما بقاش فيه سبب للقرار عشان اقدر اصدره. ان عدم السبب بتاع القرار هيبقى قرار غير مشروع لو انا اصدرته. طيب دول تنصحهم بيه يا سياده المستشار او تقول لهم ايه؟ يعني انا زي ما قلت لحضرتك هو من حقه انه يلجا للقضاء او يبتدي يدور على فرصه افضل في مكان افضل، يعني لو في جهه ممكن ان هو يقدم فيها ويبتدي يقدم في اكتر من جهه. احنا قبل الفقره بتاعتنا كنا بنتكلم في ايه؟ الاستاذ مايكل بارادته قدر يعمل ايه؟ احنا ممكن نقدم في اكثر من جهه بالظبط، او اللي بالنسبه لنا يبدو مستحيل. فمش نهايه العالم لو ما جاتليش الفرصه دي ان الحياه هتقفل بالنسبه لي، في العديد من الفرص اقدم فيها وممكن تجي لي واحده او اثنين منهم. طيب استاذ حي النزهه، حي النزهه خالد، بلاغ حي النزهه ما بينفذوش المخالفات. تمام. طيب انا هستاذن حضرتك بالنسبه للاستاذ خالد لا استاذ خالد كان بيتكلم على بتاعت الشرقيه اعتقد. لا هو خالد كان بيتكلم على بلاغ حي النزهه. طيب بالنسبه لبلاغ حي النزهه هو قال انا قدمت بلاغ للنيابه الاداريه وبالفعل الحي نزل وقفل المقهى ورجع فتحوه تاني. بالظبط. طيب فانا بس محتاج اتواصل مع معانا يا شباب رقم استاذ خالد، رقم تليفون استاذ خالد. معانا رقم استاذ خالد يا شباب؟ معانا. طيب. معانا يا سياده المستشار. والواقعه طيب. الخاصه بالمتعاقدين بتوع محافظه الشرقيه مركز طيب. الحسينيه يا فندم 2011 55 جنيه. طيب ما هو دي بقى هنا عشان هنا نتكلم في الاختصاص. هنا انا عايزه انشئ العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه يعني لو المواطن ده ليه حق ياخده، ملوش حق يبقى فاهم انه القانون بيقول 1 2 3. تمام. هو لازم نرجع للعلاقه التعاقديه اللي بينه وبين مديريه التربيه والتعليم اللي بناء عليها بقى بيقبض هذا المبلغ. لو العقد بيقول مبلغ اخر غير اللي هو بيقبضه يبقى من حقه ان يرفع دعوه امام القضاء الاداري مش النيابه الاداريه. قضاء الاداري. القضاء الاداري مجلس الدوله هي اللي تحكم له بقى بالمقابل العادل بتاعه وفقا لضوابط العلاقه العقديه، لان اعتقد ان دول كلهم عقود مش معينين في الدوله. لا مش معينين. فقصد عن العلاقه العقديه. العلاقه العقديه يبقى ده منه لمجلس الدوله مباشره. مجلس الدوله قضاء الاداري. تمام. تمام. في عم جابر. الدوار. مركز الدوار. البحيره انه في فعل خير متبرع بمكان مخبز. الفرن مخبز بالظبط كده. تمام. طيب هل هم قدموا طلبات والحي تقاعس او الجهات المعنيه تقاعست؟ هو بيقول ان ما حدش جه عين، فاحنا محتاجين رقم الاستاذ جابر. حاضر. برضه هنتواصل معاه. حاضر. مكتبي هيتواصل معاه بكره الصبح. اشكرك. وبرضه الاستاذ محمد بخصوص معاش تكافل وكرامه. تكافل وكرامه برضه. طيب. بيقول ان هو مقدم من حوالي شهر شكوى في النيابه الاداريه. طيب يبقى استاذ محمد هو. حاضر. بيقول انا قدمت عن طريق خط الساخن اعتقد. واستاذ جابر. ايوه. واستاذ خالد اللي بيبقى بلاغ حي النزهه. حاضر. وبكره الصبح
المكتب بتاعي هيتواصل معهم كلهم وناخد التفصيلات كلهم وهبلغ حضرتك باللي تم. واحنا الحقيقه دائما عاهدنا على حضراتكم ورحيك يا سياده المستشار، يعني الحقيقه دايما لما بتاخد ارقام الساده المواطنين اللي بيتصلوا يسالوا على حاجه او عندهم مظالم او شكاوى، الحقيقه طول الوقت حضراتكم بتتعاونوا معاهم وبتتصلوا بيهم على طول. معلش في نقطه اخيره بس، حضرتك قلت لي متابعه البلاغات، دي نقطه بغايه الاهميه. طيب انا قدمت بلاغ في النيابه الاداريه بشتكي من واقعه فساد، من تاخير في حاجه، من روتين بيروقراطيه اي مكان، ما جاليش رد منكم، بتابع ازاي يا فندم؟ طيب احنا حتى الان المتابعه طبعا بيبقى عن طريق ان المواطن بيسال او بيتواصل بالشكل الطبيعي لشكواه. احنا حاليا في طور تحديث لمنظومه شامله في النيابه الاداريه، يعني ان شاء الله تخلص في اقرب وقت، هيقدر المواطن يقدر يستعلم عن البلاغ اللي قدمه عن طريق مثلا الخط الساخن بشكل الكتروني عن طريق الموقع الالكتروني للنيابه الاداريه. ده البلاغ ده بياخد رقم، الرقم ده هيدخله هيطلع له يقول له احنا في انهي مرحله، ده في مرحله الفحص، ده في مرحله التحقيق، ده انتهى نتيجه التصرف كذا، لو ليه صفه هيعرف نتيجه التصرف. احنا متطورين جدا يا فندم. والحقيقه يعني دي شهاده لازم تتقال. معالي المستشار اماني الرفعي يعني يمكن من المؤمنين جدا بالتكنولوجيا واهميه التطوير وخلق قواعد بيانات مهمه جدا للنيابه الاداريه عشان تواكب العصر، هتسهل على المواطنين، هتقلل الكلفه، احنا كمان هيبقى موضوع الشغل وقدرتنا على تحقيق العداله بشكل اسرع. يعني ان شاء الله باذن الله قريبا حضراتكم بتعملوا دلوقتي في هيئه النيابه الاداريه انه قريبا المواطن اللي قدم شكوى ايا كان نوعها لهيئه النيابه الاداريه يقدر ياخد زي ريفرنس نمبر او رقم بالظبط كود ايا مكان يتابع بيه على الموقع الالكتروني. يعني حتى لو عم جابر ما ملوش في التكنولوجيا، اي حد عم جابر عنده كمبيوتر وعنده جهاز متوصل على الانترنت هيدخل على الموقع ده ويكتب الرقم اللي انت هتاخده، ده الموقع ده هيقول لك انت شكوتك حصل فيها ايه بالظبط. صح كده، وبالموبايل كمان مش بس بالجهاز الكمبيوتر، وبالموبايل كمان. ده ان شاء الله على امتى تقريبا؟ يعني نتمنى، يعني مركز المعلومات شغال في الموضوع ده بقاله فتره، ويعني ان شاء الله انا مش قادر ادي ميعاد تحديد، بس اعتقد ان الامور قاربت على الانتهاء. هايل ان شاء الله، دي هتبقى طفره هايله الحقيقه في التعامل مع مؤسسه قضائيه مهمه كده حقيقي. ان شاء الله. اخد مصطفى. استاذ مصطفى اتفضل يا فندم. استاذ مصطفى الو اتفضل يا فندم. حضرتك انا على الهواء دلوقتي ولا ايه؟ يا فندم حضرتك على الهواء اتفضل. طيب حضرتك دلوقتي انا كنت قدمت شكوى لوزير التنميه المحليه من سنتين. الو يا فندم اتفضل حضرتك على الهواء وسامعينك. ايوه بقول لحضرتك كنت مقدم شكوى لوزير التنميه المحليه على مخالفات في العقار 40 محي الدين ابو العز. يعني ايه مخالفات محي الدين ابو العز؟ استاذنك بس وطي التلفزيون جنبك. لا معلش وطي التلفزيون جنبك عشان نسمع بعض اسرع. طيب حضرتك قدمت شكوى، الشكوى دي هو حولها لمحافظه الجيزه. ايوه يا فندم اتفضل. حضرتك الشكوى دي هو حولها لمحافظه الجيزه. ومحافظه الجيزه حولتها النيابه الاداريه. واتحقق معايا في القضيه رقم 655 لسنه 2017. تمام وبعدين؟ ومخالفات موجود فيها تقرير من جهاز التفتيش على اعمال البناء في مخالفات العقار، ومن الحمايه المدنيه بتاعت الجيزه برضه مخالفات العقار. حاضر يا فندم. كتبت مخالفات برضه. حاضر يا فندم. معايا من وكيل النيابه. حاضر يا فندم حاضر، فهمنا الموضوع. استاذ عمرو اتفضل يا فندم. الو اتفضل يا فندم. الو حضرتك معايا؟ يا فندم اتفضل. دلوقتي حضرتك دفعه 2012 كليه حقوق. كان المفروض وظيفه وكيل النيابه الاداريه. لحد دلوقتي ما ظهرتش دفعه 2012. حاضر دفعه 2012. لان انا ما نزليش تحريات اساسا. مع اني جايب تقدير جيد جدا ومعايا 2 دبلومه بيعادل الماجستير. حاضر يا فندم. ايه السبب في عدم نزول التحريات ليا؟ حاضر يا فندم هنسال حالا. مين يا شباب؟ معنا مين؟ استاذ احمد الجيزه اتفضل يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا عندي شكوى كنت عايز اعرضها على السيد الرئيس في الفتاه دي. لا انا مش سامع حاجه. انا مش سامع حاجه. بتقول يا فندم معلش؟ بقول لك انا عندي شكوى عايز اعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاه دي. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي انا تابع ذوي الاحتياجات الخاصه. من ذوي الاحتياجات الخاصه تمام. كنت مقدم على شكوى بقالي سنه. وايه بقالك سنه معلش؟ بقالي سنة بقدم على شقة تبع ذوي الاحتياجات الخاصة. مقدم على شقة بقالك سنة لذوي الاحتياجات الخاصة. مفيش حد بيرد عليا خالص. طيب مقدم فين يا أستاذ عمرو؟ مقدم فين؟ في الجيزة.
مقدم لجهة ايه؟ لجهة المحافظة يا فندم. الايه؟ المحافظة، محافظة الجيزة. حاضر يا فندم، حاضر. يعني هو ده يمكن ما يتعلقش بسيادة المستشار، بس برضو هاخد رأيه ممكن تعمل ايه لو انت مقدم وتستحق الشقة دي، او يعني تعرف ازاي اذا كنت مستحق ليها او لا. حاضر. انا بعتذر باقي التليفونات والله عشان الوقت وعشان نلحق نجاوب على الحاجات دي. استاذ مصطفى، اللي مقدم شكوى ليه وزير التنمية المحلية. تمام، هو قال ان الموضوع مثار تحقيق في النيابه. برضه هناخد تليفون الاستاذ مصطفى عشان نعرف شكوته ايه. هل يعني هو بيقول انا لسه ما اخترتش بنتيجه التحقيق، ولا نتيجه التحقيق صدرت وهو مثلا شايف ان يعني دي حق ما خدوش، فمحتاجين نتواصل معاه. ده هناخد رقمه برضه من الكنترول عند حضرتك. تمام يا فندم، اشكرك. والاستاذ عمرو 2012 كلية حقوق، ويعني درجاته عالية الحقيقة، وكان مقدم على وكيل النيابة الإدارية وعلى طيب يعني دي حاجة بعيدة شوية عن يعني دي حاجة خاصة بالهيئة، ولكن ما يتعلق بالدفعات وما يتعلق بالتعيينات ده كله شغل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مش خاص بأي حاجة. احنا دورنا لما بينتهي العمل وتطلع نتيجة بيتم إعلانها طبعا للرأي العام، حتى الآن نتيجة دفعة 2012 لسه ما صدرتش. ده كل اللي أقدر أقوله في هذا الملف. لسه لم تصدر حتى الآن. طيب يبقى احنا يا شباب إن شاء الله هندي سيادة المستشار بقى أرقام كتيرة. يعني عندنا كذا حد هندي له سيادة المستشار وإن شاء الله نتابع معاه. عايز أعرف من حضرتك أبرز القضايا اللي ربما أنا عارف حضراتكم بتعملوا على تقرير سنوي، عندكم تقرير نصف سنوي أعتقد وتقرير سنوي بقى بيشمل كافة القضايا اللي اشتغلتوا عليها. 2017 كانت البوصلة لمكافحة الفساد، ويعني ان احنا نسير قدما تجاه ان شاء الله بإذن الله يا رب دولة يعني واحدة واحدة كده بإذن الله خالية من الفساد، كانت القضايا رايحة لفين يا فندم اكتر حاجة؟ وايه اكتر قضية حضرتك مثلا وانت بتشتغل او شفتها خلال المكتب الاعلامي عند حضرتك حسيت انها كانت فعلا مهمة جدا؟ طيب يعني خليني يعني هبتدي من الاخر، ان يعني يمكن كل قضية بالنسبه لاطرافها ممكن تبقى مهمه جدا، يعني يعني ممكن تبقى قضيه هي ما هياش حجمها كبير، ولكن بالنسبه لاطرافها بتبقى كل حاجه في حياتهم او كل حاجه بالنسبه لهم. 2017 كان يمكن زي ما قلنا في التقرير اللي كان صدر كاحصائيا قبل ما يتعمل له تحليل، كنا بنلاقي ان قطاعات مثلا الصحه والاداره المحليه والتعليم هم اللي بياخدوا نصيب الاسد من الشكاوى بتاعه المواطنين. الصحه والاداره المحليه اللي هي المحليات يعني والتعليم. مش علشان هم الاكثر فسادا، ولكن عشان هم الاكثر احتكاكا بالمواطن. صحيح. فطبيعي جدا ان المواطن بيتعامل مع دول كثيرا جدا، فدول هم بيبقوا الـ طيب رصدتوا اكتر حاجه ايه؟ اهمال، رشوه، خطا غير مقصود، يعني اخلاقيات. تمام. وانا عارفه ان حضراتكم كنا لسه بنقول ده من شويه، في بعد انساني وبعد في قضايا اجتماعيه بتتعاملوا كمان معايا سياده المستشار في الهيئه. مظبوط. يعني كل قطاع كان فيه النوع يمكن هو اللي بيبقى شويه نمط، يعني في الطب في القطاع الصحه كنا بنلاقي فكره الاهمال الطبي سواء عن طريق التدخل الطبي الخاطئ اللي بيترتب عليه مضاعفات للمريض قد تصل الى الوفاه، او ودي كانت نمط شائع جدا، الامتناع عن تقديم الخدمه العلاجيه بالمخالفه للنص الدستور مصر الحالي ونص القانون وقرار وزير الصحه اللي هو في حالات الطوارئ او الخطر تحديدا، الامتناع عن تقديم الخدمه نتيجه اما ان المستشفى امتنعت او ان الاخصائي مش موجود هو كمان او غايب عن المناوبه الليليه بتاعته، فبيترتب على كده ان الحاله قد تتعرض الى مضاعفات بتصل للوفاه. ده كان قطاع الصحه. في قطاع التعليم كنا بنلاقي ما يتعلق بفكره الغش وتسريب الامتحانات، ودي تم تلافيها يعني يمكن بشكل جذري. صحيح. بعد الاتجاه برضو للميكنه وللتطوير بتاع الحقيقه دي بتحسب جدا جدا طبعًا لمنظومه العمل الحاليه في التعليم ودكتور طارق شوقي الحقيقه والتيم اللي معاكم طبعا طبعا الحقيقه يعني. وكمان كانت الواقعات الخاصه بالتحرش بالطالبات او التعامل العنيف مع الطلبه والطالبات، يعني واقعات الضرب والتعدي بالضرب او التحرش زي ما قلنا، ده بالنسبه لقطاع التعليم. في المحليات او في الاداره المحليه كان النمط الابرز اما مخالفات البناء او البناء على الاراضي الزراعيه، دول كانوا اشهر واقعات مخالفات بناء او البناء مخالفات بناء الزراعي. يعني بيتبني ادوار مخالفه عدم تنفيذ الاحكام يا فندم برضو ده طبعا كبيرة. طبعا يعني انا بس قلت يمكن اكتر الاحصائيات، انما طبعا في حوالي 7 أو 8 أنماط، بس انا بتكلم على الاكثر شيوعا كان هم فكره البناء على الاراضي الزراعيه او البناء المخالف، ان بيبقى طالع رخصه لبناء معين يتم البناء بشكل مخالف او ادوار اعلى من الادوار اللي المفروض يتم البناء عليها. اكتر قضيه اخذت من وقت وجهد هيئه النيابه الاداريه في العمل والتحقيق حتى تم كشف الملابسات كلها وتقديم يعني المخالف خلينا نقول للعداله في 2017 كانت ايه؟
يعني لو قلنا في 2017 كان في قضايا كبيره كثيره جدا، يعني الـ يمكن التقرير تعرض لحوادث القطارات لان دي كان فيها ضحايا كبيره جدا. صحيح. وكان بيبقى تحقيقها كبير جدا، ده بخلاف الحادثه الاخيره دي كانت في 2018، انما حوادث القطارات اللي كانت موجوده في 2017 دي كانت بتاخد مجهود كبير جدا. الواقعات المتعلقه يمكن بالاضرار الماليه البالغه اللي بتبقى نتيجه وجود فساد في منظومه ما او استيلاء احد الموظفين او الرشوه، جرائم الرشوه اللي موجوده اللي بتبقى مبالغ كبيره قوي اللي بتبقى محتاجه اجراءات مستنديه كثيره جدا عشان تقدري توصلي للحلقه الكامله لواقعه الفساد ويتم ضبطها. كان في قضيه شهيره جدا يمكن دي كانت خدت وقت كتير لان عدد المتهمين كمان كان كبير جدا، اللي هي خاصه بدور رعايه الايتام. صحيح. الواقعات الخاصه بالانتهاكات والتعذيب والتعدي على الاطفال في دور الايتام. بالظبط. يعني افتكر ان هم كانوا حوالي 36 متهم، كان منهم رئيس الحي ومنهم كان يعني عدد ضخم جدا من المتهمين، وكشفت عن وقعات كثيره جدا يمكن النيابه عملت فيها معاينه كانت كبيره والتحقيق خد وقت طويل واجراءات كبيره جدا. دي من القضايا اللي افتكرها كويس في 2017. سياده المستشار، سؤالي الاخير لحضرتك، لمن يزرعون الياس ولمن يعتقدون انه مكافحه الفساد مش يعني ده كلمه بتتقال والناس الحقيقه، ودي بس اكتر حاجه عايزه اركز عليها، الناس اللي هي طول الوقت عايزه تنظر للنصف الفارغ من الكوب، بمعنى انه لما يتم كشف قضيه فساد من كل مؤسساتنا المحترمه، هيئه النيابه الاداريه، هيئه الرقابه الاداريه، النيابه العامه، مباحث الاموال العامه، يعني كل مؤسساتنا الجليله، يتم كشف فساد، الناس اللي هي بدل ما تقول لك والله برافو وعمالين كل يوم نطلع ونكشف فساد ونطهر من البلد، يقول لك يا نهار ابيض كل ده فساد في البلد، البلد باظت، مفيش بلد، مفيش امل. رساله حضرتك وأنت حضرتك يعني متحدث عن هيئة النيابة الإدارية المحترمة لكل أبناء الشعب المصري، في وقت محتاجين فيه جدا نقف مع بعض ونتكاتف عشان فعلا قبل ما نفكر نبني نطهر فساد للأسف الشديد استشرى في نسيج المجتمع على مدار سنوات طويلة. تمام. يعني حضرتك يمكن قلت نقطتين في غاية الأهمية. الفكرة الأولى الخاصة بالنظر لإحنا بننظر من أنهي اتجاه، أو الرؤية بتاعتنا بناخدها من أنهي اتجاه، هل هننظر إن إحنا لما بنكشف قضايا الفساد إحنا يا عندنا كل ده فساد، ولا هننظر إن إحنا عندنا مؤسسات فاعلة بالفعل بتكافح الفساد؟ ما هو حسب أنا بتشكل رؤيتي إزاي؟ لا، أنا رؤيتي لازم تبقى باينة، إن معنى إن الجهات دي بتنشط بهذا الشكل إن الشغل على مكافحة الفساد قائم على قدم وساق، وإن الشغل ده مسؤولية الدولة بتأدي دورها، وكمان مسؤولية على المواطن انه يؤدي دوره انه ما يشجعش على الفساد. يعني المواطن اللي بيروح علشان يتفادى اجراءات او يخالف القانون فبيتجه الى ان هو رشوة مثلا او ما يشابه، ده لازم هو كمان يكافح الفساد بدل ما يسهل للموظف ده ان هو يفسد. طب دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك بتقولي الارادة وازاي نعمل. يعني الفقرة اللي قبلي كانت رد بليغ جدا على اللي بيتكلم عن الارادة، وهزود عليها حاجة. لو احنا بعد 67 كنا قلنا خلاص احنا الموضوع انتهى وخلاص احنا القوات عندنا ضربت وما عندناش معدات وما عندناش اسلحه وخلاص والعزيمه في الارض، لو ما كناش بنينا الانسان المصري الاول وقوته وارادته وجلده عشان نوصل بعدها بست سنين فقط ان احنا نعمل عمليه قعد العالم يتكلم عنها حتى الان، وعلى يعني يمكن اللي ارى كويس انا ازعم اني قارئ للتاريخ، فكره المانع المائي بتاع قناه السويس ده مفيش دراسة اتعملت قالت ان ممكن يخرج هذا المشهد بهذا الشكل. اكثر الدراسات تفاؤلا كانت بتقول ان مصر يعني هتخسر حوالي 4 أخماس جيشها. انما اللي حصل ده كانت معجزة ليه؟ لان احنا امنا بنفسنا اولا. احنا بنتكلم على الصناعة وعلى التحديث وعلى وعلى، بس احنا كمان لازم نصنع الانسان المصري. الانسان المصري بيصنع منين؟ من اول البيت. من البيت للمدرسة، ثم الدولة كمان طبعا بتعمل دورها سواء كان في المدرسة أو فيما بعد. الإنسان المصري المتزن، الإنسان المصري العاقل، الإنسان المصري اللي بيدور على غد أفضل، ده أهم حاجة ممكن تتعمل في هذا العصر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة المستشار، وبشكر كل الزملاء مع حضرتك، وفخورة جدا إن احنا بنعمل يعني حضراتكم حقيقي طول الوقت على اتصال بوسائل الإعلام، مش لفكرة إنه الإعلام مؤثر أو مش دي النقطة، فكرة إنه ما يصل لوسائل الإعلام المختلفة من شكاوى وقضايا وهموم للمواطنين حضراتكم بطول الوقت بتبقوا مهتمين بيه. والحقيقة يعني بس للحق يقال إنه كثيرا ما يتواصل معي سيادة المستشار محمد سمير
لفقرات يعني بعيده عن النيابه الاداريه، يعني يعني حاجه نبقى احنا مثلا على الهواء بنعرض مشكله، بنعرض حاجه فيها فساد، بنعرض حاجه فيها قضيه معينه، الاقي ست مستشار مثلا بيتواصل معايا يقول لي لو سمحتي انا عايز ارقام المهتمين بالقضيه دي او اطراف القضيه دي، وبيبداوا التحقيق فعلا فيها. فده الحقيقه يعني بعد كمان يعني زي ما بيقولوا كده جوينج بيوند الهدف او ما بعد الهدف بتاعنا، انه لا احنا بنجري وراء اي قضيه فيها هموم للمواطن المصري. يعني انا العفو يا فندم لو تسمحي لي بس بتعقيب بسيط جدا، يعني احنا اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده والمجهود الذي بيبذل هو مجهود اكثر من 4500 عضو موجودين في النيابه الاداريه بترأسهم معالي المستشار اماني الرفحي، كلهم يعني كل واحد فيهم شايل جواه هموم مكافحة الفساد، ضبط المرفق الإداري بتاع الدولة، إزاي إن المواطن البسيط في أي حتة في مصر بيتقدم بشكواه، إزاي إن أنا أجيب له حقه، وإزاي إن هو ياخد حقه بالقانون ويشعر إن في جهة بتطبق القانون. فده يمكن مجهود الزملاء الواجب إن كان يتم إيضاحه. كل التحية ليهم وكل التحية لسيادة المستشارة أماني الرفعي، وكل التحية لحضرتك يا فندم. بشكرك جزيل الشكر سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي والإعلامي باسم هيئة النيابة الإدارية، شكرا لك يا فندم. شكرا. الحديث الحقيقة عن التعليم يخلينا طول الوقت نسأل، بكرة بداية المدارس، كل سنة وحضراتكم طيبين. التربية والتعليم في رؤية مختلفة، وأنا لسه من أسابيع قليلة لما كان ضيفي العزيز زميلنا أستاذ أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، كنت بقول لحضراتكم معاه على الهوى أنه أنا متفائلة جداً. والحقيقة مش أنا بشكل شخصي، يعني الآراء الشخصية لا يجب أن تطرح على السادة المشاهدين، لكن المتابع للشأن التربية والتعليم والمتابع للفكر الجديد والمنظومة الجديدة اللي احنا بنشتغل عليها للدولة ووزارة التربية والتعليم بتشتغل عليها، حقيقي خليك تشعر بالتفاؤل. لما بنتكلم على تجربة المدارس اليابانية، لما بنتكلم على التابلت، لما سيبك من التكنولوجيا والحاجات المتطورة دي، من الأساس بقى تتكلم على فكرة التعليم، حشو المناهج ده عايز أبطله، عايز أبدأ من رياض الأطفال، أبدأ من رياض الأطفال، الفكرة اللي كان سنين طويلة خبراء التربويين كانوا بيقولوها وللأسف ما كانش حد بيسمع، لما دلوقتي نسمع عن ده، لما دلوقتي نسمع عن فكرة إنه العلاقة بين الطالب والتلميذ، لما نسمع دلوقتي إنه لا نريد تلميذا يحفظ بشكل ما يصمش، مش عايزين التلميذ اللي داخل صامم المنهج وداخل عشان يقول كلمتين وخلاص، عايزين التلميذ اللي بيفهم، عشان التلميذ اللي بيفهم ده لما يكبر إن شاء الله بإذن الله هيبقى هو ده المواطن اللي بيدفع عجلة التنمية للأمام، وهو ده المواطن اللي حتى لو سافر بره هيرفع اسم بلده. وحنقول دايما ان الطالب المصري ان شاء الله باذن الله هيكون متميز جدا. بعد قليل هيكون معانا في ضيافتنا الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزاره التربيه والتعليم، هنتكلم ان شاء الله عن امور كثيره جدا وهنشرح لحضراتكم، وهو يمكن هيتكلم استعدادات وزاره التربيه والتعليم اللي عامل جديد، وهنفهم مع بعض ليه في اطراف كثيره وناس كثيره متفائله لهذه المنظومه. لكن بالحديث بقى عن الطالب المصري، تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير عن احمد اسماعيل. أحمد إسماعيل هو طالب مصري بيبتكر وبيصنع أجهزة من الحاجات القديمة، يعني بيعيد تدويرها، بيعمل بيها ريسايكلينج. أحمد عنده كم سنة؟ عنده 11 سنة، من مركز فوة التابع لمحافظة كفر الشيخ، والحقيقة أنه مقيد تبع الموهوبين في التعلم الذكي في كفر الشيخ. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا أمير مع أحمد إسماعيل، 11 سنة بيعمل ريسايكلينج، بيصنع منها أجهزة، ده الطالب المصري والنموذج اللي عايزين نشوفه. وبعدها على طول نتكلم مع الدكتور رضا حجازي عن التربية والتعليم وعام دراسي جديد وسعيد بإذن الله. أنا أخدت كذا شهادة من كذا مكان، ومقيد بالموهوبين والتعلم الذكي بكفر الشيخ. أنا أول حاجة عملتها مروحة، وكانت الحاجات قدامي هي كانت لسه مجسم، بس لما وديتها المدرسة قالوا لي عايزينها تشتغل بالكهرباء. قلت البابا يجيب لي موتور والسلك والمفتاح وكل حاجة عايزة، فبعدين وصلت كله وشغلتها بالكهرباء ووديتها لهم وكرموني. عملت كبة برضو من خامات البيئة، كانت قدامي علب فاضية فجمعتها على شكل كبة. وعملت كمان خلاط عبارة عن
علبة حديد وبرطمان بلاستيك. كان عندي مسابقة في المدرسة فطلبوا مني ان اعمل حاجة بتشتغل بالكهرباء بتبين مفاصل الرجلين والحركة الدموية. عملت الكواكب، جبت موتور وبطارية والمفتاح وجبت كور وبعدين لونتها. عملت أباجورة عبارة عن اسطوانة كرتونية والدويل بتاع اللمبة. أنا كمان بعرف أرسم، برسم بالفحم. رسمت سعاد حسني. نفسي أطلع مهندس وعالم زي أحمد زويل. نفسي أعمل ابتكارات تفيد بلدي زي مثلا نفسي أعمل غواصة، نفسي أعمل طيارات. بنصح الأطفال اللي زي إنهم يفضلوا يتعلموا ويبتكروا حاجات تفيد بلدهم. أنا اكتشفت الموهبة أحمد من سن صغير جدا قبل دخوله المدرسة. كان مختلف عن الأطفال، ما كانش بيحب يلعب زيهم، ما كانش بيحب يتفرج على التلفزيون ولا على الكمبيوتر. كان دايما يدور على أي حاجة في البيت عايز ياخدها. كان دايما بيدخل وراء المطبخ يدور على أي حاجة ياخدها عشان هو يركبها ويعمل بها حاجة. فعرفت ان هو في حاجة مختلفة عن بقية الأطفال، فبدأت من هنا أهتم بيه بقى. المفروض ان الموهوبين التعلم الذكي وظيفته ان هو بيبقى حلقة وصل ما بين المدرسة وما بين الوزارة. اللي زي أحمد المفروض ان في مرحلة الابتدائي انه بيتابع من 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 سنة أولى ابتدائي من تانية ابتدائي. المفروض ان يبقى في كل مدرسة مبلغ للنشاطات، ان انا اجيبها جاهزة للناس، ان انا اجيب الموهوبين والتعلم الذكي اجيب ناس تدرب داخل المدرسة. لكن انا مش هقضيها شهادات تقدير، انا عنده 50 شهادة تقدير. عايز منك دعم للمدرسة، عايز منك ناس متخصصة تخش المدرسة وتشوف الطلبة ديت محتاجة ايه، عايزك تتابع معايا انا كولي امر، وعلى الاقل يبقى في كورسات للطلبة ديت. من الطوارئ والاستعدادات في المنازل المصرية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد غداً السبت. الأمر لم يقف عند الأسر في المنازل فقط، بل شمل الحكومة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إن اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس ناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد، مضيفاً أن الدراسة ستبدأ يوم السبت المقبل في 3 صفوف دراسة بالمنظومة الجديدة للتعليم، وهم رياض أطفال أول وثان وأولى ابتدائي. رئيس الحكومة قال أيضا إن النظام الجديد لا يعتمد على توزيع التابلت فقط، وإنما التابلت جزء من المنظومة فقط، وإنه تم توصيل 95% من شبكة الفايبر لجميع المدارس، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من توصيل باقي المدارس في 5 أكتوبر المقبل. وذكر أن الحكومة تعاقدت على 708,000 تابلت لتوزيعهم على الطلاب، موضحا أن الحكومة سوف تتسلم اليوم 100,000 تابلت. وزارة التربية والتعليم استبقت الموسم الجديد بإجراءات جديدة. الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أعلن أنه سيتم حظر استخدام جميع الأجهزة المحمولة في جميع المدارس الحكومية المصرية على الطلاب والمعلمين، وكذلك منع التدخين بشكل كامل. وأضاف نائب وزير التعليم أن مصروفات المدارس الحكومية سيتم دفعها في البنوك للضبط المالي ومنع مشكلات الأعوام الماضية وإعداد قاعدة بيانات بالأيتام والأرامل وأبناء الشهداء. مع كل هذه الاستعدادات، هل ستنجح الحكومة ووزارة التعليم تحديداً في المرور بالعام الدراسي الجديد دون عوائق؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. عودة المدارس بتعني الكثير للأسر المصرية. بنلاقي كده حالة من التحول في المنازل، كده حالة طوارئ. ده بيحصل كل سنة، والحقيقة إنه مش المفروض ده يحصل،
وفي الدول المتحضرة والمتقدمة المفروض أن استقبال العام الدراسي أو الموسم الدراسي الجديد يبقى حاجة فيها تفاؤل وفيها أمل، يبقى فيه تنظيم، يبقى فيه أهداف معينة، يبقى فيه تواصل بين الطالب ولي أمره، ولي الأمر حتى لو مش على درجة علمية أو يعني ثقافية عالية، بس يبقى فاهم الطفل بيدرس إزاي وأسلوب التدريس بتاعه. طبعا ثانوية عامة بقى، وما أدراك ما ثانوية عامة، القصص اللي بتحصل عندنا كل سنة دي بقى لها سنين طويلة ما بتحصلش في العالم الحقيقة كلها، والكابوس والرعب لا طبعا، يعني المنظومة كلها لازم تتغير. والحقيقة والحق يقال إنها بالفعل بدأت تتغير، والحقيقة إنه في أبعاد لها علاقة بنواحي تقنية وفنية بنتكلم عنها كتير في الإعلام، فكرة التغير دي برضو بنشرحها للناس، لكن الفكر نفسه والتعامل نفسه مع المنظومة التعليمية دي مهم جدا إن احنا كل فترة نتكلم فيها، لأنه بناء الإنسان المصري زي ما الرئيس كتير استخدم هذا المصطلح، يعني الصحة والتعليم في المقام الأول، الصحة والتعليم، نعلم أطفالنا إزاي، نستقبل العام الدراسي الجديد إزاي، قرارات الوزارية الجديدة عاملين إيه في موضوع التابلت دلوقتي، واصلين فيه لفين، هيبدأ على طول يعني وزارة التربية والتعليم استلمت قد إيه من التابلت، هيتوزع إزاي، حظر استخدام الموبايل داخل المدارس الحكومية، حظر التدخين، كل الحاجات دي هنتكلم فيها إن شاء الله مع ضيفنا الكريم اللي منورنا في مساء دريم، الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ. منورنا يا فندم. ربنا كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك. أهلاً موسم بيك. دراسي جديد إن شاء الله يا رب إن شاء الله. في خير وأمل إن شاء الله بإذن الله. تحب نبدأ منين؟ عندنا محاور كتير قوي. أنا الحقيقة عايز بداية أهنئ أبنائي والمعلمين وأولياء الأمور ببدء العام الدراسي غدا. كنت اتمنى الحلقه تبقى بدري عشان اولادنا يبقوا صاحيين. اولياء الامور صاحيين. تمام. انا معايا سيل تليفونات جوه، لو تحب اولياء الامور يكلموا حضرتك يقولوا لك وعايز اقول لهم ويسالوك اتفضل. كل سنه وهم بجد طيبين. وان شاء الله ان شاء الله جميعا نشهد عام دراسي مختلف، وده اللي انا عايز اوضحه النهارده في الحلقه. عايز اقول ان احنا مش همنا ابدا ان احنا نودع معلومات في عقول الطلاب، بل لازم نساعدهم على بناء معرفتهم بأنفسهم، لأن إيداع المعلومات في عقول الطلاب بتصنع قوالب متكررة، ونحن الآن لا، هذه القوالب المتكررة لا تلبي متطلبات القرن 21 حقيقة. يعني أنا عايز أتكلم كتير في هذا الموضوع. طيب. عندي مجموعة رسائل لأولياء الأمور، للتلاميذ، للمعلمين، للإدارة. طب اسمح لي ابدا باللي حضرتك قلته دلوقتي. انا بقى يعني بعتقد ده من اهم النقاط في المنظومه التعليميه. تمام. الطفل ازاي المنظومه التعليميه اللي دلوقتي شغالين عليها اللي دكتور طارق شوقي بيقودها، حضراتكم جميعا في ظهره كده تيم واحد، الطفل ازاي هحوله من الدش والحفظ والصم. تمام. وفي اغلب الاحوال انا مش فاهم، انا بقعد احفظ كلمتين كويس عشان ادخل بس اكتبهم في الامتحان، ازاي هحوله لطالب بيفهم بيشغل دماغه، مسابقات علمية، عايز يدخل على الانترنت عشان يفهم، علشان هو تقييمه في الامتحان هيبقى على الفهم مش على الحفظ. التحول ده دكتور صعب جدا انه يحصل. لا ان شاء الله. لا 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 ان شاء الله يحصل بإذن الله هيحصل. انا بقولها هو وانا رئيس قطاع التعليم العام ومجموعة الناس في الوزارة والسيد الوزير، هيحصل بإذن الله. انا عايز بس خليني يعني اكلمك كده بالراحة واكلم السادة المشاهدين، هو يعني ايه تعليم اصلا؟ هو اعداد الفرد للحياه، بالذات التعليم قبل الجامعه، اعداد الفرد للحياة. تخيلي حضرتك لو انا عندي ابني او ابن حضرتك وانت قاعده تخليه همه الوحيد انه يحصل معلومات، لكن ما يعرفش يتصرف في المواقف المختلفه، ما يعرفش يروح السوبر ماركت ويشتري، لما تبعتيه السوبر ماركت وما يعرفش يشتري يبقى في حاجه هنا مشكله. التعليم هو إعداد الفرد للحياة. ما يعرفش يتعامل مع زلزال. ما يعرفش يتعامل مع زلزال. ما يعرفش يتعامل مع طفل في الشارع. ما يعرفش يتعامل مع أقرانه والمشاكل المختلفة ويعرف يميز بين الصح والغلط. الدنيا أنا مش هنفع أمشي ورا ابني، أنا لازم أعلم ابني التفكير الناقد إنه يقدر هو يقدر يميز بين الصح والخطأ. فالحقيقة لازم زي ما بقول لحضرتك كده، تعليم إعداد الفرد للحياة، فيجب أن تكون أنشطة التعليم من الحياة أو محاكاة للحياة، النشاط نفسه التعليم، مش إن أنا بقى أقعد أدخل مدرس علوم ومدرس رياضة ومدرس لغات، كل واحد يتبارى في إعطاء مادة علمية، وبالتالي ألاقي شخصية الطالب، فين بقى الطالب اللي يجمعها مع بعضها؟
واخد بال حضرتك؟ انا بس مهم قوي الكلام ده يوصل للناس، اجمعها مع بعضها. ولذلك احنا بنتكلم بقى على مناهج متكامله، وحده المعرفه متكامله بين عده مواد احنا عملناها. احنا بقى لمين دي؟ فلسفه المناهج الجديده، ان انا بعمل المناهج متكامله في متكامله فيما بينها، وبالتالي حققت وحدة المعرفة. فأشبه ما بأقدم للدارسين أو للتلامذة مواقف حياتية. طيب، وبالتالي يعرف يتصرف معاه. المناهج دي، التغيير في المناهج ده استعنت فيه بخبراء أجانب؟ أصلا على فكرة موضوع تغيير المناهج ده سنوات طويلة، ووزراء ووزارات متعاقبة جت اتكلموا ان احنا هنغير مناهج وما كانتش بتتغير. بص حضرتك، استعنا بخبراء من بره ولا استعنا بخبرائنا في مناهج هنا في انا مصر؟ عندنا لا لا إيه؟ بص حضرتك عشان نبقى واضحين، في خبراء طبعا من بره، مع مركز تطوير المناهج، مع عديد من الناس اشتغلنا على الكلام. انا بتاع مناهج بالمناسبه، يعني عشان تبقى مناهج وتقييم كمان. صحيح. وليا مؤلف كتب دراسيه. احنا في تجربه، كل ما بتجيب مؤلف عايز يدب ماده علميه، كل ما تجيب مؤلف عايز، وكان ده بقى يعني الانجاز بتاعه يعني. امال احنا عايزين ايه؟ لا ده انا بتكلم على القديم. احنا عايزين ايه؟ انا مش عايز، انا عايز احط اضع في كتابي مواد مفاهيم كبرى، مواقف كبيره، الطالب بص بقى حضرتك يربط، هو اللي المدرس مش يديله معلومات، المدرس يساعده على بناء معرفته، المعرفه، فالطالب هو اللي يطلع المعلومه. هي دي الرساله اللي انا عايز اوصلها النهارده. لو الباقه دي المدرسين، شوف انا بقول ايه، حلوا الانشطه للولاد، يبقى ولا كان حاجه حصلت. طب ما دلوقتي الام اللي قاعده بتسمعنا، انا بوجه رساله للام، هقول لحضرتك بقى، الام دلوقتي قاعده بتسمعنا، انا هتقمص دورها، هتقول لك ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ما العيال طول عمرها بتدخل تحفظ المناهج، تدخل الامتحان وتنجح وتعدي. ما تغيروش والنبي دلوقتي، طب اصبروا بس لما العيال تعدي. لا بص بقى، وبعدين غيروا براحتكم. السؤال، الخوف من التغيير. ما انا هقول لحضرتك، السؤال، احنا بن حريصين على الولاد دول زينا زي اولياء الامور، اولياء الامور حابين ولادهم يبقوا بيجيبوا درجات فقط، وبناء شخصيتهم مش قويه، لما يجي بره ما يعرفش يتصرف. هو ليه الاولاد اللي هم بتعلموا تعليم راقي بيبقوا عارفين يفكروا اكتر، بيبقوا عارفين لو موضوع مش عارفه يقدر يجمع فيه؟ انا عايز طالب يعرف يتصرف في المواقف، يبقى عنده تفكير ناقد، عنده يبقى حب استطلاع، كل ده انا عايزه، شخصيته ناضجه مستقل. احنا عندنا مشاكل في اولادنا حتى هم كبار. انا بقول لاولياء الامور الكلام ده، هل انتوا راضيين عن المنتج التعليمي يا اولياء الامور؟ والقاعده كده بتقول ان احنا علموا اولادكم غير ما تعلمتم، فانهم سوف يعيشون في زمن غير زمنكم. الزمن القادم انت الطالب الخريج هو اللي هيدور على وظيفه، هو اللي هيبحث على وظيفه، هو اللي هيهيئ نفسه للوظيفه، لكن ما فيش حاجه اسمها ان هو ايه وظيفه جاهزه موجوده. طب لو ما لو اتعلم بالتلقين يعرف يعمل ده؟ لا يمكن، لا يمكن. فاحنا هنا بنقول بقى متطلبات القرن الحادي والعشرين. طيب، ان انا عايز طالب يعرف يفكر، يعرف شخصيته ناضجه، يعرف يميز الصح الراي من الحقيقه. طيب، ده اللي بقوله لاولياء الامور. غيرنا في المناهج، بنغير في الاسلوب العلمي، كيفيه تلقي الطالب للمعلومه، الطالب مش هيبقى قاعد عمال يتدخل في مخه معلومات، بالعكس هو اللي هيشتغل عشان يطلع معلومه، فده هيخليه يفهم ويستوعب. هنربط العلم والدراسه بالمواقف الحياتيه. أيوة، كل ده شيء رائع. لكن برضو هيجي دلوقتي حد يقول لحضرتك، طب ده جزء من المنظومه التعليميه، موضوع المناهج والاسلوب العلمي. طيب الابنيه الدراسيه المتهالكه، الفصول اللي لسه فيها تكدس، بص حضرتك، كادر المعلمين وشكل المعلمين، هل حضرتك تشك لحظه ان احنا مش عارفين قضاء مشكلات التربيه التعليميه؟ مستحيل طبعا. لا عارفين، في كثافات، في كثافات، انا مش هقول لا ولا اقدر اقول لا، عندي فترتين، عندي كثافه اصول، عندي كثافه اصول، عندي ادي واحد، عندي معلمين، عندي معلمين، هل هم كلهم مؤهلين بدرجه عاليه؟ في مختلفين فيما بينهم، ولكن يبقى السؤال، ابدا بمين؟ ابدا بالرؤيه وبالانطلاق وبعد ونكمل مع بعض. انا معاكي تماما، انما لو انا بدات بالابنيه، واخد بال حضرتك، وسبت الفلسفه والرؤيه والتوجه والبوصله فين مش واضحه، يبقى ما عملتش حاجه. انما احنا بنقول العمليه التعليميه منظومه، انا متفق تمام، معلم ومتعلم ومبنى ومنهج و صحيح، عايزين نشتغل عليهم كلهم مع بعض، ده كلام 100% صحيح، لكن فيهم واحد واخد شويه اولويه اللي احنا بدانا بيه، مع إن هل العناصر الاخرى احنا سايبينها؟ لا، شغالين عليها. يعني ابنيه بنبني مدارس، بتدريب بندرب معلمين،
واخد بال حضرتك؟ فدي الفكرة. لكن يبقى عندنا رؤية لوزارة التربية والتعليم وفق رؤية مصر 2030 ان ده الخريج اللي انا عايزه بالشكل الفلاني، وبالتالي ادي المناهج اللي هي بقول عليها بقى المتعددة التخصصات اللي هي ورك بوك. على فكرة انا مش محتاج الطالب يبقى معاه كشكول، لان هو لما لو متعدد التخصصات ده النشاط فوق كده وصفحه برضه. بس ممكن اجادل حضرتك في جزء علمي؟ في جزء علمي طبعا. في كل انواع الدراسه في العالم يا فندم، حتى تلك التي تعتمد على التفكير وربط الامور ببعضها وربط، برضه في جزء حفظ لازم. لا يعني حتى في البوست جراديويشن، في الدرجات العلميه الاعلى، ماجستير والدكتوراه، مهما بنعمل ابحاث وبنقعد ندرس ونذاكر، بس في النهايه في جزء بتقعد تحفظ وتقرا. في حاجه اسمها الحفظ الخصب والحفظ الاصم. الحفظ الخصب والحفظ الاصم. تمام. الحفظ الاصم هو الذي لا يؤدي الى معنى. اما الحفظ الخصب هو الذي يؤدي الى مزيد من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب. فاؤيدك تماما. ولكنها هي الاساسيات. ولذلك احنا بنقول كده، عايزين المفاهيم الكبرى نديها للاولاد، هم اللي يعملوا التفاصيل بقى. ولذلك في كده بيقول لك، يعني عامل الطفل بيقول يا ريت تعاملوني زي النبات، ادوني الميه والاملاح ونصنع الغذاء لنفسي. يعني اديني المفاهيم الكبرى، اديني الاطر العريضه وانا ابدا اشتغل واجمع. فانا متفق معاكي ان في فاندمنتال، في اساسيات. طبعا، ما هي دي بقى اللي بنقول عليها اللي هو هينسج عليها علشان يكون بنيته المعرفيه. طيب. في هذا الكلام. طيب زي ما حضرتك قلت، هل اي حد عنده شك انه وزاره التربيه والتعليم عارفه كويس قوي ومستوعبه المشاكل؟ لا طبعا ما عندناش شك في ده. الاولويات بقى ماشيين فيها ازاي؟ الاولويات المناهج اتكلمنا فيها، مناهج التدريبات، التدريب، هيئه الابنيه شغاله في الابنيه، تغذيه الاطفال شغالين فيها، يعني العناصر المنظومه كلها فيها شغل. طيب لما يجي دلوقتي ولي امر او اي حد يقول لحضرتك يا دكتور رضا، الطفل اللي ممكن يبقى بيعدي من فوق ترعه عشان يوصل لمدرسته، بيمشي 2 كيلو على رجله، وعنده 6 اخوات في البيت ومش هو بس اللي في التعليم، يعني مشاكل بقى كتير قوي اجتماعيه واقتصاديه وكده، هتديله تابلت؟ لا، احنا بنتكلم على طالب ثانويه عامه، اولى ثانوي. ده فيها مشكله. التابلت للصف الاول الثانوي فقط، وليس لكيجي ولا اولى ابتدائي ولا الكلام ده خالص. اولى ثانوي بس. التابلت انا بقولها اهو تاني، التابلت للصف الاول الثانوي. وعايز اقول التابلت وسيله، وده كلام لسه منزلين خطاب سياده الوزير موقعه امس. بيقول ايه بقى؟ سنه اولى ثانوي هذا العام هي سنه لا تضاف درجاتها للثانوية العامة. يعني أولى ثانوي هذا العام درجاتها اللي هياخدوا التابلت، اللي هياخدوا التابلت مدرجاتها ملهاش علاقة خالص بمجموعه في الثانوية العامة. طالب هيمتحن امتحانين، بس عشان أوضح الكلام ده جدا، في نهاية الفصل الدراسي الأول في كل مادة امتحانين مرتين بينهم فاصل زمن، وناخد أعلاهم في الفصل الدراسي الإيه؟ الاول. يبقى انا داخل مش مجموعهم، اعلاهم مش مجموعهم، لا 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 اعلاهم. وبالتالي يبقى انا عندي اريحيه وانا بشتغل عندي، وده دايما في التقييم يقولوا كده، من الفرصه الوحيده الى الفرص المتعدده. يبقى انا عارف ان عندي فرصه كمان في الفصل الدراسي الثاني، همتحن كمان مرتين في مين؟ في ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني. عشان الكلام ده كلام عليه لغط وانا كاتبه عندي اهو، المناهج الممتده. يعني ايه مناهج يعني ممتده؟ إيه؟ احنا زمان كان الطالب بياخد الكيمياء مثلا، الكيمياء 4 فصول، كان يخلصها في الفصل الدراسي الاول وما ياخدش فيزياء، يجي في الفصل الدراسي الثاني يدرس فيزياء ويخلص الكيمياء. حلو. فده علميا مش سليم. الممارسه الموزعه افضل من الممارسه المركزه. فبقى الكتاب بتاع الكيمياء بدل ما هو واخد 4 فصول في الفصل الدراسي الاول هياخد 2 فصول بس. مع حضرتك بس عشان الكلام ده يبقى واضح للناس. بدل ما كان بياخد، بدل ما بياخد الكتاب كله، الكتاب كله بقى الكتاب على مدار الفصلين. فبقت كل المواد اللي عليه على مدار الفصلين. نقف هنا بقى وقف، همتحنه في الفصل الدراسي الاول في الوحدتين اللي درسهم بس. حلو. في الفصل الدراسي الثاني بقى في الفصل الدراسي يمتحن اول وحدتين؟ لا، برافو عليك. لا، ده سؤال لازم يوصل. همتحنه في الفصل الدراسي الثاني في الوحدتين بتوع الفصل الدراسي الثاني. واخد بال حضرتك؟ هيجي لي سؤال، طيب طالب جمعت له درجة الفصل الدراسي الأول على درجة الفصل الدراسي الثاني طلعت أقل من النص، هنعمل إيه؟ لا، باقي للإعادة. لا؟ باقي للإعادة. ليه؟ بس عشان واضح،
هيقول لك وفين الدور الثاني؟ ما انا عملت لك في الدور الاول اديتك فرصتين مرتين فرصتين واديتك في الفصل الدراسي الثاني مرتين وبينهم فاصل زمني يبقى كده اربع فرص يبقى اربع فرص اثنين في الفصل الدراسي الاول واثنين في الفصل الدراسي الايه؟ الثاني ومعايا حضرتك وبالتالي لو جمعنا دول على بعض وما جابوش ال 50% كده كان الطالب باقي الاعداء لهذا العام لكن بقى الحته اللي عايز اكدها في لما عندما تتطبق منظومه الثانويه العامه الجديده الموضوع مختلف لما القانون يتغير ويبقى عندي بقى اولى سنه وهاخد منها 20% ثانيه سنه وهاخد منها 40% ثالثه سنه وهاخد منها 40% اضعهم في حصاله الطالب مركزه معايا مركزه جدا ده نظام استراتيجي ده. مفيش بقى رسوب في اولى ولا ثانيه ولا ثالثه في المنظومه الجديده بالراحه بقى فانا ما بقاش هدفي اني انجح واسقط بالراحه بقى عشان الحته دي لازم اوضحها انا هدفي افهم في منظومه جديده عام 19 20 ايوه الطالب اللي داخل اولى ثانوي اي درجه هيجيبها قليله كبيره بقى مش هقول له انت هيطلع تاني طب ما مش هيذاكر هيقول لك ما انا كده كده لا تاني. ما هتاثر على تراكمه ما انا هقول لك اهو كويس احنا في تانية الدرجه اللي هيجيبها هطلعه ثالثه الدرجه اللي يجيبها في ثالثه هاخدها اقوم جامع للثلاثه على بعض اولى مع ثانيه مع ثالثه طلع بقى اقل من النص ده بقى يرسو يعيد في الماده دي بقى حسب ما القانون هيطلع بقى. لان اديته هنا ثلاث فرص اديته اولى وثانيه ده هم سته بصراحه اتنين واتنين واخد بال حضرتك يعني قصدي مجموعه اولى ومجموعه ثانيه ومجموعه ثالثه 12 فرصه بالمناسبه لان انا عامله في الفصل الدراسي الاول وفصل الدراسي الثاني في الفصل الدراسي الاول وفصل الدراسي الثاني فصل الدراسي الاول وفصل الدراسي الثاني اللي انا بس عايز اوصله لا رسوبه في المنظومه الجديده في اولى وفي ثانيه لكن لو انت ما ذاكرتش واعتمدت ان مفيش سقوط كده كده هيأثر على مجموعك التراكمي في الاخر لان انت عندك حصاله فانا هنا الرعب والفزاعه بتاعت سنه ثانويه عامه السنه دي ما بقاش رعب وفزاعة هو بقى منظومة متكاملة على ثلاث سنين بص يا استاذة منى اللحظة الفورية زي الصورة الكاميرا كده بتاخد اللقطة ممكن ما تبقاش معبرة لكن كاميرا فيديو مستمرة عاطية صورة معبرة فالتقييم لما يبقى مستمر صحيح بيبقى أكثر صدقا وأكثر تعبيرا عن أداء الطالب بحقه والحقيقة أكثر عدالة وأكثر عدالة هو كمان واخد بال حضرتك ده ومن الفرصه الواحده الى الفرص المتعدده معروفه كده دي من اسس التقييم الجيد يعني ابجد هوز شغل تقييم يعني فانا بقول لحضرتك بس عشان الحته دي عامله انا كاتبها عندي اهو المناهج الممتده والدور الثاني المناهج الممتده ان انت هتدرس المنهج طول العام وهتمتحن فصل دراسي الاول فيما درسته وهتمتحن الفصل الدراسي الثاني فيما درسته. فيما درسته في الفصل الدراسي الثاني. واعلى درجتين من الاولاني على الثاني هيتجمعوا، نجحت الف سلام مبروك. ما جبتش ال 50% ده سنه اولى ايه؟ ثانوي. اولى ثانوي. اما في المنظومه الجديده من 19 20 وهناك خطاب بعتناه يوم الخميس اللي انا بقوله ده. في المنظومه الجديده 19 20 اي درجه هتجيبها من الاربع محاولات من المحاولتين والمحاولتين يعني الاربعه هتتعلق في حصلتك وفي ثانيه هتتعلق في حصلتك وفي ثالثه هتحط في حصاله ونفتح نفتح الحصاله نشوف انت جبت ايه شفت انت جبت كام اذا لا رسوب لا في اولى ولا في ثانيه في النظام الجديد 19 20 بعد تغيير القانون باذن الله ده قانون التعليم الجديد طبعا لسه في البرلمان ان شاء الله هيتناقش لا لسه طبعا لازم بس حضراتكم قدمتوه للحكومه في تقديم للبرلمان في تقديم لا هو بيبقى بيتبعت لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء بيبعت له تمام ده جزئيه الحقيقه اللي احنا من نسبه ثانوي الهدف ليس التابلت عايز اقول لهم بقى يعني التابلت يا فندم مش هدف هو وسيله بمتحن بيها ما 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 ما, ما هوش موجود همتحنك ورقي مرتين خلي بال حضرتك يعني انا في الفصل الدراسي الاولاني ده فرضنا ان التابلت اتاخر لاي سبب الاسباب همتحن الطالب امتحانين بينهم فاصل زمن ورقي دي له امتحان ورقي كده واخد بال حضرتك تمام وموجود التابلت همتحنك طيب. الكتروني لسه كنت هقول ولو التابلت جه همتحنك الكتروني هعمل ايه يا فندم قدامي التابلت اهو هعمل ايه لا يعني بص بقى هو في بنك اسئله اه بنك الاسئله ده بيقوم رامي على المدرسه امتحان
فالطالب بيفتح زي ما كلنا بندخل الامتحان توفل او اي سي دي ال. المدرس اللي واقف بيبقى عنده الاسئله من قبلها؟ لا لا خالص. لا مراقب لا لا. اي حد لا لا. عنده الاسئله؟ انت بتسالي اسئله رائعه والله. الله يخليك. لا بتجاوبي يعني ايه عايشه الطرف الاخر. انا حاطه نفسي يعني مكان ولي الامر والام اللي قاعدين دلوقتي معانا. المدرسه بنزل لها الامتحان على التابلت بتاع الطالب. فالكل اللي واقفين ما يعرفوش الامتحان. ولا نظر مدرسه ولا مراقب خالص. ولا مدرس ولا اي حد. وبعدين في بقى باركود وفي حاجات كده بتقول ان الامتحان الواد ده الطالب ده هو بتاعه. ولا مدرس هيدي الاسئله للمجموعه اللي معاه؟ مفيش الكلام ده. لا هو بصي هو الثانويه العامه مشكلتها في ايه؟ ان احنا كلنا بنجهز الاولاد للامتحان. مصر كلها بتجهز الطالب للامتحان. صحيح. فتلاقي اسئله مراجعه واسئله تدريبات، فتبص الطالب دخل الامتحان لقى السؤال زي اللي حله قبل كده. فحتى لو السؤال بيقيس مستويات عليا ما عادش بيقيس بالطالب ده مستوى عالي لانه السؤال مر عليه قبل كده. انا عايز طالب يفهم ويستوعب ولما اديه اساله ويجي له موقف جديد يعرف يتصرف فيه. طيب انا في الامتحان فالبنك بنك الاسئله مليان في عدد كبير من الاسئله. طيب فهيبقى الاسئله مش متوقعه من الطالب. مش متوقعه. بصي ما شافهاش هي. لكن شاف زيها عادي. عشان بس طبعاً. اطمن الناس. طبعا. طيب انا قاعده في الامتحان ومعايا التابلت، بنك الاسئله هيرمي السؤال كلنا في وقت واحد في لحظه واحده بنفتح كل واحد بالباركود او الريفرنس نمبر المدرسه. حلو قوي. ببدا اجاوب الكتروني. تمام. معك قلم بتكتب بيه على الشاشه زي القلم بالظبط على التابلت يعني. طب ما هو سؤال فعلا سؤال مهم قوي. طب ما هو المنهج موجود على التابلت، انا ممكن اغش وادخل. لا الاسئله اللي احنا عاملينها شويه حتى لو انا يعني بصي لما نيجي نمتحن احصاء زمان كنا بنعمله هنا ايه؟ فاكره؟ اصل الاحصاء دي كانت ما انا بقى جايب لك اسم حضرتك جبت اصعب ماده تاخد بيها نموذج. كانوا بيجيبوا لنا القوانين. فاحنا هنمد الطالب بالمعلومات اللي هو يحتاجها. كان دايما يقولوا لنا في الاحصاء لو فهمت القوانين بس احفظتها. لا مش انا مش عايزك تحفظ قانون. لو فهمت القوانين هتحل اي مساله. تستخدم القانون ده امتى في الحته دي؟ ده الاحصاء. صح كده؟ صحيح. يعني استخدم كاسكور امتى، تي تيست امتى كده، مش وهك في دلتا امتى، مش كده كل حاجه. فاللي انا عايز اقوله ان احنا زي ما انا في ستيم بدي الجدول الدوري مع الامتحان. انا عايز الطالب يحفظ الجدول الدوري. مش عايزه يحفظ الجدول الدوري، واخد بال حضرتك؟ بدي له الجدول الدوري بس هو ايه بقى يبدا يشتغل عليه ياخد منه ويعمل كذا عادي جدا، لان الاسئله اللي انا طالبها مش طالبها انه يسمع لي الجدول الدوري. فما تقلقيش في دي. احنا عندنا اسئله تقدر انا عايزك توظف اللي انت ما عنديش مشكله ان الطالب في ايده التابلت في الامتحان بيجاوب على السؤال وهو المنهج بتاعه على التابلت. ما عنديش مشكله دي. يعني بصي خلينا نقول المنهج هنمده بمعلومات يستخدمها، دي هتتنظم شويه. طيب الرئيس كان برضو بيتكلم على فكرة يعني بيتابع مراحل استلام التابلت، مراحل التصنيع كمان، وامبارح في شحنه اعتقد استلمتوها. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع، لان انا عايزه اتوقف كده لحظات عند كلمه مهمه جدا قالها الدكتور رضا حجازي، انه التابلت هو وسيله وليس هدف. انا هستخدمه عشان اوصل للفكر واسلوب التعليم اللي انا عايزه، مش هو الهدف اللي انا عايز اوصله. تعالوا نشوف مع بعض. دكتور طارق اتكلم على التابلت وقال ان دي تكلفته الماليه كبيره وده صحيح. احنا فوق الالف جنيه مش كده؟ قبل كتير. ما انا بس عشان زمايلنا او الشعب المصري يسمع ده، انا هو متصمم للعمليه التعليميه اللي احنا بنعملها مش كده يا دكتور؟ بالظبط. احنا نجيبه بمستوى معين وبقدرة تحمل معانا، بس انا بقول عشان ده رقم كبير قوي مصر دفعته لاجل خاطر ابنائها ولسه هتكمل في المراحل اللي بعد كده. طيب التابلت اللي قعدنا كلنا بقالنا شهور بنتكلم عليه من اول ما طرح الكلام عنه دكتور طارق شوقي، وبداوا الساده المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم يطلعوا في وسائل الاعلام المختلفه يشرحوا فكرته. فكره يا دكتور رضا، وبجدد الترحيب بحضرتك مره ثانيه، منورنا. يا رب يخليك، اهلا بيك. التابلت اولا الشحنه اللي استلمتوها امبارح هيبدا يتوزع ازاي؟ الاليه هتبقى ايه؟
بص حضرتك، احنا شرحنا كتير قبل كده انه هيبقى في عهده الطالب وفي ريبير، يعني لو حصل فيه مشكله او التعامل معاه ازاي يا دكتور؟ اتفضل. هو بص حضرتك، انا ما اقدرش الا اجيبه واوزعه، ما ينفعش. هيبقى عندي مدارس بتشتغل ومدارس ما بتشتغلش، فلازم يجي يتخزن وبعدين نطلعه مره واحده، كل الناس تاخد مره واحده. بس عشان تبقى واضحين كده مع بعض. انا هو طبعا العدد اللي مطلوب كميه كبيره. قد ايه مطلوب؟ مطلوب 700 الف تابلت. واللي معانا قد ايه دلوقتي؟ ال 100 الف اللي جم. ال 100 الف. فاللي انا عايز اقوله ان انا ما عنديش مصنع فيه 700 الف مره واحده ابدا، يعني على مستوى العالم، يعني عشان بس تبقى عارف. فاحنا ال 100 الف يجونا هنخزنهم، وبعدين لحد ما يبقى عندنا العدد نبدا نوزع. ده بقى قد يكون متوقع يبقى في يعني في نهايه الفصل الدراسي الاول باذن الله. باذن الله. وانا بقول اهو مره ثانيه، هنمتحن ورقي او نمتحن ورقي في حاله غياب التابلت، او الكتروني في حاله وجود التابلت باذن الله. باذن الله. تمام. طيب انا عندي حاجات كتير عايز اتكلم فيها، وعارفه ان حضرتك كمان مجهز نقاط كتير عايز تخاطب بيها اولياء الامور. تحب نتكلم على المستوى الرفيع؟ الناس بتسال عليه برضه. هو بص حضرتك، انا عايز اقول كتاب الانجليزي بتاع كونكت والباقه اللي باللغه الانجليزيه فيهم لغه انجليزيه كبيره جدا. انا 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 مشفق يعني على المعلمين اللي هيدرسوا الباقه باللغه الانجليزيه، لان فيها ديالوج، فيها حوار. واحنا يعني نتكلم بصراحه، في اغلب المدارس الحكوميه عندنا مشكله يا فندم في اللغه الانجليزيه في التعليم. هي لا، هي انا بتكلم على المدارس اللغات والتجريب. لان هي اللغات الباقه مترجمه لمين؟ للتجريب، للرسم لغات، وللمدارس الخاصة لغات. مش موجودة خالص في الحكومة. لا، الحكومة العربي. عربي كلها. وده اللي كنا بننشده، انها تبقى بالعربي. هم يعني الأولياء الأمور طلبوا ده. لأن فيها حوارات وفيها ديالوج. أنا يعني سيادة الوزير أمس كلم إن ممكن إن شاء الله يعني في خلال 15 يوم يبقى عندنا كتاب تاني كونكت بلس. ده يبقى هو كأنه في لغة زيادة للمدارس التجريبي أو الرسم لغات والخاص لغات والقومي. طب الكونكت بلس ده هيسهل ايه؟ لا، ده كانه جرعه زياده من اللغه الانجليزيه، كانه بديل المستوى الرفيع. واحد يجي يسالني بقى سؤال. الله، وانتوا ليه اخترتوا ده؟ ما اخترتوش حاجه تانية ليه؟ ده ما سبتوناش مع الكتب اللي معانا ليه؟ صحيح. ده سؤال. وسؤال مهم برضه. ولا مظبوط؟ صح جدا. انا عايز بس اقول ان احنا مناهجنا ماشيه بفلسفه. انت زمان، وكنت اللي انا كنت عايز اقوله في الاول، ان احنا كل ما بجيب مؤلف يالف يقعد يدي غزاره الماده العلميه. يا عم انا مش عايز غزاره الماده العلميه، انا عايز مفاهيم كبرى وانشطه والطالب يشتغل. فالمحاور بقى اللي ماشيه بقى، وده العالم كله، والاي بي على فكره ماشي محور كبير اسمه من انا، بعدين المحور الثاني العالم من حولنا، وبعدين المحور الرابع اللي هو كيف يعمل العالم، المحور الرابع والاخير التواصل. لا ثواني، من انا؟ من انا؟ وبعدين؟ وبعدين عالم من حولي. وبعدين كيف يعمل العالم؟ وبعدين التواصل. ايه بقى الحكايه دي؟ دي اسمها محاور. جميع المناهج واخده نفس المحاور. هل من انا دي يعني انا مين؟ انا مين؟ انا اسرتي مين؟ انا بيئتي فين؟ ده بالنسبه مثلا لجريد 1. تمام. هيعلى بقى شويه، هيعلى شويه، هيبدا بقى ياخد البيئه المحيطه، هيبدا يتوسع للمدن، للعواصم، وهكذا. الشوارع، امشي ازاي، اروح فين، الحاجات. بصي، لما نيجي نتكلم، لما نيجي يا دكتور نتعلم لغه اجنبيه، نيجي نتعلم انجليزي، فرنساوي، ايطالي، دي الاساسيات فعلا. انا اتكلم عن نفسي، ماي نيم از كذا، انا اسمي كذا، برافو عليك، اي ستادي كذا، هي كده، او اي ورك كذا. فاحنا عندنا بس عشان انا من انا، وبعدين ببدا اخرج من البيئه المحيطه، البيئه توسع شوية. توسع شويه، توسع سبايرال كده، حلزوني. بص بالراحه بقى، لان دي مهمه. على فكره مدارس الاي بي في مصر بتعمل كده، والاي بي العالم بتعمل كده، واحنا واخدين روح الاي بي بالمناسبه يعني. ودي فلسفه تعلم اي لغه اجنبيه. احنا عندنا المناهج على مستوى مصر كلها في اللي جاي واللي رايق وان شاء الله في كله هيبقوا اربع محاور. من انا؟ يبقى العربي بيقول من انا، العلوم من انا، الدراسات من انا. انت معايا حضرتك؟ وبالتالي يتلاقوا. ما انا عايزهم يتلاقوا، امال انا قلت تكامل ازاي؟ انا كان عندي يا فندم حاله نشاز بين المناهج. ما هو ده، ما هي دي بقى اللي كنا نقدر نقول ايه، اولياء الامور لك المناهج كتيره شيلوا حبه وملهاش علاقه ببعض كده، مش مطلعه شخصيه، مش مدياني طفل فاهم. بص حضرتك بس عشان افتخر بيه كده وابقى حاسه ان دماغه عاليه. انا دلوقتي بقول من انا، وبالتالي لما باخد علوم عربي، رياضه، دين، تربيه دينيه حتى كمان، كلها من انا. فتبص تلاقي ان انت
ما عادش فيه الحاجات الزياده خلاص، اللي عالجته هنا شلته هنا، ما عادش فيه تكرارات اللي كانت موجوده في قبل كده، ولذلك انا ما اقدرش اشيل حاجه خالص الوقت معايا حضرتك. فمن انا دي بقت ماشيه اولى ثانيه ثالثه حسب خريطه المدى والتتابع، وفي اطار عام مناهج موجود مرسوم لحد ثالثه اعدادي، واخد بال حضرتك؟ مرسوم ده الوزاره انجزته بالفعل خلاص. فانا ببدا بمشي واسع كده. انا بقى لو جبت كتاب مستوى رفيع يعني مش ماشي بنفس الفلسفه يبقى عندي بروبلم، عندي نشاز طبعا زي ما بقول. فاحنا بس عشان ايه الدنيا تبقى واضحه، انا ده اللي انا بقوله، الكتب كلها مبنيه في فلسفه اربع محاور. من انا وتم الاتفاق على الاستراتيجيه دي خلاص. طبعا خلاص احنا ماشيين على ده فريم ورك اتوضع خلاص، فريم ورك اتحط خلاص. امال هشتغل امال بنات المناهج دي ازاي؟ هو انا بنات المناهج اللي موجوده في ايد الولاد دول كده من غير فريم ورك؟ طيب ومن غير وثيقه منهج لكل كتاب؟ طيب طب معلش انا النقطه دي تهمني قوي، الخوف من التغيير، ودي ظاهره نفسيه معروفه، الخوف من التغيير موجوده عند اولياء الامور يمكن اكتر من الطلبه نفسهم. لا انا هقول لك يعني بص حضرتك هنتعامل معاها ازاي يا فندم؟ لان انا عايزه ولي الامر يساعدكم موجود عشان انا كاتب ده. رساله لاولياء الامور اهو، الموقف اللي انا فيه مع حضرتك النهارده جزء من اداره التغيير، بنشرح ونوضح اللي هو الاويرنس الوعي الموجود والتوعيه اللي احنا بنعملها دي، واحنا اشتغلنا حوار مجتمع كتير صحيح ومحتاجين، وفي الفتره القادمه هتزداد، وانا بقول لحضرتك اهو الفتره القادمه هتزداد، لان لو الناس كلمتنا بمفردات الكلام المنهج القديم او الفكر القديم واحنا ماشيين بمفردات، يعني مثلا الفكره دي الامتحانات وانا بتكلم تقييم صحيح، هنلاقي نفسنا مش عارفين نشتغل مع بعض. هتغيروا المنهج يعني ايه؟ يعني ابني مش هيبقى معاه منهج يقعد يحفظ بيه ازاي؟ ولذلك انا هنا بقى بقول يعني بقول فرصه بقى اقولها لهم يعني معلش يعني. اتفضل. بقول للطلبه او التلامذه استمتعوا بالتعلم واندمجوا فيه وفكروا فيه ووظفوا في حياتك لما تخرج في نفس اليوم. لان انا اعطي لك مواقف مش هعطي لك معلومات مجزأه، فهتبص تلاقي في منها في بره في المجتمع المحيط. حضرتك طبعا ادرى مني انه في العالم كله بهيئ التلميذ اللي في المدرسه عشان يدخل لبيئه الجامعه بعد كده. دي في مراحل وده ما كانش عندي الحقيقه. تمام. ما كانش موجود هنا عندنا، هنشتغل على ده ازاي؟ لا ما انا بقى كويس، انا الوقت لما ابني الانسان ابني عقليته معايا يا استاذه منى، ابني المنتاليتي بتاعته، ابني دماغ البنيه المعرفيه بتاعته، وابني وجدانه، وابني مهاراته، حطيه مطرح ما اي مكان هينجح. وده اللي انا بقوله لاولياء الامور، عايزين نخلي ابنك البنيه المعرفيه بتاعته جيده، وجدانه جيد اهو انا بشاور اهو، مهاراته عاليه، وبالتالي في الحاله دي يبقى نمو كامل. النمو الكامل ده خلاص هذا الانسان تستطيع انه يستقل ويشتغل ويعتمد ويواجه المواقف ويتصرف ويفكر تفكير ناقد ويفرق تفكير علمي ويقدر يحل مشكلات ويضع حلول للبدائل. خلاص عايز ايه؟ ده اللي احنا عايزينه. ولذلك انا بقول لهم برضه بقول للطلبه معلش زي ما بقول لهم استمتعوا بالدراسه، بقول له ودي رساله موجوده على مكتبه هارفارد بيقول الم الدراسه لحظه وتنتهي لكن اهمالها يستمر مدى الحياه. ألم الدراسة لحظة وتنتهي. لكن إهمالها يستمر مدى الحياة. ألمها يعني ألمها يعني أنا المجهود طبعا المجهود أنا عايز أقول له اشتغل على نفسك برضه لأن هتتقدم وهتبقى مبسوط هتسهر بالليل وتقعد تذاكر وتفهم يعني. وتفهم وتبحث وتدور هنا وتجيب هنا وتدخل على بنك المعرفة من هنا، ده كله لازم تشتغل واخد بال حضرتك، واشتغل مع زمايلك في المجموعات ولما تكلف بنشاط سوا كمجموعه تشتغل معاهم، مش تريح بقى كده وتقول ايه خليهم هم يخلصوا. ولذلك انا بقولها الم الدراسه لا او تعب الدراسه خلاها تعب الدراسه مجهود الدراسه لحظه وينتهي بينما اهمالها يستمر مدى الحياه. صحيح. ده نصيحه ليا مني انا كاب لاولادي الطلبه لازم يعملوا. طيب اولياء الامور بقول لهم ثقوا في ابنائكم لا وما تقارنوش ولادكم ببعضهم، الله يخليكم.
كل واحد نسخه ما فيش قوالب. شوف اخوك متفوق ازاي في المدرسه، شوف ابن خالك عامل ايه وكان نجح جدا. كل طفل بصي كل طفل مختلف عن الاخر، وكل واحد ليه قدراته، وكل واحد له ابتيتيود واستعدادات وقدرات مختلفه اللي هينجح فيها في حياته. احنا مش عايزين قوالب متكرره، انا عايز ولادي كلهم شكل بعض بطريقه واحده، ده مش هينفع لان هم مختلفين هم كمان، وما نقارنهمش ببعض حتى في التقييم، لا نقارن التلميذ بغيره بل نقارنه بمدى التقدم الذي طرأ عليه، هو كان ايه وبقى ايه، لكن ما اقولش انت فين وزميلك فين، انا مش عايز تنافس، انا عايز تعاون، واخد بال حضرتك؟ فده كله يعني لان انا لما بحط المعلومات في دماغ الولاد انا بعمل قوالب متكرره. هو بره دلوقتي الفلسفه دايما حتى في كل المنظومات المختلفه مش بس في التعليم، يقول لك let's compete not compete. الله ينور عليك، دعونا انا اقولها لك انا بقى اقولها لك بطريقتي ولا نتنافس بقى. اقولها لك انا بطريقتي بقى. صحيح، التنافس بين الافراد يخلق انانيه، بينما التنافس بين المجموعات يخلق تماسك داخل كل مجموعه وتكامل. الله ينور. معلش انا معايا بعض الاتصالات. لا انا بس عايز اقول كلمه لازم اقولها، معلش انا اسف طبعا يعني. لا يا فندم، انا بقول لاولياء الامور والمعلمين لا تتسرعوا بامداد التلاميذ وابنائكم بالمعلومات، بل ساعدوهم في بناء المعرفه. كتاب الباقه عباره عن انشطه، لو حلتها للطالب يبقى كل اللي عملناه لن يتحقق. المشهد اياه ده بتاع الام اللي واقفه بره سور المدرسه في الامتحان، ابنها جوه في اللجنه مره ثانيه باكد والله ماسكه ميكروفون او ماسكه الموبايل بتكلمه. ليه عمل ليه لغينا كتاب خارجي؟ ما عشان ما هيحل الاسئله، هيحل الانشطه نفسها. انا عايز الطالب، بصوا بقى دي رساله لاولياء الامور وللمعلمين، لو دخلت الدراسه تحل الانشطه دي انت للطلب للتلامذه يبقى الفلسفه انتهت. امال انت بدورك تساعدهم على انهم يشتغلوا مع بعض، وتوجههم، انت ميسر ومرشد منسق لعملية التعلم، تساعدهم على انهم يندمجوا، تساعدهم على انهم يندمجوا في التفكير، على انهم يستمتعوا، على انهم يبدأوا يعرضوا وهكذا. انت منسق ولست ملقن، خلينا نقول فاسيليتيتور او ميسر. ميسر هقول حاجة، معلش انا عارف بس معايا لا عشان بس الناس مستنية على التليفون، معلش يا دكتور رضا، وهنرجع تاني. اسمع فانسى، ارى فاتذكر، اعمل فافهم، ساعد الطلبة على انهم يشتغلوا. انا على فكره سعيده جدا بحماس حضرتك حقيقي والله. لا ان شاء الله. لا. والحماس ده، وانا قلت الكلمه دي للاستاذ احمد خيري لما كان معانا، الحماس اللي عند حضراتكم جميعا باختلاف طبعا المجالات العمل والتخصصات والخبرات الحياتيه كمان، ده مدينا احنا بقى مؤشر انه انتم مقتنعين قوي باللي بتعملوه. بصي في علم التنميه البشريه التغيير ده باذن الله هيحصل ايا كانت الصعاب اللي في علم التنميه البشريه لابد ان يكون لك حلم حتى تحققه. صحيح. استاذه اميمه اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى، عامله ايه؟ اهلا بيكي. معك الاستاذه اميمه ابراهيم، مواجهه لغه انجليزيه من المنيا. اهلا وسهلا بيكي. سلامي للاستاذ رضا حجازي، واضح ان هو بيتكلم عن فهم عميق بجد بجد، جميل انك تلاقي انسان واعي وعنده فهم. اكيد طبعا كلنا بنؤمن بالتغيير، فان لما نتغير بجد الجمود ده بيقتل الانسانيه كانسان حتى. التغيير مهم جدا جدا، وزي ما قال الاستاذ رضا يعني حتى tell me I will forget, show me I will remember, but involve me I will learn. ان المدرس فعلا والمعلم بيكون facilitator or to facilitate to guide people inside the class. لكن انا والله انا بامانه مع النظام ومع التغيير بوجه عام، انما انا بسال for not against بامانه شديده. انا جدا عايزه اغير وجميل و بس كمبنى مدرسي ينفع اللي انا اتعلمت فيه يتعلموا فيه احفادي؟ ما ينفعش. الدوله كدوله، انا كدوله لازم انافس المدارس الخاصه في فخامه المبنى. وبحضرتك يا استاذ رضا كمان لاحظت وانا بوجه على المدارس الخاصه ان في فخامه في المبنى لكن ما فيش معايير الجوده، يعني مثلا ما فيش داتا شو او ما فيش السمارت بورد داخل الفصول، مع ان في اعدادي في حكومي فيه، يعني انا كحكومه ممكن انافسها بمعايير جوده اعلى. دي بس انا معترضه على حاضر. المبنى المدرسي. حاضر، بشكرك يا استاذه اميمه. حاضر، وجهه نظرك وصلت وهسمع رد دكتور رضا. معانا استاذه منال اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسفل ازعاجكم، بس انا محتاجه الدكتور رضا في نداء بيخص مدرسه ستيم. انا بنوتي بنت واحده وانا مطلقه من 14 سنه ومعيشة اللي هي من اسكندريه، وقولي طبعا انا حضرتها طلعت من الاوائل في ثالثه اعدادي وحضرتها المدارس ستيم ودخلتها مدرسه وتقابلنا الحمد لله امتحنا وتقابلنا، بس قولي ان انا مش في اسكندريه، جات لي في الستيم بتاعت جمصه. بالنسبه لي انا ما اقدرش اودي بنتي جمصه لان هي الوحيده، مع اني مدرسه ستيم اسكندريه فيها اماكن فاضيه وانا من اسكندريه، ليه ما تودينيش انا اسكندريه؟ ده نداء ليه كان اب يعني، ليه بتوديني مدرسه جمصه وانا بنتي من اسكندريه بنتي الوحيده؟ انا جيت لحضرتك مرتين القاهره بس ما عرفتش اقابل حضرتك، قابلت المدير بتاع ستيم فقال لي مالكيش حل انك تقعدي سنه، طب دي بنتي الوحيده اتبهدل بيها وامشي بيها الساعه 2 الفجر وامشي بيها الساعه 3 اروح بيها عشان اوصل جمصه وارجع؟ نداء من حضرتك بنتي من الاوائل بتوع اسكندريه وانا وامتحنا امتحانات الستيم ونجحت الحمد لله، بس قال لي مدرسه الستيم ما اكتفت مع ان في اماكن في ستيم اسكندريه. حاضر استاذه منال هستاذنك بس تليفونك يبقى معانا لو سمحتي. حاضر معانا التليفون. استاذه هبه اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم دكتور رضا لو سمحتي؟ معاكي دكتور رضا اتفضلي. معلش انا اسفه يعني حضرتك المناهج كويسه برضو وكل حاجه وكله تمام وعايزين نطور التعليم، بس حضرتك احنا عندنا مشكله في مدرسه مدحت طلعت التجريبي في بنها. احنا ما عندناش مدرسه اصلا. تجريبي في بنها ما فيش مدرسه اصلا يعني ايه بالظبط؟ المدرسه منشاه من 2013 تقريبا. والمفروض كان هيقيم ليها مبنى. فالمدرسه لحد دلوقتي المبنى ما اتبناش، وكل سنه بنتنقل من مدرسه للثانيه ندفع تبرعات عشان نجهز المدرسه الجديده اللي بنتنقل ليها عشان تتفرش يعني وتبقى كويسه للولاد اللي احنا اللي معانا، والولاد اكبر سن فيهم تقريبا رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي. فالوقت الحل دلوقتي ودونا مدرسه خارج المربع السكني خالص مع مدرسه اعدادي بنين في نفس الفتره الصباحيه ومشتركه في كل حاجه، في نفس الحمامات نفس الحوش نفس كل حاجه، ومطلوب مننا دلوقتي ان احنا نوافق على الوضع دوت، ولو مش عاجبنا نحول حكومه. حاضر بشكرك يا استاذه هبه. تليفون كمان يا شباب. مين معانا؟ طيب احنا طيب هناخد باقي الاتصالات بس نسمع رد الدكتور رضا على النقاط دي. الاول الاستاذه اميمه وهي موجهه. استاذه اميمه هي لغه انجليزيه اصلا وانا متفق معها تماما في ان البنيه الاساسيه involve me اشركني. هي قالت جمله كمان حلوه قوي، اشركني معاك في التطوير. ده ما فيش فيها كلام. امال اللي انا بعمله دلوقتي والحوار المكتبه اللي اتعمل ده جزء مهم. ما في احنا بص حضرتك التعليم قضيه مجتمع والشركاء فيه كتار. اوعى تفكر حضرتك ان الخطه دي هي خطه وزاره التربيه والتعليم، هي خطه دوله، هي خطه دوله. لما انا اسيب مكاني سياده الوزير يسيب مكانه في غير اللي هيجي وراه يلتزم بنفس الكلام. طب هي دي بقى مشكله. انا باكد لك كل حد بيجي بيغير يا فندم. العطلنا سنين طويله. ثواني يا استاذ امين، الامر هذا الامر المره دي مختلف، دي سياسه دوله. انا بقول اهو سياسه دوله والسيد الرئيس داعم الموضوع بشكل شخصي ومهم. يعني دي مش سياسه دكتور طارق شوقي، سياسه دوله. دوله وعديد من من الوزارات تشترك في الموضوع. يعني مثلا عندنا القوات المسلحه والاتصالات والتضامن الاجتماعي وكل ده اطراف شريكه في الموضوع. ما احنا مش معلش يعني مش وزاره واحده. معلش انا يعني مش عايزين ننسب النجاح لنفسنا فقط، لا للجميع. التعليم قضيه مجتمع، هو بناء الانسان مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم فقط؟ بناء الانسان المصري وزاره التربيه والتعليم مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم؟ لا طبعا. ولا مسؤوليه الحكومه كامله طبعا، بما فيها الثقافه طبعا والاوقاف طبعا ومن اول القياده السياسيه من أول كل. ان يبقى عندها النيه الحقيقيه فده بس لازم الناس تبقى عارفاه كويس قوي. استاذه منى انا متفق معاها ان البنيه الاساسيه واحد من التجهيزات اللي بتدعم العمليات التعليميه وانا موافقه تماما. معايير الجوده اللي اتكلمت عليها يا فندم هي، وطبعا ما فيش شك ان اي مبنى له معايير، واخد بال حضرتك؟ واحنا بنشتغل على ده وهنكمله باذن الله وماشيين في الطريق ده. طيب استاذه منال بتقول اتكلم عن ستيم، تيجي تقدم لي الطلب. هو بس انا عايز اوضح لها واوضح لكل الناس. اتفضل. احنا الطلبه اللي في الاعداديه جابوا مجموع 95 وقفلوا مادتين بيسموها كده، او جاب درجه نهائيه في مادتين او 98 وماده، دخل على امتحان اونلاين اربع امتحانات ابتيتيود، هي استعداد لغه واستعداد علوم ساينس او علوم ورياضه
وتفكير وتفكير وذكاء وابدان. حلو. اللي اجتازهم اللي اجتازهم ورتبنا الناس وعملنا كات سكور كده واخد بال حضرتك، قطعنا كده وبعدين بدانا ناخد رغبات الطلبه في ضوء رغبات الطلبه وفي ضوء الرانكينج اللي جايبه وزعناه، فهي بنتها توزعت بناء على هذا الكلام. لكن انا بقول لها تعالي اكتبي لي طلب. حاضر. وبوعدك لو فضى مكان عشان بس الكلام يبقى واضح، تمام، في اسكندريه هتبقى خريطه، يعني انا هشوف كده عشان بس الدنيا تبقى واضحه. حاضر. انا عندي كم مكان متقدم. حاضر. كم واحد عايزين يدخلوا هنا. وابدا اشوف هل يا ترى ده له ظروف صحيه، له ظروف اسريه، في لجنه شغاله على هذا. عارف يا دكتور، في اغلب الاحوال المواطن حتى لو ما تعملوش اللي هو عايزه، لكن احساسه ان صوته وصل للمسؤول وان بجد في محاوله جاده لمساعدته. انا بقول لها والله يا دكتور بتفرق. استاذه امين انا بقول لها بيحس انه في عداله كده، في انا بقول لها قدمي طلبك وفي ضوء معايير تيجي تشوف. حاضر. بدليل الطلبه. حاضر. اللي عايزين يستفسروا بنخليهم يتظلموا، انا ما عنديش مشكله. استاذه هبه، استاذه هبه تجريبي بقى. انا الاستاذه هبه بتتكلم في مدرسه في القليوبيه، وانا بكره ان شاء الله هنكلم الاستاذ طه عجلان اللي هو مدير مديريه القليوبيه نشوف الموضوع ايه على الارض الحقيقه يعني. حاضر. معلش اخد بس كمان اتصالين سريعا سريعا بس. استاذ عماد اتفضل يا فندم. ده راجل بقى لاول مره يعني، شوفي السيدات مهتمه جدا جدا، عارف حتى القوى العامله والوظايف. انا عايز اقول لهم في البيت بنلاقي الستات بيتكلموا اكتر، بيسالوا على وظايف لاولادهم دايما. استاذ عماد اتفضل يا فندم. استاذ عماد اتفضل يا فندم اتفضل. ايوه مع حضرتك. الو. معلش ابعد عن التلفزيون يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. السلام عليكم. معلش يا فندم ابعد عن التلفزيون لو سمحت. ماشي اوكي. انا بس بسال الدكتور رضا حجازي على حاجه معينه جدا. طب. توزيع درجات الاسئله في الثانويه العامه. ايوه انا بسال الدكتور رضا بس على توزيع درجات الاسئله في الثانويه العامه. لسه مجموعه اللغات عاليه عن المجموعه العلميه في اللغه العربيه، عاليه برضو عن الرياضه وعن الاحياء وعن الكيمياء. يعني تمام. اللي بيعرف يعني انا بقول اللي هو متفوق في العربي او اللغات هو ده اللي يحدد لكليات القمه. حاضر. برافو. هيجاوب الدكتور رضا ان شاء الله يا فندم. استاذ السؤال في المنهج هنجاوبه ان شاء حاضر. الله. حاضر. استاذ مين؟ طيب لا في تليفون تاني معانا يا شباب. طيب ماشي هنرجع تاني. معلش التليفون بس عبال ما بيتحول بياخد شويه وقت. توزيع درجات الاسئله في الثانويه العامه وان مجموع اللغات اعلى من الدرجات من المواد العلميه. حاضر. عايز اقول للاستاذ عماد ان توزيع الدرجات في ضوء عدد الساعات المخصصه لتدريس الماده. فلما اجي ابص على اللغه العربيه هي من 80 درجه. الاقي عدد الساعات اللي بتدرس فيها اكبر من عدد الساعات اللي في الكيمياء. يعني انا بس ازاي يا فندم فعلا عمليا يعني؟ ازاي يعني؟ المواد العلميه لا مالها؟ اعلى تبقى اعلى. بالراحه بس عليا. لا انا نشوف في معيار، احنا مش شغالين كده يعني. ايه المعيار؟ المعيار عدد الساعات التدريس. عدد ساعات التدريس بتاعت كل ماده، انا بوزع عدد توزيع الساعات الدرجات في ضوء عدد الساعات التدريسيه تتناسب مع عدد الساعات التدريسيه لكل ماده. يعني اللغه العربيه عدد ساعاتها التدريسيه اكبر من ماده الكيمياء. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي ماده النهايه العظمى للغه العربيه 80 والنهايه العظمى للكيمياء 60 درجه، في معيار عندي. عدد ساعات التدريس. عدد ساعات التدريس. طيب. عايز اروح ل المدارس والتعليم بقى انا معلش انا عايز اقول حاجه بس مهمه اطمن بها الناس. اشراك المعلم. هي دي اللي جايه. ايوه اتفضل. احنا من 15 سنه عندنا حاجه اسمها التعلم النشط. التعلم النشط وله ادارات في على مستوى الادارات التعليميه وناس متدربه عليه. خلي بال حضرتك من اللي انا بقوله كويس قوي، وده بقوله للمعلمين علشان الموضوع قابل للتنفيذ. قابل للتنفيذ. كنا بنقول له ما تديش معلومات للولاد وشغلهم في مجموعات واديهم وخلوهم يشتغلوا وينتجوا الكلام اللي احنا طالبينه ده. بس المدرس معايا الكتاب في الماده العلميه بالمنهج القديم. عايز ايه المدرس؟ بحاول اهو الكتاب القديم في ماده في الدرس وفي المعلومات. حلو. هل كل المعلمين قادرين على تصميم انشطه تنفع يدرسها جوه الكلاس او جوه الفصل عشان يعمل التعلم النشط؟ خلي بال حضرتك. فمن هنا اختزل التعلم النشط من بعض المعلمين انه يبقى بهجه ولعب لكن مش تعلم حقيقي.
انا بس انا على فكره أنا بشكر حضرتك حاجة بتنتقي كلماتك جدا لا أنا وأنت أنا تتحدث عن المعلم أنا على فكرة مدرس قبل ما أبقى دكتور طبعا يعني. طبعا لا أنا مدرس بجد مش 13 سنة مدرس كيمياء ثانوي قبل أن أكون دكتور في المركز القومي للامتحانات طب فكان عندنا التحدي ده أنا عايز أقولها بقى أهو عايز أوصل لهم الحكاية إحنا كان عندنا بنطالب في عندنا تعلم نشط وعندنا إدارات وعندنا كوادر فيه لكن لم يكن يحقق الهدف المنشود ليه؟ لان مش كتير عارفين يصمموا انشطه ومش كتير وانا عندي الماده العلميه فولي الامر بيقول له فين الماده العلميه اللي في الكتاب وهو يستسهل ويلاقي الماده العلميه ايه اللي يقعد بقى يصمم نشاط ومن هنا جاءت الباقه كانش في رقابه فهم ومن هنا جاءت الباقه الكتاب متعدد التخصصات هو كتاب ورك بوك هو كتاب ورك بوك وبه الانشطه فالمنهج الجديد طب ما الانشطه كانت موجوده المعلم هو اللي ما كانش بيبذل مجهود لا لا ما كانش موجود لا معلش بقى لا يا فندم بس كان خديني بقى بالراحه لا يا فندم ده لو قعد ربع ساعه مدرس كده هيقدر يطلع انشطه ويطلع اكتيفيتيز على جنبه ويطلع هذا الكلام عشان اصمم نشاط يحقق نواتج التعلم عمليه مهاره مش سهله معلش انا 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 اللي بقولها اهو في اللي بينجح وفي اللي نص نص وفي اللي مش احنا بقى فلسفه الباقه الكتاب متعدد التخصصات ان هو عباره عن انشطه يعني الناس بتوع المناهج والخبراء عملوا الكتاب متعدد التخصصات في صوره انشطه خلي بال حضرتك من انا بقول فاصبح المعلم في الكتاب بتاع متعدد التخصصات في ايده ايه بقى ماده علميه ولا انشطه مجموعه من الانشطه ومعاه على الجانب الاخر دليل معلم بتفصيلاته الكبيره خلي بقى حضرتك وبالتالي من هنا بقى انا اللي بقوله اهو سيتحقق التعلم النشط فعلا على الارض يبقى اذا انا هنا لما ايه الدافع اللي هيخلي المعلم عشان ده بقى سؤال محوري ايه الدافع اللي هيخلي معلم يتغير في فكره وطريقته من ملقن الى صانع انشطه انا اقول لك انا بقى بحكم كنت مدرس بقى السؤال ده هجاوب عليه وانا مدرس بقى المدرس اللي بيدي ماده علميه على طول الولاد ما بتسمعوش وبيبقى في شغب في الفصل حتى هيبقى عنده مشكله في اداره الصف اما المعلم اللي هيبدا يشغل الولاد في مجموعات ويبدا يديهم النشاط وبعدين يمدهم بالمصادر او يساعدهم في المصادر اللي هتجمعوا بيها المعلومات الولاد سيندمجون في التعلم وبالتالي انا بقول اهو وفي اتنين مدرسين على فكره هيبقوا مع بعض جوه الفصل بس عايز اقول لهم وده مهم قوي الاتنين دول لو ما اتفقوش مع بعض هيبقى في مشكله شوف انا بقولها ازاي وعارفها كويس اذا ما اتفقتوش هتعملوا ايه وهتخططوا ازاي وده هيبقى يقدم امتى وده يساعدك امتى وبعدين الدور يتبادل هيبقى فيه مشكله وانا بنوجه الساده المستشارين والموجهين لهذا الامر عشان ينزلوا للناس يعرفوهم الحكايه دي استاذنك ناخد مريم يا مريم اتفضلي ايوه اتفضلي يا مريم ايوه كنت عايزه اسال على حاجتين اتفضلي اول حاجه مدى جاهزيه الوزاره ان هي تلزم المدارس الخاصه بان هي ان موضوع الدفع المصاريف يكون من خلال البنك او اللي هو النظام الجديد اللي هم بيقولوا عليه يعني سؤال مهم من جدا من خلال المدرسه على طول دي اول تاني حاجه تاني حاجه الدكتور بيقول ان اللي هو المناهج الجديده اللي جاهزه لغايه ثالثه اعدادي هل ممكن المناهج دي يعني انا ممكن مثلا انا مثلا واحده وليت امر انا معايا بكالوريوس علوم مثلا وعندي وقت مثلا فاضي هل ممكن انا اخد المناهج دي ادرسها ووزاره توفر لي تدريب مثلا بحيث ان انا ما مش لازم اضيع على ابني فرصه ان هو يبقى حاضر. موجود في النظام الجديد ده واحاول انا بطريقه ثانيه مثلا حاضر. زي الهوم سكولينج او الفليكسي ادوكيشن مثلا او فليكس اه اه ماشي هو اللي هو ادوكيشن هو عن بعد والحاجات دي أيوة. تمام حاضر يا مريم رشا اتفضلي يا استاذه رشا ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زي حضرتك مساء الخير مساء الفل ازيك لو سمحتي ممكن اكلم دكتور رضا معاكي على الهواء اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا واحده من اولياء امور مدرسه الشهيد مدحت طلعت التجريبيه الرسميه في بنها وللاسف احنا بقالنا 5 سنين متشردين بين المدارس حاضر. كل سنه يلحقونا بمبنى
ومناش مقر ثابت، واخرها السنه دي الحقونا بمدرسه اعدادي حكومي عادي. المدرسه حاليا احنا هنبقى مشتركين معاهم بمبنى واحد بحمامات مشتركه واحده، ودي كارثه في حد ذاتها. ان احنا اولادنا مدرستك منها لسه جديده، اولادنا اكبر سن فيها رابعه ابتدائي. حاضر حاضر، بشكرك يا استاذه رشا. نعم طيب. مريم. استاذه مريم، دفع البنك على فكره في قرار وزاري صدر دفع المصروفات بس ده للمدارس الحكومه، هقولها مدارس الحكومه صدر قرار وزاري بان كلها هتبقى على البنك الاهلي وبنك مصر ومكاتب البريد. ده ليه يا فندم؟ تبع الشؤون المالي اللي الدوله اتكلمت عليه من حوالي سنتين. هو بصي حضرتك، لما هدفع على البنك اقدر اعرف مين عنده ظرف، مين اقدر اعفيه، واخد بال حضرتك؟ اقدر اتعامل وعندي داتا كويسه موجوده، واخد بال؟ ده مهم. وبرده في نفس الوقت، لا ما فهمتش برده معلش، الدفع انا عايز احصل البنك. انا عايز من الدفع البنك، فانا اقدر اعرف مين دفع مين ما دفعش. الكلام ده ما كانش بيقدر يتم على مستوى المدرسه، ابص الاقي المدرسه في اللي دفع في اللي ما دفعش. يا جماعه الرسوم دي هي اللي بيعمل بقى الانشطه. فوجود بس ما فيش حد يا فندم ما بيدفعش وابنه بيكمل في الدراسه، بيطلعوه من المدارس الحكومه؟ لا في بيقعد ما بيدفعش ويكمل. في المدارس الحكومه وده يعني ليه بيخلوه يكمل ليه؟ يعني وضع انساني يعني ولا ايه؟ في ظل الالزام انا يعني شويه في يعني هعمل فيه ايه؟ فاضطر انقله بقى مدرسه ثانيه بس. واخد بال حضرتك؟ لان انا ملزم ان انا اعلمه، معلش. عشان لكن في المدرسه الخاصه بيعملوا معاه حاجات ثانيه. اللي انا عايز اوصله بس، بندفع في البنك علشان يبقى عندنا داتا بيس قويه عن كل الاسر وعن المبالغ وهتتوظف فين، لان المبالغ دي بتروح منها جزء يروح للصندوق الدعم علشان نبني مدارس تانية جديده، ودعم وجزء تاني يروح المدرسه تانية عشان شغل. اعتقد عمليا ولي الامر مش هيفرق معاه، هو كده كده هيدفع فيروح يدفع في البنك بقى بدل ما يدفع في المدرسه الخاصة. صح كده؟ المدارس الخاصه المدارس الخاصه بصدد اصدار القرار المنظم ان الناس تدفع في البنك. يعني احنا يعني القرار ده صدر للحكومه، الحكومه التاني هيخرج قريبا جدا للمدارس الخاصه. ده التاني ده مهم جدا يا فندم ان شاء الله يا فندم. موضوع مصروفات المدارس الخاصه والانترناشونال يا فندم، ما هو انا بقى هاجي لك ان احنا ليه عملنا مدارس رسميه دوليه في مصر. مدارس الحكومه الدولي، في مدارس بتسعر براحتها وبتعلي براحتها ولا حد بيكلمها يا دكتور رضا. في 10 9 مدارس حكومه دولي السنه دي، عارفه الحكايه دي ولا لا؟ لا. طيب هنقولها بقى. طب اتفضل. في حاجه عندي مهمه اللي انت اتفضلت بيه دلوقتي. احنا السنه دي لاول مره كان عندنا من 2014 مدرسة في الشيخ زايد حكومة دولي بتطبق الاي بي. حلو؟ واحدة زيها في المعراج في المعادي. اي بي دولي تمنح الاي بي. فعليها اقبال غير عادي، حتى الولاد بيجوا لها من محافظات تانية. فاتكلمنا بقى طب ليه ما نعملش احنا كمان؟ نوسع فيها شوية. فتوسعنا فيها وفتحنا الاتي. مدرسة اي بي في التجمع الخامس هتشتغل كي جي 1 وكي جي 2. دي الكباسيتي بتاعتها قد ايه؟ الطاقة الاستيعابية بتاعتها دي يعني تاخد كام؟ هناخد اربع فصول، اربع قاعات كي جي 1 واربع قاعات كي جي 2 هذا العام. والقاعة فيها كام واحد؟ 25 طالب. دولي بمعايير دولية، مفيش فيها عدد الطلاب محسوب مفيش هزار، ده معايير والا مش هاخد الاعتماد الدولي. مش الاعتماد. مين اللي بيجي يعمل انسبكشن او تفتيش عليكم؟ لا ده من بره بقى، من الجهة منظمة الاي بي نفسها لا هتيجي عشان تمنحك الاعتماد. طب ده جزء من التوأمة اللي كان الرئيس اتكلم عليها؟ ما لسه ما انا هتكلم فيها بقى. هي دي. فانا دلوقتي والمصروفات 15000 جنيه. شوفي انا عايز اقول لك الاي بي بره تعرفي بكام؟ من 150 وانت طالع. انا هعمله لك ب 15. وعايز اقول حاجه كمان، 15 دول محطوطين في حساب المدرسه. مفيش مخلوق ياخد جنيه الا المدرسين. انا هجيبهم بنظام المأمورية من التربية والتعليم اللي يختارهم المؤسسة اصحاب المدارس الدولية. لان الفكرة بقى فكرة اصحاب المدارس الدولية في اطار المسؤولية المجتمعية بيدعموا هذه المدارس فنيا ويقدموا البرامج ويأهلوها للاعتماد. لكن المدارس تدار من قبل وزارة التربية والتعليم. سيستم هاي اللي فهمت معايا حضرتك؟ فال 15000 اللي الطالب هيدفعهم دول هيبقوا مكافئات للمعلمين وأنشطة للولاد. مفيش مخلوق تاني ياخد مالية. بس بس دول وجهين الصرف بس. لا تشغيل المدرسة، شراء لها
تمام. يعني يعني تصب لصالح على المدرسه والمدرس والطالب، لكن جنيه يطلع بره المدرسه لاي مخلوق لا، ولا وزاره ولا اي وزاره ولا وزاره ولا حد خالص، لان ده طبيعه عملهم مش هاخد مليم. طيب بس التجمع الخامس في واحده، ودي مع مؤسسه جرينلاند اللي بتدي الاي بي، اللي هي عامله اي بي في الشيخ زايد. دي مقرها فين جرينلاند يعني؟ دي دي, دي دي في الشيخ زايد. لا لا, لا يعني لا دي مؤسسه مجتمع مدني مصري مصريه مصريه تمام، بس عامله بروتوكول ثلاثي ما بين الاي بي ومؤسسه جرينلاند عشان بس الناس والوزاره، فخلاص فتحت مدرسه هتدعم مدرسه في التجمع الخامس. اوكي عندي بقى مؤسسه اصحاب المدارس الدوليه، دول هيدعموا 8 مدارس اي جي، 8 مدارس اي جي، واخد بال حضرتك؟ فين بقى؟ في الشروق، في العبور، في بورسعيد، في المنيا الجديده، في سوهاج الجديده، في الدقهليه، في الغربيه، في اسكندريه. هذا العام وستفتح المدارس ابوابها يوم 21/10 باذن الله هذا العام، بدءا بكي جي 1 وكي جي 2. ما يجيش بقى حد يجي يقول لي المدارس 150,000، ما انت عندك 15. الحاجه بقى الثانيه والاهم، انا اديتك بديل. ايوه هي دي الحاجه الثانيه والاهم برضو، انا المدرسين هجيبهم بنظام المأموريه اللي هم المتميزين. طب ما هياخد مكافاه فهيحسن دخله. طب السنه الجايه انا هحتاج مزيد اكتر من معلمين، فالناس هتبدا تشتغل على نفسها. يبقى انا ضمنت حاجتين بقى للدوله بقى، تحسين دخل المعلم المتميز، اتنين حراك مهني ذاتي. طيب كل ده لما اعمله، كل ده شغل هايل وجميل وفكر وبغير، بس اجور المعلمين لسه عندي فيها مشكله. لا انا بتكلم على لا لا انا بتكلم عموما، بتكلم انا قلت نقطه ثانيه دلوقتي. اوكي اجور المعلمين، اجور المعلمين يعني ميزانيه الدوله، احنا عندنا عجز وعندنا مشاكل مش بايد وزاره التربيه والتعليم، بس في النهايه هي اللي مسؤوله عن المعلم. هنعمل ايه يا فندم؟ لا يعني بص هو في اليه، في عندنا نائب وزير لشؤون المعلمين، دي لاول مره وظيفه مستحدثه. تمام ادينا بس فكره عامه كده. بصي اهم حاجه المتميز ياخد حافز، هو ده ربط بس. ربط العمل أنا بالكفاءه ربط أنا مش ربط الاجر بالكفاءه للناس كلها مره واحده، ربط الاجر بالكفاءه، بالاجر بالعمل بالكفاءه بالتميز. اما اللي هيجي لي الاي بي او الاي جي ده مين؟ اللي هم هيختاروه يعني اللي كواليفايد المؤهل الشاطر هياخد مبلغ كبير بالمناسبه يعني الى جانب راتب. طيب قرار يبقى قرار المصروفات ان تدفع في البنك ده بالفعل طبق على المدارس الحكوميه، صدر به قرار وان شاء الله في الطبيعي تطبيق على المدارس الخاصه. ابناء المعلمين من 50% وابناء الشهداء تماما، ابناء الشهداء تماما بس في المدارس اللي الحكومه يعني مدارس الحكومه وابناء المعلمين 50%. بس انا عايز بس اقول ان احنا زي ما شغالين على اولى ابتدائي وكيجي وشغالين على اولى ثانوي مش ناسيين الباقيين دول كلهم. المناهج من ثانيه ابتدائي الى ثالثه اعدادي كل سنه لا هتخفض حوالي 15% هذا العام. انا بس بقوله للناس كلها 15% في المنهج يقل شويه. هنعمل حاجه اسمها انشطه التنميه المستدامه اللي هي مرتبطه بموضوعات الدراسه عشان نعمل متعه التعلم. فهذا يعني زي ما شغالين على اولادنا، عشان يعني بس انا في استاذه اتكلمت زي ما شغالين على اولادنا في كي جي 1 كي جي 2 الابتدائي، فاحنا كمان البلك الكبير ده مش ناسينه ابدا. الحاجة بقى اللي عايز أكد عليها امتحان ستة ابتدائي بقى على مستوى المدرسة، ومفيش رسوب في ثالثة ابتدائي، لا أولى إن شاء الله، لا أولى ولا تانية ولا ثالثة، لكن في برنامج علاج الأولاد ده. أولى ابتدائي مش هياخد شهادة فيها درجات، ولكن القرار الوزاري اللي صدر إن احنا بنقول يلبي التوقعات أحيانا وبعدين لم يلبي التوقعات. هنا بقى على فكره الكلام يبان سهل، بس هو مهنيا مش سهل. المدرس لازم يبقى التقييم ايوه ازاي؟ المدرس لازم يبقى عنده ايه هي التوقعات ولست بيها وقيم ازاي ومعلنه. شوف انا بقول ايه بقى، ومعلنه عشان الشفافيه، عشان الترانسبيرنسي. اوكي يبقى معلنه بين الكل، وبالتالي يروح في نهايه العام في نهايه كل فصل تقرير وصفي وليس حب. نديله بقى ايه؟ لو ابنك بيلبي فوق التوقعات بنديلك شهاده زرقاء، ده بيلبي التوقعات بس بنديلك شهاده خضراء. طب احيانا شهاده ايه؟ صفراء. لم يلبي حمراء.
وبند بقى. وهنا لازم بجد 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 ولي الامر يحس انه في خطر ان ابنه هنا بقى احنا بند. بصي مش مستوعب. بصي اللي معلش يا استاذه منى, مسؤوليه المدرسه ان مفيش حد يبقى دون المستوى من اولى المرحله الاولانيه بالذات. طيب عشان كده في اتنين مدرسين انا عارف الوقت خلاص. اه بس في سؤال اخير, حظر التدخين واستخدام الموبايل داخل المدارس. بصي حضرتك ده هيطبق ازاي؟ الدنيا صعبه قوي. ده كتاب دولي صادر في مدارس الحكومه بيقفوا العيال في الحمام احيانا يعني. لا لا مش سجاير فاهم. بصي في لائحه انضباط عم بنعملها الوقت شغالين عليها, وهيطالب ده يعني لو هو في اعدادي هيتنقل مكان بعيد جدا عن مدرسته, انا بقول اهو, او لو في ثانوي هنفصله. طب اضمن ازاي ان المدرس مش هيداري عليه اللي هو الدادة اللي بصي منا بصي يعني منا الله يخليك الكير مثلا مش هيداري على الولد ويقول حرام مستقبله وما هيديه. اضمن منين استاذة منا؟ افرض الرولز بتاعتي أنا ازاي؟ انا مش انا برضو مش هنزل عند كل واحدة تابعه, في اليات متابعة, في عندي إدارة مركزية للمتابعة. دور ما هو دور حضراتكم بقى تفعيل اليات المتابعة. تفعيل اليات عندي إدارة مركزية للمتابعة, هتنزل تمر وتجيب. بص حضرتك بقى في قضية بقى انت نسيتيها اللي هي التنمر. اه طبعا انا حاطين في الكتاب الدوري مكافحه جميع اشكال التنمر. هو ليه يا فندم فجاه بقينا نتكلم على التنمر؟ لان بصي انا لما يجي لطفل اولا هي ظاهره العالم يعني والمنظمات الدوليه بدا يتكلم عليها صح, ولذلك احنا حطيناها في الكتاب. انا حطيناها في الكتاب الدوري. تخيل ان طلبه طفل زمايله زفوه يسمر يا قصير يا اي حاجه او يا تخين يا راجل سلوع يا تفتكر يا ابن فلان يا ابن كذا ايا كان تفتكر ده لما يروح البيت عايز يرجع تاني المدرسه؟ لا طبعا خلاص. مكافحه جميع اشكال التنمر ما بين الطلاب وبعضهم البعض. هشتغل عليها ازاي؟ وما بين المعلمين ولا التلاميذ. هشتغل عليها ازاي؟ صعبه قوي يا فندم. لا لا عندي عندي خدمه اجتماعيه هتشتغل عليها. عندي انا مش هتبدا من السنه دي؟ كتاب دولي نزل. يعني البولينج او التنمر ده؟ اه طبعا مكافحه جميع اشكال التنمر. انا بقول اهو. طيب رسالة أخيرة لكل ولي أمر سهر معانا النهاردة عشان يتفرج ويسمع. أنا بس عايز أقول لهم عشان التعريب الدراسية الجديدة. حاضر. التعريب في الثانوية العامة هذا العام موجود, آخر سنة فيها تعريب هذا العام هي الثانوية العامة هذا العام, عشان ده سؤال مهم عشان الناس تبدأ تذاكر بالعربي ولا بالإنجليزي. صحيح. فأنا بقول لهم آخر سنة فيها تعريب هذا العام السنة دي. المدارس الفترتين سايب لمدير المديرية انه يعدل اموره ويرفع لنا كوزارة عشان نوافق له عليه. تمام. امتحانات النقل قللنا الدرجة من تانية في تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي اللي على امتحان نهاية الفصل 25 درجة, وال 75 على مهام فردية مهام جماعية مهام شفهية. من تاني من تالتة من رابعة وانت طالع بقت 70 30. امتحان ستة ابتدائي على مستوى المدرسة وليس على مستوى الإدارة التعليمية. المدرسين هم هيلاحظوا في نفس المدرسة مادة التربية الرياضية لا تضاف للمجموع. التظلم في الراسب والناجح على السواء وليس للراسب فقط. ولي الأمر دلوقتي يطمن. ولي الأمر أنا عايز أقول له يطمن إن شاء الله المستقبل لأولادنا في التعليم جاي, إنه نطمن إنه التغيير اللي بيحصل ده إن شاء أنا الله أنا أكيد لصالح أنا ولادنا. أنا عايز أولياء الأمور يعيشوا معانا الرؤية اللي احنا فيها, لأن لو ما عاشوش معانا الرؤية دي واستعجلوا على اولادهم في ان هم يحصلوا معلومات فقط, يبقى احنا هيبقى بيننا مشكله, بيننا وبينهم مشكله. لكن انا عايزهم يساعدونا في بناء اولادهم, لان احنا وهم شركاء في تربيه الاولاد. هدفنا واحد. انا بشكرك جزيل الشكر يا دكتور رضا. بشكر حضراتكم بجد, مجموعه هايله. ربنا معاكم وربنا يقويكم. أنا عارفة إنه بدايات أو يعني لما بدأتوا تطرحوا على وسائل الإعلام المختلفة والصحافة وكده الرؤى الجديدة دي وهتعملوا إيه, في جزء من الناس طبعا انتقد واتريق وقال لك تابلت إيه وهتعملوا إيه. ده طبيعي على فكرة. واختزل واللي بيدير التغيير عارف ده. اختزلوا للأسف كل التغيير والتطوير اللي بننشد ليه في التابلت, وده مش صحيح. لا لا. ربنا معاكم ان شاء الله يوفقكم. بشكرك جزيل الشكر دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم. كل سنه وحضرتك طيب طيبه وان شاء الله عام سعيد ان شاء الله دراسي باذن الله ومختلف جميل كمان ومختلف يا رب ان شاء الله. شكرا لحضرتك. انا اللي بشكرك. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. يا رب نكون قدمنا معلومه ونكون قدمنا حاجه مفيده. ان شاء الله بكره احسن, وان شاء الله باذن الله السنه الدراسيه الجديده يبقى الضغوط فيها اقل من فكرة. أنا عارفة الضغوط الاقتصادية فيها مازالت صعبة طبعا, لكن أنا بتكلم على الضغوط التعليمية ودي مش قليلة,
وقلق الأم والأب الابن والحشو والمدارس والمناهج وكل الكلام ده واحدة واحدة. مفيش معجزة هتحصل فجأة، بس نطمن إنه بإذن الله في إرادة حقيقية من الدولة إنه منظومة التعليم تتغير بجد في مصر، وإنه في يوم من الأيام وإن شاء الله اليوم ده ما يبقاش بعيد قوي، إن شاء الله هنلاقي طالب مصري مختلف تماماً عما سبق. بشكركم على حسن المتابعة، إن شاء الله نشوفكم على خير. تحياتي منا فاروق، اصبحوا على خير.